بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة. حلقة النهاردة بالتأكيد معانا فيها أخبار مهمة جدا وتقارير مهمة ومتابعة للأحداث الرياضية الأخيرة، وبالتأكيد الشأن الرياضي المصري في الساعات الأخيرة، والحدث الأبرز مسألة الدور العام ومسابقة الدور العام وانتظام هذه المسابقة خلال الفترة القادمة، ودور النادي الأهلي في الفترات الأخيرة من حيث انتظام المسابقة وشروط المسابقة، وإزاي نحافظ على شكل وتنظيم مسابقة الدوري خلال الفترة القادمة. كل بيتكلم في اجتماعات حصلت خلال الساعات القليلة الماضية والرؤية بالنسبة للمرحلة القادمة. لكن قبل ما أتطرق لخطاب الوزارة إلى اتحاد كرة القدم أو حتى بيان اتحاد كرة القدم بالنسبة للمرحلة القادمة والقرار الرسمي الذي صدر منذ دقائق قليلة بتأجيل مسابقة الدور العام لما بعد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، يعني توقف للمسابقة حوالي 35 يوم خلال الفترة القادمة. لكن في جزئيات مهمة جدا لازم نتفق عليها ولازم نضعها كخطوط عريضة بالنسبة للمرحلة القادمة. ليه؟ لأن المرحلة الجاية محتاجة نأكد على تفاصيل ومعاني مهمة جدا. هذه التفاصيل وهذه المعاني مش عايز أقول هتكون دستور في التعامل خلال الفترة اللي جاية، لا، هو هيكون دستور في التعامل ما بين كل المنظومة أو أطراف المنظومة مع بعضها، لأن كلنا بلا استثناء جزء من هذه الدولة. النادي الأهلي جزء من الدولة، والنادي الأهلي كمؤسسة من المؤسسات الكبرى جزء من الدولة المصرية. هناك تقدير كامل جدا من النادي الأهلي للدولة المصرية، وهناك تقدير كامل جدا من دور النادي الأهلي للدور الرياضي والدور الوطني في الفترة الحالية وفي الفترة القادمة أو حتى في الفترات الماضية. وأحد هذه الثوابت المهمة جدا في التعامل ما بين الأطراف في هذه المنظومة أن الدولة كمان بتعي اهتمام كبير جدا وبتدي اهتمام كبير جدا للأندية اللي ليها دور في المحافل الرياضية وفي الوسط الرياضي، لأن الأندية دورها الوطني أن هي كمان بتخرج أبطال ولاعبين رياضيين بيمثلوا منتخبات بلدهم وبيمثلوا المنتخب الوطني في مختلف الألعاب الرياضية. الهدف من الاجتماعات والهدف من الأحاديث خلال الفترة الماضية أن الكل كان بيبحث عن حل، محدش بيحاول يدعي دور البطولة، والنادي الأهلي عمره ما ادعى دور البطولة. النادي الأهلي كان هدفه أنه يبحث عن حل لإقرار النظام للمسابقة الأهم والأغلى في الكرة المصرية. والهدف كمان اللي انت لازم يكون عندك رؤية محددة بالنسبة للمرحلة القادمة. على فكرة احنا بنلعب كورة، والكرة اصبحت صناعة، والصناعة جزء كبير جدا من ميزانيات دول. كرة القدم والصناعة دي جزء من ميزانيات دول كبيرة جدا. لكن في نفس الوقت واحنا بنلعب الكورة او بنلعب الرياضة هو التنافس جوه الملعب، التنافس مش بره الملعب. اي حد بيفكر ينقل التنافس ده بره الملعب ده شأنه، لكن احنا كنادي اهلي او كنادي اهلي كمؤسسة رياضية بتلعب رياضة أو أبطالها بيلعبوا رياضة عشان يحققوا المنافسة أو يحققوا المكسب جوه الملعب، جوه إطار الملعب، جوه إطار ملعب كرة القدم. فوز ببطولة، فوز بثلاث نقاط، تحقق الهدف والرغبة اللي أنت بتلعب عشانها. وحتى المبادئ وأنت بتلعب بتطبق مبادئ الفير بلاي. لكن ما خارج الملعب أنت بتحاول تطبق نظام، أو بتحاول إن أنت بتخضع لنظام أنت ماشي عليه. لو انت كمؤسسه رياضيه كبيره شايف النظام ده فيه مشكله بتقول كلمتك، لانك نادي كبير وكلمتك هنا للمصلحه العامه مش لهدفك الشخصي. انت طبعا النظام ده هيفيدك كنادي، لكن في نفس الوقت المصلحه العامه مهمه جدا بالنسبه للكل. الدوله عارفه بالتاكيد دور النادي الاهلي في هذا الموضوع بشكل كبير جدا، وكل دور كل الانديه اللي دايما بيبقى بتخرج لعيبه وبتبرز نجوم وابطال بيمثلوا المنتخب الوطني في مختلف الالعاب. كرة القدم تحديدا هي اللعبة الشعبية الأولى في مصر، وكرة القدم تحديدا من الأهداف اللي الدولة الفترة الجاية بالتأكيد بتعي ليها اهتمام كبير جدا، لأن هذه المنظومة مهم جدا إن احنا نحافظ عليها ونعمل لها ترتيب وإعادة ترتيب الأوراق من جديد. وفي جزئيات مهمة جدا عشان نرتقي باللعبة، والدور ده بقى مش دور الدولة أو دور المسؤولين، دور الدولة ودور المسؤولين في حاجات جسيمة، يعني ربنا يكون في عونهم، ومسؤوليات جسيمة ربنا يكون في عونهم ان هم يقدروا عليها خلال الفتره الجايه. لكن في نفس الوقت احنا كرياضيين او حتى كاعلام رياضي ما ينفعش يكون لنا دور سلبي في هذا الملف ونقع على عاتقهم ادوار اكتر من الادوار الثانيه. يعني الدور الرياضي ده دور انت بتتكلم فيه اللي انت في رفاهيه للشعب، في رفاهيه للناس اللي بتلعب رياضه، بتلعب كوره، ففي نفس الوقت لازم تقوم بدورك عشان المجال ده يكون مفيد للبلد بشكل عام، مفيد لصناعه اللعبه بشكل خاص، وكمان يطور
اللعبة بشكل جيد في الفترة اللي جاية. الدور ده أنا عشان أتكلم فيه مهم جدا إن القائمين على تنظيم هذا الموضوع يقوموا بمسؤولياتهم. بمعنى إيه؟ إن الدولة في حد ذاتها لما بتلاقي مشكلة أو في خطأ إداري في موضوع زي ده وممكن يتطرق لأسامي كبيرة كأهلي كزمالك كجمهور، بتحاول تحل الموضوع عشان الهدف في النهاية إن الدنيا تبقى هادية وفي نفس الوقت الناس تشتغل والناس إزاي تفكر في إعلاء مصلحة اللعبة والفترة الجاية يكون في هدف إيجابي من اللعبة اللي إحنا بنلعبها لعبة كرة القدم. والشكل وتنظيم الدوري جزء أو أساس من جزء عمل اتحاد كرة القدم. والاتحاد المصري لكرة القدم عليه خلال الفترة القادمة إن هو يعي جيدا هذا الدور وهذا الموضوع عشان دايما يكون في انتظام للمسابقة ودايما يكون في دور مهم جدا لحل هذه المشكلات في الفترة اللي جاية. والمشكلة لما حصلت مبكرا أنا بعتبر اللي من العناصر الإيجابية اللي ظهرت إن إحنا هنضع دستور أو ميثاق في الفترة اللي جاية إن الكل هيكون حريص على انتظام المسابقة وعدم التلاعب بجدول الدوري او عدم التلاعب بالمباريات، واللي الكل يكون حريص ان تكون المباريات ماشيه بنفس الترتيب وكل مباراه في نفس توقيتاتها وكل المباريات في نفس موعدها. مهم جدا واحنا بنتكلم على ده نقول كمان ان الكلام ده عشان يتحقق في الفتره اللي جايه محتاج بقى ان الجميع يتكاتف لتنفيذ هذه الموضوعات في الفتره اللي جايه. النادي الاهلي كان هدفه ان هو المسابقه تكون منتظمه، والأهلي هدفه إن المسابقة تكون منتظمة عشان في النهاية ده هيسري المسابقة بشكل كبير. المسابقة دي ليها مداخيل كبيرة مالية كبيرة جدا، والمداخيل المالية الكبيرة دي هتلقى بشكل إيجابي أو هتكون هدفها رايح لكل الأندية. المداخيل المالية الكبيرة دي بتتوزع على كل الأندية. لما المسابقة تكون موعدها منتظمة، مواعيد البث الفضائي، مواعيد المباريات في البث الفضائي هتكون مظبوطة، حقوق الرعاية هتبقى مظبوطة، مواعيد وانتظام المسابقة خلال الفترة الجاية ده بالتأكيد هيفيد الناس في مسألة الرعاية والبث الفضائي والحقوق التجارية والتسويقية، وبالتالي المسابقة نفسها سعرها وقيمتها هتزيد. كل ده في النهاية احنا بنتكلم في مسابقة او حقوق تجارية او بطولة لازم نهتم بيها بشكل كبير، وعشان نهتم بيها بشكل كبير لازم نحط لها نظام. عايز اوصل لكم رسالة ان مفيش حد بينتصر على حد، لكن الهدف ان النادي الاهلي كان بدأ في هذا الموضوع انه كان عايز يحط نظام للمسابقة، كان عايز يقول لا مش عايزين نغلط نفس الاخطاء اللي حصلت في الدوري الموسم الماضي، مش عايزين نكرر العشوائيه اللي حصلت الفتره الماضيه. وفكره ان النادي الاهلي هيلعب مباراه او مش هيلعب مباراه هي مش مساله عند، هو النادي الاهلي كان هدفه ان في نظام محطوط لجدول المباريات والدوري تحديدا او كره القدم تحديدا لازم يكون فيها نظام. واللي عايز يبص على النظام او اللي عايز يعرف النظام ده ماشي ازاي ما يروحش بعيد، يعني الموضوع قريب مننا قوي، يبص لاسبانيا يشوف لغايه اللحظه دي ازاي الاتحاد الاسباني والليجا الاسبانيه بيفكروا ازاي يحطوا ميعاد مناسب لمباراه الريال وبرشلونه بعد قرار التاجيل خلال اليومين اللي فاتوا، لدرجه ان وصلت لمرحله ان حتى الاتحاد الاسباني والليجا ادوا مهله زمنيه كانت يوم الاثنين الساعه 10 الصبح ومدوها النهارده لغايه الثلاث الساعه 9، يعني المهله بالظبط تنتهي بعد حوالي ساعه الا 10 دقائق لتحديد موعد مناسب. ولما قالوا ساعتها لازم نحط ميعاد مناسب ده لهدف اهم من فكرة الريال وبرشلونة، ما بيلعبوش دوري لوحدهم، لا ده بيلعبوا دوري مع 18 نادي تاني، فبالتالي لازم الكل يكون حريص على تكافؤ الفرص ما بين الأندية في الفترة اللي جاية. كمان في جزئية مهمة جدا، اجتماعات الأمس واجتماعات اليوم أو الهدف منها إن مهم جدا في الفترة الجاية نكون حريصين على إن الأخطاء الإدارية اللي حصلت الفترة الأخيرة ما تتكررش خلال الفترة الجاية، ومهم قوي خلال الفترة الجاية كلنا نكون حريصين على انتظام المسابقة خلال الفترة اللي جاية. في عندنا تفاصيل كتير وفي بيانات خرجت منذ دقائق قليلة وأخبار مهمة كمان في تدريبات فريق النادي الأهلي، لكن أخرج إلى فاصل ثم نواصل الحديث بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد بعد هذا الفاصل واستكمال الحديث عن المرحلة القادمة بالنسبة للكرة المصرية والموقف بالنسبة للمرحلة القادمة. كنت بتكلم معاكم ان خلال الساعات القليله الماضيه كان في اجتماعات مثمره في هذا الشان تمت خلال اليومين اللي فاتوا او حتى بالامس. بالامس حتى الاجتماع المثمر والكل كان بيتكلم عليه اجتماع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه مع مجلس اداره النادي الاهلي ومع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الاجتماع هو اجتماع لكل الاطراف. ومهم جدا لما بناخد قرار او لما بيتخذ موقف بالنسبه لمسابقه ما القرار او الموقف ما يبقاش لطرف ويتبلغ والباقي ما يبقاش لسه عارف، لا الهدف من الاجتماع او الهدف من مثل هذه الاجتماعات ان يكون الاطراف كلها مجتمعه لاتخاذ قرار الكل يكون على درايه بيه قبل ما يتخذ هذا القرار.
الاجتماع بالامس ليس كان مع جهه لوحدها والجهات الاخرى ليست موجوده في الاجتماع، بالعكس اجتماع الامس كل الاطراف المعنيه كانت موجوده في هذا الاجتماع لبحث سبل اتخاذ القرار الامثل للمصلحه العامه للكره المصريه وللمصلحه العامه بالنسبه لهذه المسابقه الاغلى بالنسبه للكره المصريه. والنادي الاهلي تحديدا في هذا الملف بيعلي دايما المصلحه العليا للبلاد والمصلحه الوطنيه للبلاد. وفكره كمان ان تاجيل عدد من المباريات خلال فترات سابقه او خلال المرحله القادمه سواء لدواعي امنيه او لظروف ما، النادي الاهلي بيقدر ده جيدا. لكن بشكل عام ومهم جدا واحنا بنتكلم في هذه الجزئيه، لما بيتخذ قرار او لما بيتم مناقشه قرار بيتم مناقشه القرار مع كل الاطراف المعنيه بهذا الموضوع. اجتماع الامس ليس اجتماع مع النادي الاهلي فقط، اجتماع مع النادي الاهلي وايضا الاطراف المعنيه بالموضوع كانت بالتاكيد مشاركه في هذا القرار وتعي جيدا الهدف من هذا القرار بالنسبه للمرحله القادمه. لان كمان في جزئيه مهمه جدا، واحنا لما بيكون عندنا مشكله في مسابقه او تاجيل مباراه لظرف امني، وده بيحصل في العالم كله على فكره، ما بيحصلش في مصر بس، حصل في اسبانيا وبيحصل في امريكا وبيحصل في فرنسا، ده بالعكس ده حصل في فرنسا اثناء مباراه وهي بتقام لسه في بدايتها، مباراه تم الغاء، وحصل في الدوري الانجليزي في مباريات كثير قبل المباراه بنص ساعه بيتم تاجيلها لدواعي امنيه، ده بيحصل. بس الفكره في ايه؟ وان النادي الاهلي كان عايز يقول ده ايه؟ ان لازم يكون في لغه حوار، ولغه الحوار دي حصلت امبارح. هو ده بقى الشيء الاهم اللي احنا بنتكلم فيه. لما حد بياخد قرار لازم يكون في لغه حوار، ولازم يكون في خطاب للجميع، لان في النهايه انت مش بتلعب لوحدك، او انا بلعب لوحدي، او انا ابقى واخد دور البطوله لو خدت القرار او عرفت التوجه وبالتالي اطلع اقول انا عملت كذا، الفكره مش في كده. الفكره ان احنا كلنا لازم نتفق على هدف واحد. وارتقاء المسابقه والارتقاء بانفسنا بياتي من هذا الحوار وهذا الاجتماع. مثل هذه الاجتماعات ان دلت بتدل على شيء مهم جدا، ان تقدير الدوله للنادي الاهلي وتقدير النادي الاهلي لكل مؤسسات الدوله وتقدير النادي الاهلي ايضا لكل المؤسسات الرياضيه، ده الهدف الاسمى اللي احنا بنسعى له. وزي ما قلت لكم تاجيل اي مباراه لاي ظرف امني كلنا واقفين في ظهر هذا القرار، لكن مهم جدا لما بيتخذ هذا القرار لازم الاطراف المعنيه بالقرار تكون عارفه الاسباب ودارسه الاسباب وعارفه كل معطيات هذه الاسباب، وده حصل في فترات سابقه. لكن الجديد علينا اللي كان غريب بالنسبه لنا ان كانت في امور بتتخذ فيها قرارات دون الرجوع او دون مناقشه القرار مع الانديه شريكه في هذه المباراه. مش هتكلم في تفاصيل اللائحه لان خلاص فكره اللائحه واللي اتقال في اللائحه اتقال خلال الفتره السابقه، وده مهم نبني عليه في الفتره اللي جايه على فكره. الناس عارفه التفاصيل بتاعه اللائحه وان ازاي اللائحه فيها تضارب في الاختصاص ما بين الموافقات الامنيه ومين اللي ليه الدور، النادي ولا الاتحاد، وحتى في العقوبات ولائحه المسابقات ولائحه الانضباط، كل هذه الامور اللائحه لما تم عرضها في الحلقات السابقه كشفت امور كثيره جدا اعتقد مهم جدا في فتره ال 40 يوم يتم علاجها واصلاحها وارسالها للانديه. مش علاجها واصلاحها فقط، لا، وارسالها للانديه. يجب على اتحاد الكره ان يرسل للانديه اللوائح المنظمه للمسابقه. ده مهم جدا عشان كل طرف يبقى عارف ايه الحقوق اللي ليه وايه الواجبات اللي عليه. ده شيء مهم جدا عشان كل طرف يبقى عارف لما بيتكلم من منطلق اي موضوع يبقى عارف اللائحه بتقول ايه، انا المسؤول ولا الاتحاد المسؤول. طب لو صدر قرار لغه الحوار ما بيننا بتبقى ازاي؟ ده مهم جدا عشان في النهايه المساله ما بيننا لازم تكون في نطاق رياضي ولازم تكون في نطاق الملعب. المكسب والخساره جوه الملعب فقط، عمر المكسب والخساره ما كان بره الملعب. لو حد بيفكر ان ياخد الفكره دي بره الملعب مش سكه النادي الاهلي او سكه اي مؤسسه رياضيه حريصه على مصلحه البلد. الفتره اللي جايه محتاجين كلنا نهدى ومحتاجين كلنا نركز ومحتاجين كلنا نشتغل ونشوف اللوائح ايه العوار اللي موجود فيها والمسؤول عنها يحلها، وبعد ما يحلها يرسلها للانديه. قال بالعكس كمان ده المفروض كمان بيتم وضع ورش عمل لمناقشه اللوائح قبل بدايه اي موسم، و نشوف الأخطاء اللي كانت موجودة في فترات سابقة ويتم التغاضي عنها. ده شيء مهم جدا. وعشان ده يحصل أتمنى، ما أعرفش ممكن يحصل ولا ما يحصلش، بس أتمنى خلال ال 40 يوم يكون في رابطة للأندية الدوري المحترفين في الفترة اللي جاية. مثل هذه الأمور هي اللي هتسهل الإجراءات على كل المسؤولين. كل واحد هيقوم بدوره، كل واحد هيبقى عارف اللي ليه واللي عليه. الاتحاد هيبقى عارف دوره إيه. رابطة الأندية المحترفة هتبقى عارفة دورها إيه. الأندية هتبقى عارفة دورها إيه. وفي نفس الوقت مفيش حد هيطلع يقول انا عايز اعمل كذا ومش عايز اعمل كذا، لا، في رابطه خلاص هي اللي بتدير المسابقه، والرابطه اللي بتدير المسابقه بتديرها من خلال مشروع لائحي بتنفذ هذا المشروع على كل الانديه، وفي لجنه مسابقات قايمه بدورها بجد، لجنه مسابقات بتشوف ازاي ترتيب المباريات ازاي يتنفذ بالحرف الواحد، ولما يحصل تاجيل او يحصل اي ظرف بتدعو الاطراف اللي موجوده صاحبه هذه المباراه وبيتم مناقشتها في هذا الموضوع لايجاد حل او ايجاد بديل مناسب. وده
عشان يحصل لازم نساعد بقى القيادات والمسؤولين عن الدوله في هذا الموضوع، وده دورنا دور الناس في الرياضه ودور الناس في اتحاد الكوره ودور الانديه ان هي تشتغل على ده. الجزئيه اللي برضو عايزين ناكد عليها بالنسبه للمرحله اللي جايه، ودي جزئيات كويس ان هي حصلت واحنا لسه في الاسبوع الرابع في الدوري، لان الموسم لسه طويل ولسه المسابقات الافريقيه مقبله علينا خلال الفتره اللي جايه، وهيبقى في ازدحام في المباريات وهيبقى في مشاكل في السفر وفي الرحلات الافريقيه وفي الماتشات، فمهم قوي ان احنا نضع دستور ونضع ميثاق كلنا نسير عليه في الفتره اللي جايه. زياره الدكتور اشرف صبحي للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي ده من منطلق تقديره للمسؤوليه المكلف بيها لخدمه هذا الشعب اللي بينتمي وبيرتبط بقطاع كبير منه بالنسبه لمؤسسه رياضيه كبيره وتربويه كبيره زي النادي الاهلي. وتقدير النادي الاهلي الكبير جدا للامن وتضحياته وتتوجهاته في الفتره القادمه ده مهم جدا، وده دور وطني النادي الاهلي دايما قايم بيه في فترات سابقه. لكن ضروري التمسك بالقوانين واللوائح اللي بتحددها الدوله من خلال مؤسساتها التشريعيه والتنفيذيه. كمان التواصل مع مجلس اداره النادي الاهلي، قلت لكم الاجتماع بالامس كان الهدف منه التواصل مع كل الاطراف المعنيه بالموضوع. لكن كمان مهم جدا على المؤسسه او الاداره اللي بتدير هذه المنظومه كاتحاد كره القدم، لازم تشوف اي موضوع لما بيكون عندها ازمه او مشكله ازاي تحل هذا الموضوع وتزيل اي معوقات من خلال رؤيتها لحل هذا الموضوع. وده مش هيحصل الا من خلال نظام محطوط، لائحه مسابقات كامله بتحدد فيها كل البنود، معروف لو في هناك طلب امني بتاجيل مباراه الدور الاتحاد مع النادي صاحب المباراه ازاي يضعوا ميعاد مناسب لبديل لهذه المباراه، وبعد ما يتم وضع ميعاد مناسب الجدول بيسير بشكل منتظم. وفي نفس الوقت لما بيكون في مواعيد مباريات متحدده من خلال قرعه تمت في بدايه الموسم الكل بيلتزم بيها. اذا تم الكلام ده من خلال لائحه ما تكونش بنودها عكس بعضها الكل هيلتزم بده والكل هيمشي على ده. والنادي الاهلي لما قال في بيانه عدم تكرار العشوائيه، العشوائيه هنا بتشمل كل الامور اللي ما بتبقاش واضحه وبتخلي في الاخر في مداخيل بتيجي بقى من هنا او من هنا ممكن تسبب هذه المشاكل او بتسبب هذه المعوقات اللي بتاخر مسابقه كبيره جدا زي مسابقه الدوري العام. وسبق وقلت قبل كده لحضراتكم النادي الاهلي عارف كويس قوي 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 اهميه هذه المسابقه. النادي الاهلي فاز بالدوري العام اكتر من 40 مره، فعارف دور هذه البطوله والعائدات الماليه اللي بتيجي من وراء هذه البطوله. وبطوله تعب وشقي فيها على مدار سنين طويله جدا، بنتكلم اكتر من 40 دوري، يعني بنتكلم على مدار مجالس ادارات وفرق كوره واجيال مختلفه، عارفه قيمه وهذه المسابقه ازاي لما تكبر وتعلى وقيمتها الماليه هتعلى، انا هستفيد بشكل شخصي كبير جدا، والانديه كمان هتستفيد، بس انا كنادي اهلي من خلال حقوق البث الفضائي والرعايه والحقوق التجاريه والتسويقيه، كل ما المسابقه دي بتكبر وقيمتها بتكبر انا هستفيد، انا حقوق الرعايه عندي هتزيد. انتظام المسابقه ومواعيد المباريات ده جزء اصيل واساسي من هذه المساله. يعني مباراه كانت ممكن تكون السبت الجاي، حقوق الرعايه والتسويق والاعلانات الناس حاطه تارجت مبلغ مالي كبير جدا لمباراه زي دي سواء بحضور جماهيري او بدون حضور جماهيري، فجاه لما تتاجل هضرب بكل ده عرض الحائط، وانا كنادي او انا كحقوق تجاريه عندي او رعاه هيخسروا كتير جدا. حتى رابطه الليجا الاسبانيه اتكلمت في الجزئيات دي وهي بتتكلم في تاجيل مباراه، لازم نراعي الجزئيات الصغيره دي، ولازم الناس القائمين على اداره اتحاد كره في مصر وهي يعني هم الناس موجودين لفتره محدده وبتكليفات محدده. من ضمن هذه التكليفات تيسير العمل داخل الاتحاد واعداد اللوائح المنظمه للمسابقات واعداد اللوائح المنظمه للدوري وللمشروع النظام الاساسي للاتحاد. ده دور اساسي ليهم في الفتره الحاليه. وبيقوموا بالدور ده بشكل محترف، هم مش مجموعه متطوعه للقيام بهذا الدور، لا، دي مجموعه محترفه. ويكاد تكون هذه المجموعه او هذه اللجنه هي اول لجنه محترفه بتدير اتحاد الكره في الفتره اللي جايه، وعشان تديره بجد لازم تركز قوي في موضوع اللوائح، ولازم تعي جيدا ان اللوائح هي الحل الامثل لحل اي مشكلات في الفتره القادمه. باكد على ده، اعملوا ورش عمل، اصنعوا لوائح جديده، الامر سهل جدا مش صعب، مش عايزين ناخد لائحه قديمه نحطها هي هي ونزود القيم الماليه ويبقى قلنا عملنا لائحه، لا، نشوف مشاكلنا فين ونعمل لائحه بجد، وبعد ما نعمل اللائحه بالاتفاق مع الانديه المعنيه بالمسابقه ارسل بقى اللائحه للانديه، لان الانديه تبقى عارفه انا لو عملت كذا عليا كذا، انا لو اتخذت قرار بكذا لا عليا كذا. ده مهم جدا، لازم الناس تبقى عارفه اللوائح ماشيه ازاي. الاتحاد الافريقي لما بيعمل مسابقه بيبعت اللوائح للانديه المعنيه بالبطوله، الاتحاد الدولي لما بيبعت المسابقه بيبعت شروط المسابقه للانديه اللي هتشارك في المسابقات القاريه او المسابقات الدوليه الخاصه بالاتحاد الدولي.
ده جرى العرف على ده في كل الاتحادات في العالم وكل الاتحادات القارية والإقليمية بتعمل ده. فالاتحاد المصري لكرة القدم يحضر ده خلال الفترة الجاية بشكل كويس، عندكم 40 يوم تحضروا ده بشكل كويس، وانتظام المسابقة مش هيفيد الأهلي بس، هيفيد المنظومة كلها، ومفيش حد كسبان أو خسران، المكسب والخسارة جوه الملعب، ثلاث نقاط جوه الملعب، ومبدأ الفير بلاي، محدش بيقدر يقول أنا هكسب جوه الملعب وأنا واثق، لا 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 خالص، أنا بلعب كورة وبجتهد وبشتغل وربنا بيدينا على قد نيتي، لو أنا بشتغل بما يرضي الله ربنا هيدينا على قد نيتي، مهما كانت المعوقات والصعوبات اللي بقابلها. الحمد لله طالما بشتغل وعارف اهدافي وبفكر ان اشتغل وانجح بس، مش بفكر ان انا اشتغل عشان افشل حد تاني، لا بفكر ان اشتغل عشان انجح بس، ده مهم جدا بالنسبه للمرحله اللي جايه. يمكن سريعا كده بيان الاتحاد المصري الخاص بانتظام المسابقه، كان فيه نقاط عديده، لكن في النهايه الجزء اللي عايز اكد عليه ان الاتحاد بعد ما شرح الاحداث خلال الفتره الاخيره أكد في النهاية أنه هو بيعتبر نفسه بيت الأمة القروية وبيسعده أن يظل بابه مفتوحا لكل أبنائه يستمع إلى شكواهم ويطمئنهم على حقوقهم ويساعدهم على تحقيق مصالحهم في إطار العدل وعدم الجور على المصالح العامة لكل أطراف المنظومة القروية. أتمنى ده يحصل خلال الفترة القادمة. لكن القرار اللي بالتأكيد في نهاية البيان والجمهور بالتأكيد محتاج يعرف هذا القرار، بناء على ما ورد اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم من خطاب من وزارة الشباب والرياضة وفي إطار التعليمات الأمنية وفي ضوء استضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة وتضافر الجهود لإنجاحها، تقرر تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومباريات الأسبوع السادس لمسابقة الدوري الممتاز إلى ما بعد انتهاء بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، على أن تستأنف المسابقة بعد انتهاء البطولة بنفس الترتيب الوارد بجدول المسابقة، فيما تقام مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة بتعليمات أمنية من الأسبوع الرابع في ختام الدور الأول. إذن لما بنتفق على صيغة معينة ولما الكل بيبقى عارف الأهداف في المرحلة الجاية ولما بيكون في ظرف أمني معين الكل بيقدره والنادي الأهلي بيقدر هذا الظرف بشكل شخصي مهم جدا على مدار التاريخ، دايما النادي الأهلي بيقدر هذا الموضوع بشكل كبير جدا لأنه مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة ومؤسسة رياضية عريقة جدا فعارفة الدور الوطني في هذا الملف، لكن هي لغة الحوار ولغة فكرة أن يكون كل الأطراف المعنية تكون موجودة في هذا الحوار عشان في النهاية لما يتخذ قرار القرار يكون عارفه الجميع، وأنا ما بقين أنا صاحب المباراة طبقا لجدول المسابقة وطبقا للقرعة مهم جدا أن أنا أبقى عارف كمان المراحل الجاية ماشية إزاي، وده بالتأكيد بنتمناه في الفترة القادمة. دي كانت جزئية مهمة جدا وأنا بتكلم في البداية، إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية إن شاء الله تكون الإطار العمل للكرة المصرية ماشي في إطار إيجابي، مسيرة بقى وعطاء النادي الأهلي بإذن الله وأي مؤسسة أخرى إن شاء الله يكون ليها مكانتها في الفترة القادمة، إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي عنده مرحلة مهمة خلال ال 40 يوم القادمين يحضر بقى للمرحلة القادمة إن شاء الله بإذن الله بشكل جيد. كنا نتمنى نكون في مباراتين الزمالك والجونة بعد انتصارات في أول ثلاثة مباريات والفريق ماشي بشكل جيد جدا، لكن محدش يعرف الخير فين، محدش يعرف الفترة الجاية ممكن تكون أفضل وأفضل بالنسبة للنادي الأهلي، طالما النادي الأهلي بيفكر إزاي يشتغل عشان ينجح وبيفكر في إزاي يعني يسعد جمهوره وازاي ان يرفع علم مصر في المحافل الدوليه، طالما النادي الاهلي بيفكر في الاطار ده ربنا هيكرم، لان انت بتفكر عشان تشتغل، ما بتفكرش في اي حاجه تانية، لا انت بتفكر عشان تشتغل، بتفكر عشان تزود مواردك الماليه، بتفكر عشان تعرف اللوائح الموجوده في المسابقه عشان تدرسها عشان ما تعملش خطوه انت مالكش الحق فيها. النادي الاهلي عمره ما كان دخل في موضوع ملوش حق فيه. النادي الاهلي لما بيخش في موضوع بيبقى دارس جيدا اللوائح المنظمه لاي مسابقه، لو ليه حق بيحافظ عليه، وجزء من الحفاظ على هذه الحقوق المصلحه العامه، حصل في بطوله الدوري السنه اللي فاتت وبيحصل في بدايه الدوري هذا العام، والتاريخ بعد كده بياكد حق النادي الاهلي في هذا الموضوع، لما بيطالب بشيء بيكون مطالبه مشروعه وللمصلحه العامه في النهايه. ده جزئيه بناكد عليها وجزئيه بناكد عليها كمان لجمهورنا، دايما الفتره الجايه خلي تركيزكم على النادي الاهلي، ما تخلوش اي اطراف اخرى او اي تصريحات او اي امور تثير انتباهكم، لا خالص ركزوا مع النادي الاهلي، طالما النادي الاهلي الحمد لله بيفكر للمرحله الجايه بشكل كويس، الامور الانشائيه ماشيه بشكل كويس، فرقه الكوره الحمد لله التطوير فيها ماشي بشكل ايجابي جدا، الكل سعيد بالحاله الفنيه اللي فيها النادي الاهلي، عندنا معترك افريقي ومحلي مهم جدا يا جماعه، بعد 25 نوفمبر عندنا معترك مباريات كثيره جدا لازم نركز عليها ولازم نكون في ظهر الفرقه، وطول ما جمهور النادي الاهلي في ظهر الفرقه وفي ظهر الاداره وفي ظهر النادي، نادي دايما باذن الله هتكون رايته عاليه باذن الله، لان بالتاكيد احنا بنلعب وبنشارك في البطولات عشان في النهايه مش بنرفع رايه النادي الاهلي بس، لا احنا بنرفع رايه مصر وبنرفع علم مصر
سواء في البطولات الإفريقية أو حتى في البطولات الدولية، ودايما النادي الأهلي لما بيذكر اسمه سواء في الأعلى تسويقا أو الأعلى تتويجا أو اسم النادي الأهلي في الاتحاد الدولي الاتحاد الإفريقي بيتقال النادي الأهلي المصري. فدايما النادي الأهلي بيلعب في النهاية عشان يرفع اسم وعلم مصر، وده الدور الوطني اللي على مدار التاريخ ومن خلال مجالس إدارات متعددة عارفة قوي 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 الدور الوطني، وإزاي النادي الأهلي بيكون في ظهر البلد بشكل كويس في أي مرحلة عشان نتخطى أي مرحلة سلبية وننطلق منها لأي مراحل إيجابية في فترات قادمة. ده كانت جزئيات مهمة جدا. ندخل بقى على أخبار النادي الأهلي والأخبار السعيدة والأخبار الجميلة اللي بتهمنا في النادي الأهلي. النهاردة كان في وفد من نادي العين الإماراتي كان بيزور النادي الأهلي في مقر الرئيسي في الجزيرة، زور اليوم الثلاثاء. الوفد كان من خلال حمد بن نخيرات العمري، ده العضو المنتدب، وعلي سعيد الكعبي المعلق الرياضي الشهير والمستشار الإعلامي لنادي العين، وراشد عبد الله علي المدير التنفيذي لشركة العين للاستثمار، وأحمد علي الكعبي مدير مكتب شؤون الجماهير، ومرعي الزغبي مدير المرافق. دمكم هي صور خاصة من زيارة وفد نادي العين الإماراتي في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي. النهارده كان في استقبال الوفد الاماراتي الشقيق العميد محمد مرجان، واللي اصطحب الوفد في جوله تفقديه شملت دولاب البطولات وقاعه مجلس الاداره زي ما قدامكم اهو في الصور، والمبنى الاجتماعي والجيم الخاص بالاعضاء والفرق الرياضيه، ومبنى الاسكواش وحمام السباحه وملعب مختار التتش، وغرف ايضا لاعبي الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. حيث التقى الوفد الاماراتي الشقيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأكد وفد نادي العين أن زيارته للنادي الأهلي جاءت من أجل تبادل الخبرات الرياضية والاجتماعية والاطلاع على تجربته الغنية والثرية فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية الخاصة بالتقدم لعضوية النادي من منطلق ريادة الأهلي في كافة المجالات. عايز أقول لكم يمكن في نهاية الزيارة حرص العميد محمد مرجان على إهداء مسؤول العين الإماراتي درع وعلم النادي تقديرا للعلاقات الوثيقة التي تربط الأهلي بالنادي العربي الشقيق، مؤكدا على ان الاهلي لا يمكن ان يتاخر على الاشقاء العرب، ويحرص دائما على تقديم خبراته وتجاربه الرياضيه والاجتماعيه للاستفاده منها في اطار من التعاون والتآخي بين الاهلي وجميع الانديه العربيه. شدد وفد نادي العين على ان عراقه وقيمه الاهلي التي جعلتهم لا يترددون في الحضور من اجل الاستفاده من خبراته على كافه المستويات خاصه في الجانب المجتمعي، موجهين الدعوه لمسؤول الاهلي لزياره مدينه ونادي العين في اقرب وقت. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، يمكن خلال مشاركه النادي الاهلي في كاس السوبر المصري في فترات سابقه على استاد هزاع بن زايد في مدينه العين، يمكن انا لمست ده بقى على المستوى الشخصي، يعني حجم تقدير مسؤولي نادي العين للنادي الاهلي كبير جدا. نادي العين من الانديه الكبيره جدا في الامارات، يعني نادي العين من الانديه المحببه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ونادي العين كشركه كره قدم او كنادي او كمسؤولي او كملعب، حجم العلاقات الوطيدة ما بين مسؤولي نادي العين مع النادي الأهلي لا تتخيلوها، وحجم تقدير الطرفين شيء مميز جدا. ولما النادي الأهلي بيتواجد في الإمارات أو مباراة في مدينة العين أو في استاد هزاع بن زايد، مش عايز أقول لكم يعني هذه اللقاءات وهذه المباريات بتكون فرصة طيبة جدا لالتقاء المسؤولين في قاعات اجتماعات أو حتى جلسات ودية، شيء غير طبيعي. وجود نادي الأهلي في الإمارات أو وجود نادي العين النهاردة في النادي الأهلي ده شيء بيسعدنا، ودايما نادي العين موفق يا رب في بطولة دوري المحترفين في الإمارات وفي بطولة آسيا خلال الفترة القادمة. بنقدر هذا النادي بشكل كبير جدا، وكل التوفيق يا رب النادي العين في الفترة القادمة، ويكون هناك كمان توفق خلال الفترة القادمة، يكون في تبادل خبرات وشغل اجتماعي ورياضي في الفترة القادمة. مش هنسى كمان تصريح كان اتقال قبل كده لرئيس نادي العين أيام ما كان موجود حسين الشحات في نادي العين، في كلمة أو جملة أنا مش لغاية دلوقتي مش قادر أنساها، فكرة حتى لرئيس نادي العين لما يقول لك لو النادي الأهلي طلب حسين الشحات، أو حتى لما جه من المقاصة للنادي العين وما راحش النادي الأهلي وقتها، قال لك يعني هو حسين الشحات هو راح من العين اليمين للعين اليسار، العين اليمين هو النادي الأهلي والعين اليسار هو العين الإماراتي، فهنا أو هنا البيت واحد بالنسبة له. فده إن ده اللي بيدل على إن تقدير النادي العين لمسؤول النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي حاجة كبيرة جدا، وإحنا على المستوى الشخصي بنقدر المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة ونادي العين بشكل شخصي، ونتمنى لهم التوفيق يا رب في الفترة القادمة. تدريبات فريق النادي الاهلي، طبعا الفريق كان بيواصل تدريباته في الفتره الحاليه. النهارده الفريق كان عنده تدريبات بدنيه وفقره ترفيهيه للعب الكره باليد تحت اشراف توماس بينكل، ده جزء من تدريب مخطط الاحمال في الفتره الحاليه، يعني هو جزء من البرنامج البدني اللي بيعد مخطط الاحمال في الفتره الحاليه. كان في تدريب لحراس المرمى شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير تحت اشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
فقره للكرات العرضيه ايضا في مران الاهلي. ده جزء من التدريبات التخصصيه اللي بيقوم بها ريني فايلر مع اللاعبين في التوقيت الحالي. ايضا كمان كان في جزء لتدريب المصابين في الفتره الحاليه وازاي يقدروا يخلصوا البرنامج العلاجي والتاهيلي في الفتره الحاليه. مروان محسن ايضا بيستكمل برنامجه التاهيلي استعدادا للعوده للمشاركه في المران الجماعي، وفي جلسات جيم في التوقيت الحالي لمروان محسن، وبيخضع مروان لبرنامج تاهيلي بعد الجراحه التي اجراها في عظام الوجه بسبب الاصابه اللي تعرض لها خلال مباراه سموحه. عاشور بيؤدي جلسه في الجيم. حسام عاشور في الفتره الحاليه يمكن تعرض لاصابه خفيفه كدمه قويه في الركبه خلال التدريبات الماضيه، لكن الجهاز الطبي فضل يكون في تدريبات يعني استشفائيه وخفيفه لحسام عاشور في صاله الجيم تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل. طبعا خلال الفتره القادمه هنشوف بقى البرنامج اللي هيعده رينيه فايلر بالنسبه للمرحله القادمه. خلاص بعد توقف المسابقه بالنسبه للنادي الاهلي حتى 25 نوفمبر او تحديدا بعد نهايه بطوله الامم الافريقيه تحت 23 سنه، عندك مساحه حوالي 35 يوم 40 يوم ما بين بقى فكره ان يكون في راحه سلبيه، اقامه مباريات وديه. هنشوف كمان القائمه الفتره القادمه، المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي هيضم مين من خلال لاعبي النادي الاهلي في الفتره القادمه، لان كمان المنتخب الاولمبي عنده تصفيات البطوله الافريقيه تحت 23 سنه المؤهله لدوره طوكيو الاولمبيه اللي هتستضيفها مصر ان شاء الله خلال فتره شهر نوفمبر خلال الفتره القادمه. طيب لمزيد من الاخبار ومعرفه الجديد بالنسبه لتدريبات النادي الاهلي وهل الجهاز الفني وضع برنامج للمرحله القادمه، هنعرف كل التفاصيل من خلال زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. تدريب النهارده اخباره ايه وهل في جديد بالنسبه للمرحله القادمه؟ يعني طمنا يا كريم بالنسبه للصوره داخل ملعب التتش والرؤيه والتصريحات اللي ممكن تكون حصلت عليها من خلال المسؤولين عن فريق الجهاز الفني او الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي. يمكن اكيد طبعا كل كان في انتظار للقرار الاخير للاتحاد المصري لكره القدم. ما كلمك طبعا في البدايه محمد، التدريب النهارده مستر ريني فايلر كالعاده بيحاول ان هو في كل التدريبات تكون في محاضرات للاعبين لتحفيزهم وتحمسهم والحفاظ على التركيز والحاله المعنويه والتركيز الكبير اللي احنا بنشوفه من خلال التدريبات لفريق النادي الاهلي، وتاكيدا على الفصل التام وكل الامور المحيطه لابد ان هي لا تشغلنا، فقط الانشغال يكون في المباراه في التدريبات في الوصول للتوب فورم. النادي الاهلي بالفعل كان ماشي بشكل طيب جدا وكنا بنتمنى المسابقه تكتمل، النادي الاهلي يواجه كل المباريات، لكن خلاص طبعا اكيد الفتره اللي جايه يكون فيها تغيير كامل وشامل للجهاز الفني. اكيد مستر ريني فايلر يعني يمكن ما كانش حاطط طبعا برنامج، وفي اكيد برنامج محطوط لكن لم يتم الاعلان عنه. غدا في تدريب الساعه 4 عصرا محمد اكيد هيتم الاعلان على خريطه جديده للتدريبات المباريات الوديه. كنا سامعين اخبار ان تكون في مباراه وديه غدا، لكن من الواضح ان بعد غد ممكن تكون في اولى مباراه النادي الاهلي الوديه للحفاظ على فورمه المباريات. اللعيبه طبعا في لعيبه كتير وعدد كبير جدا هو الراجل اطمن عليهم خلال مباراه الاعلاميين، لكن مع المباراه الرسميه الامر بيكون مختلف، فتعويضا للمباراه الرسميه هيكون في بعض المباريات الوديه. مش عارف طبعا حتى الان ممكن يكون في معسكر، هل معسكر بسيط او في ايام قليله لفريق النادي الاهلي للتحفيز والتركيز، لكن كل ده اكيد يا محمد هيبان غدا في تدريب الرابعه عصرا. يمكن زي ما انت قلت كل اللعيبه طبعا المصابين بتادي تدريباتها والبرنامج الطبي الموضوع لهم بشكل طيب ومميز جدا. مروان محسن ان شاء الله القناع يصل في ايام بسيطه جدا ويبدا ان هو ياخد عليه ويبدا ان هو يتدرب ويخش في التدريبات، وهو ما بيشتركش ما بيلتحمش، تدريبات كلها بدنيه فقط لا غير. لكن بجانب كل هذه الامور الحمد لله محمد الامور ماشيه بشكل طيب ومميز مع فريق النادي الاهلي. طيب عايز اطمن منك يا كريم على سعد سمير وعلى كريم نيدفيد ومحمد محمود، يمكن في منهم لسه بيواصل برنامجه التاهيلي وفي لسه ممكن يرجع للتدريبات خلال الفتره اللي جايه. طمنا على حاله الثلاثي تحديدا، يعني اللي شارك في التدريبات الجماعيه وصل لاي مدى من حالته الفنيه او اللي انت شايفه في الملعب، واللي لسه غايب زي كريم نيدفيد ممكن يلحق امتى التدريبات او يكون جاهز للفتره اللي جايه؟ يمكن لو هختم معاك بكريم نيدفيد، النهارده كالعاده كريم بيواصل تاهيله وتدريباته في برنامج اكيد طبي موضوع ليه في مباشره مستمره مع الطبيب الامني طبعا. يمكن كريم ماشي بشكل طيب ومميز، ويمكن من اسئلتنا المستمره للجهاز الطبي عن الحاله التحسن بتاع كريم ماشي ازاي، يمكن تطمينات على طول من طبيب النادي الاهلي ان كريم ماشي بشكل طيب. ده اكيد ينطبق على محمود متولي كمان، يمكن محمود متولي نفس القصه محمد في مراحل متقدمه، كان في حقنه اخيره يمكن بتحاول ان هي بيشوفوا الالتئام اشعه اخيره بيشوفوا المزق وصل قد ايه التئامه، لان اكيد طبعا يعني البرنامج الموضوع لمحمود متولي برنامج طويل شويه بالنسبه للمزق لان كان عنده مزق من الدرجه الثانيه وده يمكن بيبقى صعب شويه، لكن التدريبات والجلسات اللي موضوعه له ماشيه بشكل طيب جدا، الالتئام وصل لدرجه طيبه جدا، ان شاء الله مؤشرات
طيبه باذن الله، لانه عندنا فتره طبعا فتره توقف طويله باذن الله، اللعيبه دي تكون مع فريق النادي الاهلي مع الاكتمال المسابقه ومع المباراه الافريقيه ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه. كل اللعيبه محمد انت ذكرتها بتادي تدريبات قويه جدا على رأسهم سعد سمير، بيحاول ان هو يرجع لفورمته من جديد، جديه وحماس، والتحذيرات اللي احنا بناكد عليها للمستر فايلر بياكد على طول مع اللعيبه ما بقاش فيه التحامات، لان حاله الجديه والكوكبه الكبيره من اللاعبين اللي بتحاول ان هي تحجز دور وتبقى ظاهره بشكل كبير وتفرض رؤيتها على المدير الفني رينيه فايلر اللي بيقوم بدور كبير. يا محمد من خلالك عايزين ناكد على الجهاز الفني بالكامل على راسهم رينيه فايلر بيقوم بدور كبير جدا مع فريق النادي الاهلي. احنا بنبقى متواجدين من قبل المران اكثر من 3 ساعات، الراجل بيكون متواجد بينزل الملعب، كل حاجه بيحاول ان هو يعملها بنفسه مع الجهاز بالكامل، بيجتمع بيهم قبل التدريب، بيضع البرنامج في تركيزه، في يمكن يعني كنا بنتمنى زي ما بقول لك يا محمد ان يكون في استئناف للمباريات، لان الحاله كانت طيبه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن اكيد بنقول قدر الله ما شاء فعل يمكن 40 يوم يقدر النادي الاهلي ينسجم اكثر من كده كمان مع مستر ريني فايلر، يكون على رؤيه واضحه وبينه لكل اللاعبين في التدريبات في المباريات، وان شاء الله يكون القادم افضل باذن الله للنادي الاهلي. يا محمد كريم انا بشكرك شكرا جزيلا بصراحه، انت ما اديتنيش فرصه اسال اي اسئله، كل المعلومات معاك، ونتمنى التوفيق يا رب ليك وللفرقه في الفتره الجايه، ونشوف بقى مباريات واستعدادات للمرحله الجايه، لان النادي الاهلي عنده مرحله مختلفه تماما بعد نهايه التوقف الدولي في الفتره اللي جايه، وان شاء الله اللي جاي يكون احسن بالنسبه للنادي الاهلي، لان عندنا شغل كتير وعندنا حاجات مهمه في الفتره الجايه محتاجين بقى نركز فيها، والناس بقى ما بتتشتتش في اي حاجات تانية خلاص. النادي الاهلي مهم جدا في البدايه وضع نظام بالنسبه للمسابقه، ما يتكررش هذا الموضوع في الفتره اللي جايه، المسابقه تنتظم في المساله اللي جايه وفي الفتره اللي جايه، عشان مهم قوي مهم قوي المسابقه دي تنتظم، لان في النهايه النادي الاهلي هيستفيد من انتظام المسابقه، واي حد بيلعب في البطوله الافريقيه هيستفيد من انتظام المسابقه، لان تداخل المباريات وتغيير المواعيد ده بيأثر بشكل كبير، وحتى الجهاز الفني يعرف بقى يشتغل ويحط برامج تدريبيه للمراحل القادمه. اخر خبرين معايا قبل ما اخرج الى فاصل او تقرير ثم فاصل، واستضيف في الفقره الحواريه الاولى كابتن شريف عبد المنعم نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني، النهارده فرصه جيده ان هو يكون موجود معانا في الفقره الحواريه الاولى، لان عندنا كلام كتير قوي هنتكلم معاه فيه في الاحداث اللي موجوده في الكره المصريه. كابتن محمد بركات مدير المنتخب الوطني النهارده قال ان الجهاز الفني بقياده حسام البدري استقر على حصر دائره الاختيارات ما بين 40 لاعب للمفاضله بينهم خلال المرحله القادمه، واختيار افضل العناصر الايجابيه اللي تخدم المنتخب الوطني في المشاركتين القادمتين بالنسبه للمباريات الرسميه مع منتخبي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر الشهر القادم في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس الامم الافريقيه في الكاميرون 2021. فكره بس العدد يكون 40 لاعب ده متعلق، لان الجهاز الاداري محتاج يشتغل على تجهيز الاوراق الخاصه بالسفر بالنسبه للمرحله القادمه، فلازم تشتغل على تصريح وتاشيرات السفر لعدد اكبر، لا عشان الجهاز الفني لما يختار العدد المسموح بالنسبه له، اختار 40 وبعد ال 40 ممكن يختار يسافر ب 22، لكن ما ينفعش يختار 22 ويعمل اجراءات اداريه ل 22، ممكن يحصل اي تاخير في اجراءات السفر او حد يتعرض لاصابه، فلازم تشمل القائمه بعدد اكبر عشان تقدر تشتغل على العدد اللي موجود معاك وتختار في النهايه القائمه الفنيه اللي ممكن تشتغل بيها في المراحل القادمه. اخر حاجه معايا وده خبر مهم جدا جدا على فكره، النادي الاهلي هيقيم حفل غنائي بمقر الجزيره لفريق كورال النادي، وذلك احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيده. دائما وابدا النادي الاهلي في الاحداث الوطنيه مهم جدا ان هو دائما بيحيي هذه الاحتفالات كل سنه في الفترات الماضيه. حفل غنائي مهم جدا النادي الاهلي اقامه في الفترات الماضيه، حفل الغنائي ده احتفالا بذكرى انتصارات اكتوبر المجيده. شهد الحفل اقبال كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي واسر المشاركين في الحفل، تضمن العديد من الاغاني الوطنيه وسط تفاعل الاعضاء والمشاركين في الحفل الغنائي. بدا الحفل بعزف السلام الوطني واعقبه العديد من الاغاني الوطنيه بشكل جماعي ثم سلو من اعضاء كورال النادي. اختتم الحفل بعدد من الاغاني الوطنيه، يمكن الحفل فيه تفاصيل كتير، بدل ما اخش في هذه التفاصيل الافضل اخرج الى تقرير تشوفوا تفاصيل هذا الموضوع من خلال هذا التقرير، ثم بعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل الكابتن شريف عبد المنعم ضيفا في الفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي الليله. بشكركم على تغطية حدث يمكن ما يكونش واضح للناس مدى أهميته مقارنة بالأنشطة الرياضية، لكن النادي الأهلي زي ما كنا اتكلمنا قبل كده من فترة، النادي الأهلي مؤسسة وطنية قومية عندها التزاماتها، وفي غير التزاماتها كمان الوطنية احنا عندنا التزام أدبي مع أعضائنا،
النهارده النادي الاهلي يعني في عنده قطاعات كبيره لازم يهتم بيها داخليا. طبعا لا يخفى على الناس قطاع الكوره ونشاط الكوره اللي مهم جدا للاعضاء وغير الاعضاء وجمهور النادي الاهلي اللي بيمثل الاغلبيه العظمى من شعب مصر. عندنا النشاط الرياضي ونشاط وبطولات النادي الاهلي اللي بيشارك فيها، لكن في نشاط ثقافي ونشاط فني، لان عندك قطاع كبير قوي من الاعضاء مهتم بيه، لازم تديهم الامزجه مختلفه، الرغبات مختلفه، فلازم يبقى في نشاط برضو بيناسب قطاع عريض جدا من الاعضاء. فالنهارده اللجنه الفنيه عامله شغل كويس جدا، يعني وعامله احتفال بسيط ورقيق جدا واغاني وطنيه. انا بس مش بصفتي عضو مجلس اداره هنا، انا بصفتي ولي امر برضو، بنتيني الاثنين موجودين وبيغنوا مع الولاد ومبسوطين جدا. انا عايز اقول لحضرتك انا مبسوط جدا وانا قاعد، لان شايف ان بناتي بتغني اغاني وطنيه وبيعرفوا يعني ايه بلدهم يعني ايه مصر. ده بيعمق وبيزود الانتماء للولاد وبيعلمهم ازاي يبقوا منتمين لبلدنا. اعتقد مع الاجيال الجديده دي احنا محتاجين النشاط ده ومحتاجين نرسخ ده لدى الاولاد ونرسخ لهم حبهم لبلدهم وانتمائهم لبلدهم ويبقوا عارفين مدى عظمة بلدهم عشان يطلعوا حبنا زي ما احنا طلعنا بنحب بلدنا ومنتمين ليها. اولا طبعا احنا بنهني الشعب المصري كله بالذكرى 46 بانصات حرب اكتوبر. يمكن النادي الاهلي اول نادي في مصر كرم ابطال اكتوبر على مستوى الانديه، وده كان السنه اللي فاتت. السنه دي احنا يعني بنعمل حاجه جديده برضو، ازاي بنربي ولادنا على الوطنيه والانتماء، وده دور النادي الاهلي. طبعا لازم اوجه الشكر للاستاذ محمد يوسف اخويا ورئيس اللجان، لان ده دورهم، ده اللي قائم على تنظيم الاحتفاليه بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. دول ولاد النادي الاهلي، وده دور برضو الثقافي. اشكر مديره المكتبات الاستاذه ولاء عبد الرازق، لانها باذله مجهود بقى لها فتره كبيره جدا عشان خاطر ولادنا ولاد النادي الاهلي ازاي يتعلموا زي ما بيتعلموا في المدرسه، زي برضو دور النادي بيعلموهم ازاي الانتماء لبلدهم، الانتماء يعني التكريم لجيشنا العظيم في انتصارات حرب اكتوبر. فاحنا عملنا الحفله دي عشان خاطر ولادنا النهارده يبقوا اهاليهم برضو فخورين بيهم، وان شاء الله باذن الله دايما مصر في انتصارات. يعني بس النادي الاهلي طبعا سباق في اي حاجه. النادي الاهلي دي دور من 1907، دور رياضي، دور وطني، دور ثقافي، دور اجتماعي، دور مسؤوليه مجتمعيه. الكابتن محمود الخطيب المؤسسه اللي احنا بنسعى وبنتحرك فيها، وان شاء الله باذن الله تظهر النور خلال الايام القريبه. فده دور النادي في كل على كل المستويات. احنا شايفين الدور ده دورنا احنا، ده واجبنا، زي ما اللي قبلينا علمونا وزي ما اهالينا علمونا، زي ما يعني احنا تربينا في النادي كده، تربينا من اسره عسكريه. النادي الاهلي في كتير جدا من ابنائه خدموا في القوات المسلحه، خدموا في الشرطه المصريه، خدموا في الهيئات القضائيه. هو ده دور النادي الاهلي واي نادي في مصر، ده دوره. ازاي النهارده تعلم ولادك الاخلاق، ازاي النهارده تعلم ولادك الوطنيه، ازاي النهارده تعلم ولادك الالتزام بقوانين البلد، ازاي النهارده تعلم ولادك احترام المؤسسات القائمه على حمايه البلد وخصوصا المؤسسه العسكريه. فده اقل حاجه احنا بنعملها واللي بنكمل بيه المدرسه برضه. فبقى في نادي وبقى في مدرسه، احنا تربينا كده. انت تربيت النهارده وانت رياضي، اهم حاجه بالنسبه لك ترفع علم مصر جنب علم النادي الاهلي. انت بتمثل مصر بره في اي محافل دوليه باسم النادي الاهلي المصري، فبترفع علم مصر. انت بتعلم ولادك كده النهارده، وده الدور بتاع اللجان المتخصصه اللي الاستاذ محمد يوسف قائم عليها، رئيس اللجان اللجان الخدميه كلها. فانا سعيد جدا بيهم، وهم بصراحه يعني كانوا مصممين ان احنا نبقى موجودين عشان نتفرج عليهم. فربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله، في كل سنه هيبقى في حاجه جديده ان شاء الله. خليني الاول اقول لمصر كلها كل سنه وانت طيبه بمناسبه ذكرى حرب اكتوبر، الحرب المجيده، حرب النضال اللي ما زالت على فكره انا في تقديري الشخصي ما زالت موجوده ضد الارهاب الاسود اللي بتعيشه مصر واللي بيواجهها الرئيس والحكومه والقوات المسلحه بنفس الروح وبنفس النضال وبنفس القوه. ثانيا خليني اتمنى الشفاء للكابتن محمود الخطيب، ان شاء الله هو بخير وربنا يتم شفاه على خير باذن الله. احنا كلجان، وعلى فكره الحفله دي كانت احدى افكارنا بالتعاون طبعا مع الاداره التنفيذيه وموافقه مجلس الاداره، بس احنا حبينا ان احنا السنه دي ناخد منحى جديد شويه. السنه اللي فاتت احنا عملنا حفله كبيره جدا، كرمنا فيها رموز كبيره جدا 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 من ابطال اكتوبر، اعضاء النادي الاهلي واسر الشهداء اللي كانوا موجودين. السنه دي احنا خدنا منحى مختلف شويه. احنا حبينا يكون في تواصل بين الاجيال، حبينا يكون ان ولادنا والشباب ليهم دور في احياء الذكرى، وبالتالي عندنا الحفله دي زي ما شايفين دول كورال
ابناء النادي الاهلي كلهم. النهارده بنقيم حفله على هامش احتفالات حرب اكتوبر من ابناء النادي الاهلي، بننمي الروح ديت جواهم. ثانيا عندنا رحله كبيره جدا مش هقدر اصرح بيها دلوقتي، احنا بناخد بيها موافقه دلوقتي، هتجمع اطفال واسرهم اكتر من 300 او 400 عضو من اعضاء النادي الاهلي، هيزوروا مكان معين مش هقدر طبعا ان انا افصح عنها دلوقتي. الحاجه الثالثه ان احنا عملنا فيلم تسجيلي، اعتقد ان قناه النادي الاهلي مشتركه معانا فيه وليها فضل كبير فيه، مع رموز اخرى من رموز حرب اكتوبر اعضاء النادي الاهلي. فالاحتفال السنه اللي فاتت كان شكل حفله، السنه دي انا شايف ان في تواصل اقوى واشد من حفل السنه اللي فاتت. النادي الاهلي احنا مش عايزين نزايد بس ان احنا قلعه الوطنيه في مصر، يعني مش يعني الكلام ده اصبح مستهلك من ناس كتيره مش عايز اخوض فيه يعني، لكن هو الدنيا افعال وليست اقوال. النادي الاهلي النهارده لما بيغرس جوه ولاده هذه الروح وبياخدهم الى اماكن محدده عشان نغرس فيهم الروح ديت وروح مصر، وبنشوف طفل صغير عنده 6 7 سنين بيتغنى باسم مصر مع والده ووالدته واسرته، اكيد هو ده الدور الحقيقي، مش الدور ان انا اقعد اطنطن بكلام مش موجود على ارض الواقع. النادي الاهلي هو قلعه الوطنيه المصريه منذ ساعه زغلول وما قبل، فيا جماعه خلونا دايما نتحدث بهذا المنطلق يعني. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى مع احد نجوم النادي الاهلي السابقين، نجم رياضي كبير جدا بتشرف دايما ان اكون موجود معاه على شاشه قناه النادي الاهلي، الكابتن شريف عبد المنعم. كابتن شريف منور الدنيا. ازيك يا محمد؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك. طبعا كانت في حلقه بتجمعنا قبل البيان والقرارات الاخيره اللي اتخذت النهارده بخصوص مسابقه الدوري العام والمرحله القادمه، وقلنا حتى في هذه الحلقه ازاي النادي الاهلي كان بيفكر في ان المسابقه دي لازم تنتظم، تكافؤ الفرص وتكافؤ الفرص ما بين كل الانديه، وازاي نحافظ على المكتسبات اللي تمت في بدايه الدوري واول 4 اسابيع، وان اتعملت قرعه بدون توجيهها كمان، وان الاهلي وزاد في الاسبوع الرابع، والنهارده اتخذت قرارات بخصوص ان المسابقه تاجلت لبعد البطوله عشان يكون في تكافؤ فرص ما بين كل الانديه، وهتمشي بنظام معين، وفي خطاب امني متعلق بمباراه القمه تم تحديد موعد لها ان هي هتكون في نهايه الدور الاول او متأجلة حتى نهاية الدور الأول حسب البيان اللي أصدره اتحاد كرة القدم. تعالي حضرتك. وحسب اللي احنا كنا بنتمناه ان كانش الأسبوع ده يتلعب أصلا في حالة القرعة، في حالة القرار اللي حصل في مباراة نادي الزمالك في البطولة الأفريقية. وده اللي حصل يعني، بدل ما كان يحصل دلوقتي كان يحصل قبل كده مع خبرة شوية في تكيف الأحداث اللي بتحصل، يعني ما فيهاش أي حاجة يعني إن أنا أأجل لأي فريق بيلعب في أفريقيا أو بيلعب عنده ظروف قاهرية أو أي حاجة بتحصل. ريال مدريد زي ما أنا وأنت نوهنا قبل كده وبرشلونة قعدوا على الترابيزة مع بعض ولسه قاعدين وبيتكلموا بيوجدوا الحلول اللي هي تناسب الجماهير وتناسب المسابقة وتناسب المنظومة كلها. فهو يعني الحسم وتكافؤ الفرص والفير بلاي وكل حاجة مش لما بيظهر زي البيان اللي هو النهاردة اتكلموا فيه، قال لك احنا عندناش اي حد، احنا مع كل الناس وكل الانديه وبنتمنى ان المسابقه تبقى في الوعود اللي احنا اتكلمنا عنها، انها ما تبقاش مثل المسابقه اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت اللي برضو دخول علينا بطوله افريقيا، وبرضو احنا داخل علينا برضو بطوله افريقيا برضو هنا فوق 23 سنه يعني كل حاجه الاحداث متشابهه. فكنا المفروض احنا نبقى عندنا وعي جامد جدا لدرجه ان ما حدث اليوم أزال أشياء كتير جدا رايح الدنيا كلها. فكان حصل لغة حوار والأطراف المعنية بالموضوع كلها كانت قاعدة وبتتكلم مقنعة وكل يعني بالظبط يعني حصل كل اللي حصل أشياء مقنعة النهارده. ما طلعش بقى النادي الأهلي هو اللي بيطلب هذا الشكل، لا ده كل المسابقة والمنتخبات كمان تتطلب هذا الوضع. فالحمد لله إن هم توفقوا لحل الاشياء اللي انا بتكلم عليها بسيطه في الحلول يعني، وما فيش مشاكل اصلا يعني، وكلنا طبعا جنب بلدنا العظيمه وجنب المسؤولين وجنب كل الناس وبندعم يعني، احنا بندعم اي حد بيبقى موجود بنفس الشكل يعني اللي هو بيتمنى ان الدنيا تمشي طبيعيه، احنا كمان اول الناس ان احنا بنبقى واقفين جنبهم على اساس ان الامور تبقى طبيعيه جدا. تنافس شريف جدا، تنافس في الرياضه شريف جدا، ملوش دعوه بالنتائج، ملوش دعوه بالمسميات، ملوش دعوه باسم انديه او ما حدش بيدخل الامن في القصه خالص، احنا والامن وكلنا من غير ما نبعت جوابات ومن غير ما نتكلم ما اعرفش، احنا عارفين
خريطة الطريق تمشي ازاي يعني. ف الحمد لله ان كل حاجه عادي. والحوار اللي تم ده كمان مفيش فيه حد كسبان او خسران، ما هو برضه دي جزئيه مهمه جدا لازم ناكد عليها. الحوار اللي تم ده محدش كسب ومحدش خسر، لا الحوار اللي تم ده كان لارساء نظام. لازم يكون في نظام في المسابقه، لازم يكون ما يكونش فيه عشوائيه، لازم تكون فيه خطوط عريضه محدده بالنسبه للمسابقه وانت لسه بتبدا فيها. يعني المشكله تبدا في الاسبوع الرابع وعندك لسه 30 مباراه في 30 اسبوع. ما هو بص هقول لك على حاجه، احنا الوضع عارفينه كلنا يعني، ما من غير ما نزايد على بعض ولا نقول ايه اللي بيحصل ولا كل الناس عارفه ان في ناس بتحب يبقى حاسه ان هي بتجيب حقها ووضعها وانها بتحاول تكيف الامور من منظور بتاعها، ف خلاص ده حالك دلوقتي من دول، استحمل شويه والدنيا اكيد في الافق كده او الكام شهر الجايين هتبقى على ما يرام يعني، هتبقى مختلفة أكيد يعني. مش هتبقى الوضع هيبقى مش هيفضل بهذا الشكل يعني. طيب السؤال بقى الأهم اللي بيفرض نفسه، طبعا النادي الأهلي ما كانش بيتمنى تأجيل، بالعكس النادي الأهلي كان نفسه يلعب مباراتين الزمالك والجونة، لأن أنت لاعب ثلاث مباريات بأداء عالي جدا واصل في المستوى الفني والبدني وأنت لسه بتبدأ مسابقة بشكل متميز، كمان لما تبقى تكسب مباراتين أو تلعب المباراتين وتختم أول خمس أسابيع في المسابقة وعامل نتائج متميزة وفي فترة شهر بقى إعداد لمرحلة تانية، الحالة الفنية والحالة النفسية والحالة الذهنية هتختلف. حقك وانت في التوب فورم بتاعك وانت مركز تماما انك انت تستثمر ده كله. تستثمر بقى مع زمالك، تستثمر مع جونة، تستثمر مع اي حد هتلعبه، انت ماشي في طريقك السليم والصحيح، مفيش حاجة هتعطلك يعني. فانك تتحرم من التكايف اللي وصله فايلر للفرقة كلها وخلى اللعيبة كلها واحدة واحدة مش عارفين مين معلول ولا وحيد اي حد في الملعب مش عارفين نوازي، يمكن المتفوق قوي معلول ورمضان بشكل يعني هايل، دخول اجايه معاهم شيء، الاجناب عندك ابتدت تتنافس منافسه جميله جدا، كل حاجه انت كانت عايز تستثمر كل ده في وضعيه ان مباراه قمه برضو ثالثه هتبقى موجوده انت متفوق في اتنين منها، فكان من حقك انك انت تحارب انك انت تلعب المباراه دي او تواجه او تكمل المسيره اللي انت ماشيها الصح يعني. فان شاء الله بنفس الشكل وتبقى ال40 يوم اللي هيقعدوا هم او اي حاجه تبقى حاله مثمره للمصابين او الحاله الفنيه او الفيتيكال فيتنس بتاع اي حد، الشكل البدني بالنسبه لبقيه الفريق وكل ما يحلم به المدرب ده مع بقيه اللعيبه، وبتدي له فرصه برضه هو بيتفرج مساحه وقت خد مساحه وقت صغيره او اتعرف بسرعه وعمل حاله ازاي يمشي بخريطه مع اللعيبه دي مع الوقت ده مع الاسلوب ده مع البطولتين مع كل وضع يقدر يمشي فيه، ولحد دلوقتي الحمد لله الله اكبر ناجح يعني. فلما تدي له بقى 40 يوم كمان وهو قاعد بيتفرج ويتفرج على لعيبته برده اللي موجوده في المنتخبات ويتفرج على كل الاشياء اللي موجوده، هيبقى اكيد الراجل ده حاجه ثالثه مش ثانيه، حاجه فوق باذن الله مع اللعيبه اللي هي واخده الموضوع فهماه بقى ما اخذ جد 100% يعني. طيب كيف يتعامل الجهاز الفني مع هذه المرحله؟ يعني الدوري المفروض بيكون متسلسل والاسابيع والمباريات متلاحقه ورا بعضها، لكن ممكن الظرف عندك في مصر مختلف شويه انك بيبقى عندك تصفيات افريقيه، عندك اجنده دوليه، عندك بتستضيف بطوله تحت 23، فراغات للاسف في المسابقه بمساحه وقت اكبر. ف 40 يوم ده احنا بنتكلم في مرحله اعداد ما بين موسم وموسم. كويس. كيف يتعامل الجهاز الفني مع هذه المرحله؟ انا شايف ان الجهاز الفني اليومين دول بيشتغل على التاكتكس، يعني بيلعب كنت شايفك وانت بتتكلم بتقول ان التمرينات فيها شكل من العرضيات، شكل من التصويبات، شكل من الوقوف على الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه في نفس الشكل، توازن نص الملعب، افكار جديده بتبقى موجوده في راس الجهاز الفني كله. اداريا كمان اداريا بيبقى عندك اشياء كتيره عايز تاخد فيها قرار وانت مش ملاحق، الدنيا ضغط عليك مش قادر تتحرك فيها، عندك 40 يوم تقدر تمشي الامور ترجع اللي بعد عن الملعب، المصابين بيخشوا فيها، كل ده في حاله جميله. بس هي بتبقى بالنسبه لفايلر بالذات يعني هو والجهاز الفني بتاعه حاله بقى من الوضع الاكبر او المساحه الاكبر ان هو يشوف كل ما يحلم به في هذا الفريق، يعني اقدر بقى اعمل ماتشات حبيه وديه، اقدر انفذ خطط معينه، اقدر اشوف لعيبه معينه تحت ضغط معين. اللعيبه الكبيره في السن كمان اللي عندها خبرات تقدر، انت عارف احيانا في المباريات الدنيا بتأزم في مباراه كده.
بتتأخر في الفوز لعبت بقى الخبرة بتنزل هنا ازاي يستغل ال 20 دقيقة اللي بيلعبوا يغير لك مجرى الدنيا دي كلها وبنشوفها كتير قوي في المباراة كانت السنة اللي فاتت يعني تمام. فعامل الخبرة اللي بتبقى موجودة هو بيحدد مين هو أحق بالمستوى الأول بالنسبة له الأساسي ومن هو المستوى الأول الثاني بالنسبة له اللي هيقولك يعني هو اللي هيغير الحتة اللي احنا بنتكلم فيها لو انت بتعدل 1-1 او 0-0 او عايز تعدل النتيجة او عايز تكسب بدل ما نروح لغاية الدقيقة 90 ونبقى قاعدين بنقول الأهلي هو بطل آخر 4-5 دقايق لا يبقى عنده مساحة كبيرة جدا من الوقت ان هو يتعرف على جميع اللاعبين بظروفهم بإصاباتهم بوضعية أدائهم شكله ازاي يعني وبعدين ما فيش فرقة بتبقى ماشية في الليفل واحد يعني لا اكيد بيحصل حاجه في فترات يعني زي ما انت شفت مثلا ليفربول تعادل مع مانشستر يونايتد اللي هو عنده متاخر في الجدول انما الابطال دايما ما بناخدهمش بالعدد النقاط اللي عنده مش يعني مقياس مش مقياس جدا ابدا مانشستر سيتي بيتغلب من وولف يعني مش مقياس ان دي مستوى مانشستر سيتي انما هو في وضعيه دلوقتي توب ليفل بس لما بتتاخر في اللاعبين الاساسيين عندك اللي هم بيترجموا لك الشكل الهجومي زي محمد صلاح مع ليفربول بقى واضح ده تاثيره ظهر في مباراه المان يونايتد احنا قلنا الاهلي ما فيهوش دلوقتي كله زي بعض كويس ليفربول كله زي بعض انما ساعات بيحصل في وقت معين من مباريات معينه بتبقى محتاجه عامل السرعه اللي هي توفر لك التسيد في المباراه واللي هي تعمل لك الاسبقيه في التهديف سلام. فده كان واضح في غياب نجم زي محمد صلاح مثلا في ليفربول عندنا كل الكلام ده الحاجات دي كلها لسن صغر سن فايلر وحبه في التدريب وحبه في الكوره وحبه في الفرقه اللي جه خد على عاتقه ان هو محترم قوي بطل افريقيا ومبسوط ان هو موجود معاه عنده ال 40 يوم دول محمد هنشوف حاجه تانية يعني اعتقد ان هم حلوين قوي بالنسبه له يعني بالنسبه للفريق الحكايه بقى ان هو ازاي يبقى مازال في ال 40 يوم ده واحده واحده ما يقعش منه الريتم يعني ما يقعش منه اللعيبه ما يعرفش يجي يقول لك انا فكيتهم اصعب حاجه انك تفك فرقه وبعدين تيجي تلمها تاني تبقى عمليه صعبه جدا اكنك بتعمل فتره اعداد جديده ما هو ده كان سؤالي هي مرحله زي دي هي ايجابيه ولا سلبيه وتبقى ايجابيه امتى ولا قدر تبقى سلبيه امتى ما اقدرش اقول عليها سلبيه عمري خالص في ضغط 3 ايام ماتش بكذا بطوله بتلعب فيها على صعيد تاني كذا بطوله عايز تشرك كل اللاعبين مش ممكن لما يجيلك فتره راحه تبقى سلبيه لا لازم تبقى ايجابيه لازم عضلاتك والاستشفاء والايجابيه الاستشفاء الايجابيه ووقوف كل لاعب على اللي بيحلم بيه انا النهارده لعيب في النادي الاهلي موفر للعيبه كلها كل شيء حلو تمام احنا عايزينك سليم انا عايزك بالكره اللي عندك بالخبره اللي عندك فكل واحد لما يجيله راحه زي دي يحلم بقى بالتنافس يحلم بان هو يدي بقى يحلم وفرقته بهذا الشكل يحلم بالحاجات اللي وفرها له النادي الاهلي كله النادي الاهلي موفر له مفيش حاجه الحمد لله الله اكبر اداريا فنيا وبنيه تحتيه كمان بنيه تحتيه شغاله دلوقتي زي الفل الله اكبر غرفه الملابس فيها كل الامكانيات دلوقتي مساواه وعدل في التعامل في كل شيء وصلاحيات صلاحيات في كل شيء موجود في بؤره النجوميه في هدف تجيبه في هدف ترجع بيه فترجع لمستواك 30-40% زياده يعني عشان كده احنا بنتكلم ان دي حاجه ايجابيه ايجابيه كمان ومصارحه مع نفسي انا كنت مضغوط مش عارف ارجع جوه الفرقه مش عارف الدنيا مضغوطه معانا الراجل معاه حق انه مش عارف يبص لي دلوقتي مش عارف في فهتلاقي اسماء معينه موجوده في الفريق محتاجه احمد الشيخ محتاج حاجه زي كده هتلاقي احمد الشيخ ده اكيد بعد ال 40 يوم دول المفروض اشوفه طلقه جوه الملعب ما لقوش راحت منه يعني لعيب زي ديانج ده كويس عندك انت وفايلر وديانج والجهاز الفني والجهاز الاداري وكل حاجه لغه تعارف بقى تانية بعد ما احنا شفناه في الاداء الرسمي انت ممكن تشوف لعيب اداء ودي ماشي الحال انما الاداء الرسمي ده مختلف تماما حتى لو انت لعيب كبير قوي تحت ضغط اي مباراه رسميه الدنيا بتبقى متحوله تانية طيب الفتره دي يا كابتن شريف هو مش هيبقى معاك التيم كامل يعني الفرقه كلها مش هتبقى موجوده معاك التيم ساعتها هيتاخد منه لعيبه في المنتخب الاولمبي ما بين حوالي 4 إلى 5 لاعبين
المنتخب الاول ممكن يضم حوالي 6-7 لاعبين، منتخب التونس عنده تصفيات افريقيه زينا فممكن يتاخد مننا علي معلول، اليو ديانج مش عارف مالي هيستعين بيه في بطوله افريقيا تحت 23 سنه ولا لا، فممكن ما يكونش مع فايلر في الفتره اللي جايه. فبنتكلم ما يقرب من حوالي 12-13 لعيب، بنتكلم في نص التيم نص الفرقه اللي احنا لسه متكلمين فيه حالا. اللي هو اللعيبه دي هتجيب نفسها، اللعيبه دي هتتمتع مع فايلر على اللي في دماغه. المجموعه الثانيه اللي باقيه نص التيم الباقي دول مستفردين بفايلر بقى وهو مستفرد بيهم عايزين يوصلوا له ويوصل لهم يعني فاهم. فهتبقى علاقه اقوى، علاقه حب اقوى، علاقه تعارف اقوى. هو كمان هيشوف براحته يعني، بدل النهارده ما هو عامل برنامج السبت لحد الاثنين في، لا هيبقى السبت والحد واثنين وثلاث والاربع، يجي الخميس يعمل لهم مباراه وديه يستشف كل الاداءات وكل التاكتكس اللي حصلت في الملعب. بعدين خلاص بقى هيبقى فايلر وبقيه اللعيبه خلاص يعني. انا مدرب لو رحت فريق جديد وعبال ما احفظ اسماء اللعيبه كلها هيبقى في مواقف، لازم اشوفه في ماتش، اشوفه في موقف اتعرف عليه من مباراه قبل كده، باخد وقت بالك عشان احفظ اسمه او اعرف ده مين او اركز معاه او لو هو عنده فرصه دلوقتي كتير او اللعيبه عندها فرصه مع المدير الفني وعقليه المدير الفني ومتطلبات المدير الفني في المرحله اللي جايه والتكمله. خلاص هو حاطط لهم البنيه التحتيه زي ما انت قلت. انا هو عارف ان النادي الاهلي لا يخسر، النادي الاهلي بيلعب على 3 نقاط دائما في اي بطوله في اي مباراه، حتى المباراه دي حتى المباراه الرسميه حتى ضد اي حد. عشان كده انت جبت 19 هدف في فرق في دورين يعني طبعاً. في افريقيا فما في ماخذ جد، كل عايز يشارك، كل عايز يبقى له وجود. فهو ده الاساس التحتي بتاعنا اللي احنا بنشتغل عليه والمبدا بتاعنا. فتسالني هو النادي الاهلي ليه كده؟ عشان النادي الاهلي عنده البيز بتاعه، عنده اللي بيشتغل اللي وضعه لهنا من زمان جميع الخبراء وجميع اللعيبه وجميع اللي حبوا الفنانه الحمراء وادوهم. يعني مش هتلاقي حد من ايام التتش وكابتن صالح وجميع اللي تولوا القياده في النادي الاهلي الفريق مرتجي، مش عارف اعدهم لك، عبد الصالح الوعش، جميع الفنيين، كابتن عزت ابو الروس، الاداريين، كابتن فؤاد شعبان، العمالقه بقى اللي جابوهم لو هنرصهم بتوع التدريب اللي هم يعني ارسوا كمان القواعد اللي احنا شغالين عليها، زي يعني هم كمان ماشيين معانا في نفس تيدي كوتي بقى وكالوتشاي وكابتن جوهري والشيخ طه اسماعيل كابتننا الكبير، خدت بالك ان احنا دايما نحب نقول له شيخ طه. يعني ربنا يديله الصحه، ربنا يديله الصحه يا رب ويفضل دايما منور مكانه كده. فمع ناس كتير قوي شوف جاء علينا لعيبة قد ايه وجاء علينا مدربين قد ايه وكلنا لغة واحدة. عمرك ما هتقعد مع واحد اهلاوي اهلاوي وتلاقيه متغير، او هو عنده مبدأ واحد. الا اذا بقى لو انت كبرت في السن وبقى عندك فوق الستين سنة و 65 سنة و 66 ربنا يديك العمر وبتتصرف في التصرفات انت مسؤول عنها، بس هي المرحلة لغاية ما وصلت لغاية دي انت كنت زينا يعني. لان يعني انت بقى بتتصرف حاجة تانية دي بعد كده، دي حريتك انت الشخصية يعني انك انت بتشوف لك شكل معين، انما هتفضل برضو انت ابن نادي الاهلي وهتفضل انت نفس الشكل وعارف الصح فين والطريق الصح فين، يعني مش هتبعد قوي يعني. فهو ده النادي الاهلي يعني. حتى لو انا يعني عايز ابقى في المنظومه باي شكل يعني، ليه باب، لينا باب يعني ما نعرفش نخش منه. ووقت ما زي اللعيب كده ما يقول لك انا عايز اللعيب ده يبقى واقف، اول ما المدرب يندهله ينزل يثبت على طول ويخش ويبقى في الفورمه. وهو نفس القصص كلها بالنسبه لامكانيات الاداره وبالنسبه للنادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي، اي حد بيجي وقته في مكانه بيتنادى عليه على طول يعني، وهو بيروح بحب. ولا عمر واحد راح قال انا رايح اشتغل عشان مقابل مادي، ولا احنا ايام ما لعبنا زمان كنا بنلعب عشان مقابل مادي، ولا كنا ولا عمر الحكايه جت كده. فاول ما تلاقي حتى الحاجات الصغيره دي بتحصل مش النادي الاهلي ده، مش احنا، مش مدرسه الاهلي، مش هتلاقي ده مش النادي الاهلي. تمام. لما تلاقي احسن ما سوري في قطع كلامك، احسن من كانوا في النادي الاهلي هم اصحاب الاخلاق دي او اصحاب المبادئ دي. فيبقى خلينا نتكلم فعلا ان النادي الاهلي نادي مبادئ، رغم اي حد يقدر نادي الاهلي شاهد مواقف كتير وقرارات كتير. ده مش انا اللي بقول بس يعني، يعني المواقف زي ما انت بتقول والشواهد وكل حاجه موجوده يعني. طيب فكره كابتن شريف برضو ارجع لجزئيه الدوري العام،
احنا هنقعد برضه نتكلم على الدوري والمرحله الجايه، وفي نفس الوقت برضه نشوف فرقه الكوره الفتره الجايه الظروف اللي حصلت ازاي هتقدر نجهزها بالنسبه للمرحله اللي جايه. لكن بالنسبه للدوري العام، هل تكافؤ الفرص بقى هيبقى موجود ابتداء من عوده المسابقه بعد بطوله افريقيا 23 سنه؟ هقول لك حاجه، الدوري العام بالنسبه لي السنه دي نافذه ببص فيها على البطوله الاكبر اللي انا عايز اخدها ليه افريقيا. انا بتمرن في الدوري العام. لما تيجي تتكلم على مستوانا السنه دي يؤهلك، خدت بالك انك انت وانت بتلعب الدوري العام ده شيء انت صاحبه، يعني مش شيء انت بتلعب المباراه بمباراه يا محمد. تمام. يعني بتلعب الدوري العام بصفه الكؤوس، بتاخد كل مباراه كانها ثلاث نقاط او مباراه كاس. يعني كؤوس لما تيجي تعادل مع نادي الزمالك ده تيجي تعادل مع قوه زي فريق بيراميدز ده طبيعي جدا، فرقتين فيهم امكانيات، انما امكانيات بقيه الفرق كلها اعتقد ان انت يبقى في تقصير لو انت حصل منك اي حاجه في اي مباراه. بس ده بيحصل في عرف الكوره يا كابتن شريف. طبعا. يعني الريال ممكن النهارده تبقى فوق وبكره الريال لسه خسران من مايوركا 2-0 بهذا التشكيل، بهذا الفكر والشكل اللي بيشتغل بيه فايلر ده. صعب انك يكون عندك مشكله في ان شاء الله باذن الله. باذن الله في بس انا عايز اوصل بس للجمهور في تدويره، يعني انك انت دايما تقف واقف على رجليك لما يكون عندك في كذا موقع في كذا مركز كذا لاعب يجيد وليه ستايل لوحده وليه شكل لوحده، ده بيضايق الفرق الثانيه مش عارف. يعني النهارده بتنزل له بالناحيه اليمين والناحيه الشمال كويس رمضان مثلا وحسين الشحات، لما تلاقي اي تغيير حصلت او نقلت الاثنين مكان بعض والاثنين بيبقوا ده اقوى هنا وده اقوى، يعني مش هقول بقى مسميات داخله عليهم كمان لعيبه ثانيه جايه تلعب في نفس المكان ده، فخلاص بقى. فانت الحال مع الفرق الثانيه اعترفت ان كل الناس اعترفت في الشكل ان مقابله النادي الاهلي مقابله صعبه جدا، مش سهله. الطمع اللي كان بيحصل في النادي الاهلي رغم الاصابات ال 17 لعيب و 18 لعيب السنه اللي فاتت خلاص ما بقاش في الطمع ده. الناس رجعت تاني تلعبك بقى ب 4 4 2 او 4 4 1 عايزين يمسكوا نص الملعب عشان يقفلوا عليك المساحات. فانا بالنسبه لي هي الحاله الاكبر والشكل اللي انت عامل فيه كده النسر ضارب لفوق على بطوله افريقيا، بطوله افريقيا على بطوله العالم للانديه، هو ده الوضع الطبيعي ليك بتاع كل سنه على ما اعتقد يعني. طيب. والطلب الجماهيري ده الطلب الاساسي البطوله الافريقيه كلنا حاسين بيه من داخلنا يعني، والشغل نفسه اللي بيتم الفترات الاخيره كلها الهدف ده. كلنا بنتكلم عن نفسنا. كلنا بنتكلم عن النادي الاهلي، بنتكلم على الكوره في النادي الاهلي. انت بتشتغل عشان تنجح، بتشتغل في بص بقى هو ده النادي الاهلي، انت بتشتغل في ناديك ماكش دعوه بحاجه ثانيه. انت مش كل يوم بنطلع نعمل حكايات عننا لا احنا بنشتغل في الحته دي عشان ربنا يوفقنا وده الطريق السليم والطريق الاوضح بالنسبه للتنافس الشريف اللي احنا بنتكلم عنه. طيب هي في تركيه بس يعني اتمنى ربنا يعني الفتره الجايه يكون في استعداد كويس عشان لما نرجع للمسابقه ونرجع للكوره يبقى في جاهزيه بشكل كبير، لان انت بعد هذا التوقف هترجع عندك دوري 25 نوفمبر، بعد كده عندك افريقيا 30 نوفمبر 29 او 30 29 30، بعد كده عندك دوري ممكن يكون يوم 3 لان عندك يوم 7 او 8 افريقيا تاني. بعد كده عندك في افريقيا يوم 27 12 وعندك مباريات دوري. بنتكلم في مرحله بقى احنا داخلين في مرحله كل 72 ساعه او كل اربع ايام مباراه تحدي نفسك فيها. تحدي كان راجع كمان على افريقيا مع فرقه مش سهله. انما انا لما عرفت قصه ان احنا الملعب مش جاهز في سوسه وده ملعب لكلما لو تكسب صعب هناك جدا. صعب جدا. انا عارف الملعب وملعب صغير وضيق كده، تحس ان احنا بنلعب في نادي مش بنلعب في استاد مثلا، بتحس انك انت في حاجه برايفت كده حاجه خصوصي يعني. رادس حاجه تانية، ملعب كبير واسع، ارضيه الملعب نفسها بتسمح للعيبه اللي عندها كوره كويسه يعرفوا يلعبوا، فتلاقيك دايما متفوق انت في رادس، ما بيحصلكش مشاكل قليله جدا في الملعب ده. الاهلي كل ما تحطه في ملعب حلو ومفتوح ويتلعب عليه كوره يلعب يديك كل امكانياته، مفيش حاجه هتعوقه، يتحاسب جامد بقى ساعتها. يعني انا حاسب النادي الاهلي في مباراه زي دي ان كل الامكانيات بالنسبه له مهيئه انه يقدم مباراه كويسه. فهو ده الاهتمام اللي انت بتتكلم عنه، انك انت راجع بقى في 25 ماتش و30 او 29 ان يرجع كده. هو عشان كده التدوير اللي بيعمله فايلر ده بيعد العده للشكل ده. مظبوط. ما يقعش منك حد في ولو وقع منك حد يبقى موجود البلاي ميكر اثنين، الاطراف اثنين، الفراوده
التدويره من جوه، انت مش عارف النادي الاهلي النهارده مين اللي بيلعب راس حربه او شد الجون، صلاح محسن ولا ما يرجع مروان ولا هيبقى أجاييه ولا تحركات رمضان الخطيره اللي هو شوف لو تشوف الحاجات انت بتجيبها رمضان تلاقيه ما بقاش على الطرف خالص، يعني ده راجل بيستلم الكوره يخش من جوه يطلع من بره، بقى بيمشي الجيم على حسب الشكل البدني العظيم اللي هو وصل له وسرعه في اتخاذ القرار والفينش، اللمسه الاخرانيه، اللمسه الاخيره اللي كانت دايما نتكلم عنها، رقص واحد اثنين ثلاثه ويعمل كده وشيء. بعدها بيبص كمان بقى عنده الرؤيه، بدل ما يروح لعبها في الجون بعد ما رقص الجون لا وقف وعمل حسين الشحات، في استقرار نفسي، في هو كمان بيتفرج على نفسه وبيتفرج على الغير، هو بيعمل بلاس لنفسه وكل اللعيبه، وده حسين الشحات اللي الدنيا كانت بتهاجمه على اول ما جه، النهارده بقى بيرقص واحد من فوق دماغه شوف طوله قد ايه، وياخد الكوره ويوقفها وبعدين يلعبها عشان تتشد ويجيله عنده الحافز يروح يكمل يجيب جول، ياخد الكوره من رجله واحد وياخدها من الضغوط. يا كابتن شريف يا فندم، حسين الشحات تحرر من الضغوط بلغه الكوره بقى، يعني لعيب الفوز ورا فوز، مش مهم انت اللي بتجيب الفوز، والثقه الفرقه لما بتكسب بتدي جميع العوامل الثقه، كله بيركب. عايزك تشوف لحظه لما لعيب بيجيب كوره جون يروح عامل الاسيست بايده كده يعني، ويروح للجماهير كده والبقيه اللعيبه بص، هي دي اللحظه النجاح، وكله بينط يبارك لنفسه ويبارك له، ومن بره الخطوط تاني يعني تاني يعني، فاهم قصدي؟ ما انتهتش القصه لسه، عندنا رحله 90 دقيقه دي بنحقق فيها اللي احنا عايزينه. فتلاقي دايما سيد عبد الفتاح يطلع يقول لك ايه، الحمد لله ثلاث نقاط مهمين، شكل في شيء بيوصلونا لهدف معين، واللي بعده يعني زي البطوله واللي بعده كده، هو ده الشكل اللي الناس ماشيه عليه اليومين دول. فما تقلقش يعني، ما الحمد لله يعني. لا مش الان. يعني ثم النادي الاهلي بخير وجماهير النادي الاهلي في ظهر النادي، الدنيا تبقى كويسه. والحقيقه يعني العين علينا جامده. قدرك انت دايما بتبقى رقم واحد، ودايما الناجح الناس كلها بتبص له بنظره مختلفه، لكن انت بقى كمؤسسه رياضيه بتبقى حريص دايما ان انت تفكر ازاي تنجح وازاي تسعد جمهورك وازاي تسعد بلدك. طالما شغال بالاطار ده هتفضل فوق وتفضل رقم واحد وتوصل للهدف اللي انت عايزه. طيب ما تزعلش يعني لما يبقى حد عايز يوصل لك ويفضل يعمل فيك كده، ما هو الطالب اللي بيذاكر، ما هو افرح يعني انا بنفرح لما الدنيا بتبقى عايزه توصل ان هي تاخد من كتف البطل او تاخد من اي حاجه، وده الطبيعي ان انا عمري ما هبقى بطل الا بالمنافسه يعني. اتفضل. طيب الحلقه اللي احنا فيها دي كلها انعكاسات البدايه القويه والفوز بمباراه السوبر يا كابتن شريف، يعني حاله الثقه اللي عند الجمهور وحاله الثقه اللي عند الفريق وحاله الطمانينه، ده نتيجه الفوز ببطوله في بدايه الموسم على الزمالك في السوبر ولا حاله قبل. فنيه قبل كمان قبل السوبر بتاخد دوري من اجمل الدوريات اللي خدتها في حياتك يعني، وبتاخده في فارق حوالي 8 نقاط وبتفوز على الخصم في نهايه الدوري، فمقفل الحكايه وعندك مشاكل جامه في هذا الموسم وانتقالات واصابات، واحنا كل ما نيجي نقول مستشفى النادي الاهلي النهارده في التشكيل تلاقي بتاع 6-7 لعيبه مش موجوده في الملعب ولعيبه مصابه بتلعب، فتركيزك انك انت تاخد البطوله وبس، الرعب في الانديه اللي حواليك انك انت مش هتخسر، حافظ انت بس على تقدمك او حافظ على الكام بونت اللي عندك، لانك لو وقعت انا مش والاخر لحظه خدت بالك تخلص الدوري بهذا الفرق من النقاط، فدي حالة استثنائية بصراحة يعني، أنا من أجمل الدوريات اللي أنا شفتها للنادي الأهلي في حياتي. أنا يمكن أيام ما كنا بنلعب كنا دايما ليدنج باتنين بونت بتلاتة بونت، أما نيجي على مباراة الزمالك والأهلي الدروني يكفينا إن احنا بالظبط كده، أول مكسب بيبقى هو خلاص المسابقة خلصت أو خلصت الحكاية. لما كان موجود حسام بدري خدنا دوري قبلها بخمس أسابيع أو أربع أسابيع على ما أعتقد، آخر دوري كان موجود. شوف تكيف الشكل الفني والاداري بقى هنا. يعني بتبقى حكايه ما اتغيرتش، وربنا كرمك كمان بمدرب لما جه يمكن من احسن المدربين اللي هم، فكانوا بيسالوني هل فاير سيكرر
ما فعله مانويل جوزي. قلت لهم هيكرر، بس انت عندك فارق في التعامل من السنة الجاية، يعني هتلاقي عوامل سنية داخلة بقى في مرحلة تانية، وفي تحضير تاني خالص للشكل التكملة. بس انا نفسي ما نعملش المقارنة دي خالص، يعني انا نفسي اتمنى من المرحلة من التوقيت ده ومن المرحلة دي نسيب كل مرحلة لوحدها وما نقارنهاش بمرحلة سابقة. بس انت اللي هم اللي خلونا نفكر كده، نفكر بشكل احترافي دلوقتي. والنادي الاهلي مش ما عندوش عواطف، لا عنده كل حاجه، انما خلاص بقى ده رايح في حته ثانيه خالص، دلوقتي بيشتغل على ريال مدريد طالبه ان هي تلعب معاك، وانت خلاص بقيت بتاسس حاجه ثانيه عايشين عليها طول العمر بتحافظ عليها. انت بتحافظ دلوقتي على الكيان نفسه في الاداء، احنا ما بنتكلمش على النادي الاهلي بتاعنا غير في الكوره على فكره. انت شايفنا بنتكلم في حاجه ثانيه؟ احنا بنتكلم في الكوره، بنتكلم في اي بطوله بنخشها، اذا كان كوره تقدم في كرة يد، في طايرة، في أي لعبة احنا مركزين فيها، بنتكلم في الرياضة، احنا مكنش في حاجة تانية. احنا ناس عايشين على اسمنا، اسم ده اللي الدنيا كلها تتمنى انها تبقى موجودة معاه وموجودة فيه. فاحنا سعداء باللي احنا بنعمله، فتركيزنا وحياتنا اللي احنا بنعملها والشغل الشاغل اللي احنا شغالين عليه ده من حقنا. يعني طبعا انا من حقي، من حقي ان انا افتخر بالفنيه الحمراء، من حقي ان انا افتخر بالنادي الاهلي وانجازاته برموزه بكل شيء. الكلام ده على فكره احنا بنقوله كل يوم لان هي دي الحقيقه، احنا مش بنجيب من كتب او بنجيب من حاجه احنا ما شفناهاش، احنا حاجه بنشوفها بنتعلم منها كل يوم. حتى اللي بيبقى فينا عصبي ولا حاجه ما اعرفش بيهدى ورايح مع السكه الصح ورايح مع الدنيا الصح. انا نفسي الفتره الجايه بجد يعني بقى ايه، عشان الاتموسفير والحاله تتغير شويه، ان الجمهور بقى يبدا يشوف ويسمع في كانت في زياره الفتره الاخيره كانت في اوروبا لوفد النادي الاهلي المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج، مباراه مع ريال مدريد، احتمال توامه او اتفاقيه او مباراه وديه مع اليوفي مع اتلتيكو. الملف ده اتلتيكو تعرف عليك هنا لما جه وشاف الدنيا عامله، الملف ده انا نفسي الفتره الجايه اسمع تفاصيله، ونفسي اعرف المباريات دي ممكن تحصل فيها ايه، لان بجد الجمهور بقى محتاج يشوف بقى عظمه ومكانه الاهلي بره في الملفات اللي جايه دي. ده مهم جدا، مهم جدا ان شاء الله لما ربنا يوفقنا وناخد بطوله افريقيا السنه دي. دي مهمه بالنسبه لي قوي، يعني يمكن انا كان ليا تصرف لوحدي كده لما راحت مننا البطوله السنه اللي فاتت، ويمكن زي ما انت بتقول احنا عندنا رؤيه واحنا ايدينا مش جوه، يعني بعيده شويه، انك انت توصل لنهائي افريقيا ده شيء مش سهل، وانك توصل باللي حصل لك السنه اللي فاتت وعلى صعيد اربع خمس بطولات كنت بتشترك فيها وما عندكش كل اللعيبه اللي كانت موجوده متوفره بهذا الشكل، او الحاله الاستشفائيه اللي موجوده، ما يعني توصل فاينل صعب عليا، اول فاينل صعب عليا، اول مجهود الكبير اللي اداريا وفنيا ولعيبه وكل حاجه وصلوا لهذا اليوم، صعب عليا قوي انك انت بتفوق 3-1 هنا وبتخسر البطوله، صعب عليا. فجات لي حاله كده وانا قاعد في قناه الاهلي، فدايما لما بيحصل لنا الحاجات دي بنعمل ايه؟ بنقول عايزين ريفينج. مره خسرنا ومره ما وصلناش للفاينل كويس، ودايما بيبقى فعل فاعل على فكره، فبنعدي في ظروف اقوى من النهايات السابقه كانت فيها احداث غريبه شويه، اقوى مننا بجد. يعني حاجه مش في الكوره، يعني اللي بيحصل فينا ده مش في الكوره. ف دايما بيجي لك وقت بقى وبتقول ايه ده، انت لو النهارده قدرت باذن الله تتوافق وتاخد البطوله دي وتروح تلعب بطوله العالم، خلاص بقى انت الفرح في اوروبا بيحطوا حاجات في العربيات كده خدت بالك، ويقول لك ده ويدنج كويس. انت بقى الحاجات دي بقى اللي هتفضل تعمل لك صوت ورا تا 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 تا، وانت ما شاء الله لغايه دلوقتي بنعرض وبنتفرج على حافله الاهلي لما كانت خارجه من مطار القاهره ولفت ارجاء مصر بعد العودة من اليابان 2006 بالبرونزية. شفت ده انا عايز بقى الفضية. لو وصلت الفضية هتلعب على الفاينل، يمكن تضرب معاك وتاخد الفاينل. هو الاهلي دايما بيفكر، واللعيبة اللي معاك دي والمدرب ده بتاع بطولات كبيرة ان شاء الله بإذن الله. بإذن الله يعني انا بقول يا رب. انا مش عايز اقارن كل مدرب بمرحلة مدرب اخر، يعني نفسي يا كابتن. هو ماشي في ماشي يا محمد في المستوى كويس بتاع اسم النادي اللي هو كفاءة، يعني احنا بتوع شكل معين،
احنا ما بنقلش، انت ما تجيش تقع بيا وتنزل، عشان كده في مدربين بيتغيروا. مش عارف مش على نفس المستوى او مش قادر يكون مش في نفس، مش عارف يعرف هو فين بالظبط. يعني يحس بتمن لعيبه ماشيين زي وثلاث لعيبه، شفت فالر بيعمل ايه؟ بيدور الدنيا في ثانيه، هو واقف ما وحطوش في الارض ويعمل ده. الراجل اللي جابوه بتاع منتخب مصر من عند الاختيارات، وهو بيختار المجموعه بتاعه منتخب مصر كل مصر قالت احنا بره البطوله. واحنا اول واحد، انا قلت في عندنا اربع فرق في العالم، الشكل اللي جاي بيه الجزائر ده شكل يخض. دي ناس مركزه تماما ومركزه مع شيء، وانا الفرقه دي عشان اشوفها يقولوا لي كده اتغلبت لازم اشوفها بعيني. فالسنغال كمان لما جات لك كنت تحس دايما ان في اعدادات وفي شكل، احنا يعني روحا يعني عايزين مصر تاخد البطوله، انما احنا ما بتعدش العده ان كده تاخد البطوله، فالناس ما زعلتش بل تحمسوا جدا لنجاح البطوله. تمام. طيب ايه ابرز التحديات اللي ممكن تواجه الاهلي الفتره اللي جايه؟ البدايه الافريقيه. البدايه مهتم بفكره البدايه يا كابتن شريف؟ طبعا بدايه انك انت معاك ثلاث نقاط مش نقطه يعني، بس مقبوله حتى لو في نقطه في تونس مقبوله، ده في زمان. انت تفكيرك لا لازم تروح تكسب. خلاص انا زمان كنت اقبل، انا في المستوى اللي انا فيه ده لازم استثمره في الشكل، اللعيبه دي لازم تكمل. لغه ان انا بلعب بره ضد فريق زي النجم الساحلي ده، ما انت كسبان الفرقه دي سته قبل كده، سته لانك ركزت في كل فرصه بتجيلك في كل حاجه. فلا احنا رايحين على شكل تاني، ده انا بلم اصحابي وبتاع ونحاول نعمل رحله ورايحين عشان نروح نتفرج. ايه اللي يخليني اعمل كده؟ عندي ثقه، رايح اتفرج على فرقتي طمنوني، بس كنا مطمن يعني انا مطمن ان انا هروح اتفرج على فيت، عايز افرح هناك، عايز انبسط بتونس وكان من ده وشعب تونس واقعد معاهم ونغير جو يومين. الاجواء هناك جميله، نغير جو يا حامد، يمكن تبقى مكتوبه لك مثلا وتروح مع الفرقه او حاجه، تغير جو يومين وتشوف الدنيا شكلها وتكسب كمان، هتبقى حاجه لطيفه. انا سابها ليا، حضرت في مباراه في سوسه، الاجواء كانت غير طبيعيه. لا سوسه دي حاجه، اجواء كانت غير طبيعيه المباراه، انا حاسس ان انا كنت في اوروبا بصراحه. المباراه بحضور جماهيري بالشكل بالاداء، سوسه جميله كمان يعني على البحر، حتى ساعتها حضرتك بتعادل ايجابي كانت 1-1. انا كان ليا حظ في سوسه دي والقيروان، وكمان كسبنا القيروان في القيروان 3، شربت القيروان كان هو بطل الدوري التونسي. ف الشكل والتركيز والبتاع، انك انت بتطمع دلوقتي تواكب بقى الحاله اللي انت فيها. فانا حابب الحكايه، بس يعني شايف الانطلاقه مهمه جدا من مباراه النجم، مش شايف ده ضربه البدايه. سألني على الدوري بقول لك ده نافذه على العالم، انا بقى نافذه على افريقيا الدوري بالنسبه لي، هو اللي بيأهل لي اللعيبه دي كلها انها تروح مع نجم الساحلي. فما تلعب سموحه او تلعب الزمالك تلعب انتاج الحربي، دي نافذه على نجم ساحلي. النجم حصل فيه تغييرات على فكره الفتره الاخيره، غير الجهاز الفني، اتغير المدير الرياضي، حصل فيه تغييرات اداريه وفنيه كمان. هو كويس ان كل فرقه كمان بيحصل فيها اي حاجه عايزه تستثمر وصوله اللي هم فيه. بطوله يعني المفروض الاهلي والنجم يحصل ايه؟ هم اللي يمشوا ويقابلوا بعض فاينل. طبيعي هم اللي يكملوا يقابلوا بعض فاينل. هو ده اللي بيحصل. اثنين لما بيبقى معاك فرقه في مجموعتك ده انسب حد، ما بيبقى قوي جدا انسب حد تلاقيه في، هو هيمشي في ناحيه وانت هتمشي في طرف تاني، مش هتقابله تاني، انت هتقابله في الفاينل بس، الحين الادوار النهائيه، الحين المباراه النهائيه يعني. المباراه النهائيه، فدي بتبقى حاجات كويسه. عندك الوداد وعندك مازال ترجي وترجي انا بالنسبه لي الفرق الافريقيه انها تاخد البطوله بتبقى حالات استثنائيه، استثنائيه بالنسبه للشمال افريقيا ومصر. ده البطوله انعكاسها حتى في اخر 10 سنين باين انعكاسها للمباريات النهائيه او المربع الذهبي، دايما الغلبه للفرق الشمال افريقي. هم بيمتلكوا في افريقيا السرعه، بيمتلكوا الاداء القوي، انما الفنيات العاليه بتبقى اللعيبه كلها اللي عندهم اللي ملكوها دي محترفه بره. مش زي بطوله افريقيا مثلا او بطوله كاس العالم او بطولات اي حته، لا انما بطوله افريقيا الانديه تمام، مش هتملك الرصيد المالي يعني اللي هو بيبقى تلاقي كل في مازيمبي مثلا فيها 4-5 محترفين اقوياء جدا، انما انت بحالك انت وبحال شمال افريقيا انتوا كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه محترفه. يعني لو شلت اي لعيب في مصر بيلعب يقدر يحترف بره سهل جدا.
يعني مصر بقى عندها امكانيات لعيبه ممكن تسطرها للدوريات الاوروبيه. ده فكر طبعا. انت انا الكره المصريه بقى فيها مواهب بتتسطر. اللاعب المصري لو بيصحى الصبح 8 الصبح يفطر وبعدين يتمرن وبعدين ياخد ريست ويروح يتغدى بدري الساعه 1 وبعدين عشان يريح تاني ويروح يتمرن التمرين التاني الساعه 4 وبعدين يلعب الماتش في اجواء وملاعب زي اللي انت بتشوفها بره دي، كنت هتلاقي حاجه ثانيه خالص. يعني كنت ليه؟ لان هو تعلبه يعني. ده هو لعيب موهوب اصلا بينزل. لعيبه موهوبه كلها، مفيش لعيب مصري مش موهوب، بس هي بتفرق اللاعب المصري مع واحد عن واحد ايه. ده لعيب جريء وبيقدر يدي امكانياته في الملعب، والتاني بيبقى على القد النني يعني. قلت واحده هنا كده واحده هنا ويستلم. ده كان طارق حامد بيطور نفسه دلوقتي بقاش قال لك الحته اللي انا واقف دي مش مكفياني، مش انا عندي، ويطلع بور روح شايط جايب جول مثلا. ها بقى في لعيبه بتقدر تعمل ابجريد لنفسها. طب ايه النصيحه اللي توجهها؟ ايه النصيحه اللي توجهها لعيبه الاهلي؟ يعني فتره ال 40 يوم دول ولا 35 يوم كنجم كبير وكلاعب دولي وعندك خبرات، الفتره دي ممكن توجه فيها نصايح معينه لعيبه النادي الاهلي تقول لهم ايه؟ لو على راسهم تاج انا عايز بطوله افريقيا السنه دي باي شكل، تمام، هو هيمشي نفسه، هيعرف يمشي ازاي يعني. هيعرف يحافظ على نفسه من الاصابات، يحافظ على نفسه من كل شيء، يبعده عن انه يبقى موجود. يعني عارف السكه ايه وعارف الطريقه ايه وعارف طريقه النجاح ايه. يعني هم عارفين، يعني كل واحد فينا عارف. لو نام بدري قبل الماتش بتلات اربع ايام ومسك نفسه والدنيا ماشيه وبيتمرن كويس قوي خلاص، وصل للملعب راجل سليم. طب ربنا مديني موهبه ومديني امكانيات ومديني سرعات، مش عايز انق على رمضان. هو ده رمضان صبحي اللي احنا كنا لسه الموسم طويل يا كابتن شريف. لسه الموسم طويل. لا يعني الراجل اللي بيعمل عرضيات سبرنتات وبتاع هو عارف خلاص. نخلي الكلام ده في اخر الموسم طبعا. مش قصدي انا ما بتكلمش، لا بوريك اللعيب عمل ايه في نفسه. شفت علي معلول عامل ازاي؟ تمام الحمد لله. شفت حسين الشحات؟ شفت احمد فتحي رجع منين؟ من زياده في الوزن وبتاع وبيروح يجيب الجوال وبيعمل عرضيات وواقف على حلو ومش شايف حد قدامه. وانا احمد فتحي بتاع المنتخب، وانا احمد فتحي اللي كنت بوقف احسن ونجات بتوع غانا وبتوع كوت ديفوار وبتاع. شفت اللعيب عامله ازاي؟ هو ده السؤال اللي انت بتسالوني، اللعيب بيعمل ايه؟ هو عارف السكه. اللعيب من جواه عارف السكه، عارف الطريقه وعارف الدنيا تعمل فيها ايه. لان خلاص ما شاء الله ادالهم جاب لهم فايلر وجهاز المعاون، جهاز الفني، راجل عادل. ما بيشوفش غير اول ما جه لاعب احمد فتحي. ما لعبش محمد هاني. لا واحد بياكل النجيله من اول لمسه في مباراه وديه. وخد بالك احنا كلنا انت بتعرف تتفرج وانا بعرف اتفرج وبعرف اللعيب ده بيعمل لنفسه ابجريد ولا اللعيب ده هيبقى موجود ولا مش هيبقى موجود. فمش هتحس ان في حد ظلمه. فبقت المساواة في العدل، خدت بالك بيسموها ايه؟ المساواة في العدل ظلم بالظبط. يعني فهمتني؟ فمش عارف ما يديكش حقك، لا هيديك حقك. لان مهما اللي قدامك ماشي كويس طبعا. بس المستوى الاول راجع وراجع بقوه يعني. تمام. طب كابتن شريف انا بشكرك، ولو كلمه اخيره تحب تختم بها حوارك او لو تحب تعلق على المرحله الجايه بالنسبه للكره المصريه والدوري ان شاء الله بعد انتظامه بعد نهايه بطوله افريقيا تحت 23 سنه. خلينا دايما نركز بالنسبه للمستويات بالنسبه للبطولات لمصر. نسمح للمدربين الفرصه واللعيبه، لان هم لعيبتنا برضو اللي احنا بنتفرج عليهم في الدوري هم اللي بنتفرج عليهم في المنتخبات. بالظبط. فخلينا نديهم المساحه ان هم يقدروا يحققوا باذن الله المشوار ويطلعوا من اول ثلاثه يروحوا اليابان باذن الله. باذن الله. بالنسبه الدوري بقى للدوري والدوري باذن الله يا اهلي ال 42 باذن الله. انما بالنسبه لي انا هبقى جمهور فجاه كده وانا قاعد معاك، ماليش دعوه انا كنت بلعب كوره قبل كده ولا شيء. افريقيا يا اهلي. افريقيا افريقيا ان شاء الله باذن الله. باذن الله. نورتني وشرفتني كابتن شريف، وكل التوفيق ليك وبسعد دايما لما اكون موجود معاك. وانا دايما ببقى معاك ان شاء الله. ميرسي قوي. الله يخليك كابتن شريف، شكرا جزيلا. حلقه كانت مهمه جدا وفقره كانت مهمه جدا مع الكابتن شريف عبد المنعم، واحنا بنلقي الضوء على الاحداث الاخيره والقرارات الاخيره اللي صدرت بخصوص الدوري العام في الفتره القادمه، وناقشنا قدر الامكان ازاي المرحله دي ازاي يستفيد بيها النادي الاهلي عشان ينطلق للامام. لان بعد نهايه التوقف الدولي الاهلي مقبل على اجنده ورزنامه صعبه جدا، صعبه مش في المستوى الفني اللي هيلعبه، لا صعبه في المواعيد والارتباطات وضيق الوقت ما بين المباريات في المرحله اللي جايه.
قبل ما اخرج الى فاصل عايز اكد على في تقرير مهم جدا استكمالا اللي احنا كنا عرضناه في فقره الانترو، ان النادي الاهلي كان اقام حفل غنائي احتفالا بانتصارات اكتوبر. هذا الحفل بالتاكيد كان فيه فريق القرال في النادي الاهلي شارك في هذا الحفل، وفي فقرات فنيه عرضت من خلال هذا الحفل. نخرج لهذا التقرير نشوف تفاصيل اخرى من خلال هذا الايفنت وخلال هذا الموضوع، وبعد الفاصل استضيف دكتور ياسر عبد العظيم عميد كليه التربيه الرياضيه جامعه الزقازيق السابق. طبعا هيتكلم معانا بقى عن فكره النواحي التنظيمية والنواحي الإدارية والنواحي الفنية المتعلقة بالدور الممتاز، وكمان الشغل الأكاديمي اللي موجود في الجامعات والكليات مدى تأثيره على كرة القدم والرياضة بشكل عام. نخرج لهذا التقرير ثم نستضيف دكتور ياسر عبد العظيم بعد هذا التقرير. معانا الحفله دي ابناء النادي، والولاد والبنات استجابوا جدا وعملوا معانا مجهود كبير، كانوا بيسيبوا دروسهم وييجوا، كانوا بيسيبوا ساعات تمريناتهم وييجوا عشان هم حابين الفن وحابين ان هم يكونوا معانا في حفله الكورال ويبرزوا مواهبهم. فكان في بروفات كتير ومجهود كبير جدا جدا اتعمل بصراحه، وكانت قائمه عليه استاذه ابسام شوقي رئيسه قسم النشاط الفني باداره المكتبات، عملت مجهود كبير جدا معاهم وابدعت وطلعت لنا الحفله الجميله دي. النادي الاهلي دايما بيغرز في ابنائه وبيحاول يدعم جواهم الحس الوطني، وزي ما شفنا كده النهارده انت شفت بنفسك يا احمد ان الولاد والبنات كانوا بيتعاملوا بحماس رهيب، يعني بيغنوا ومنفعلين ومبسوطين وحاسين الاغنيه وعشان كده وصلت لنا. انا مبسوطه جدا ان الحفل النهارده عجب الناس تمام، واحب اقول ان الفكره جت من لقيت الولاد كلهم متحمسين، ايه رايكم نعمل حفله وطنيه نغني فيها كل الاغاني اللي بنحبها عن مصر، خاصه ان كانت الدنيا كان فيها كده ازمه شويه، فحبينا نعبر عن حبنا لمصر يعني، فقلنا نعمل حفله وطنيه. اتكلمنا اداره المكتبات، مديره الاداره استاذه وليه عبد الرازق رحبت جدا بالفكره وقالت اوكي يلا نعمل، وفعلا اداره النادي مشكوره يلا نعمل حفله، قدمت لنا كل اللي احنا عايزينه، كل الطلبات اللي احنا طلبناها عملتها لنا الحمد لله، وفتره قصيره جدا احنا اخذنا تقريبا 10 بروفات 12 بروفه بالكثير يعني تمام. طلعنا يعني العمل دوت الحفله مدتها كانت حوالي ساعه وربع تقريبا. هو مبدئيا احنا يعني سعداء ان احنا في النادي الاهلي، يعني الاهلي انه يعملوا نشاط فني في النادي الاهلي حاجه رائعه جدا، والنهارده شفنا كورال الله اكبر يعني العيال مبهجين، يعني هم نفسهم مبسوطين كده وفرحانين، والبهجه دي يعني اتنقلت للي بيتفرجوا وبيسمعوا، واصوات رائعه يعني، وفي اختراع اكتشاف عظيم اسمه ضحى احمد هاني اللي غنت يا حبايب مصر، دي الناس بتوع المزيكا لازم يهتموا بيها، صوت رائع يعني. ما هو ده فكره انك انت تبقى نادي اجتماعي، يعني فيك رياضه فن اجتماعيات، وموضوع الفنون ده الموسيقى، وفي فرقه مسرح وفرقه فنون شعبيه، ده كويس جدا، ده العيال طاقه كبيره يعني، افتح لهم سكك يطلعوا طاقتهم في حاجات حلوه، في شغل فني، في حاجات اجتماعيه جميله، في الرياضه، افتح لهم شبابيك عشان الطاقه دي تستغل في مكانها المظبوط، وده اللي بيعمله النادي الاهلي الحمد لله. هي صبا بتحب المزيكا طول عمرها، وقدمت لها في فريق كورال هنا في النادي وفريق كورال في المدرسه، وبوديها تتدرب فنون يعني في الاوبرا زي تمثيل وكلاكيت وباليه، علشان انت ما تبقاش عارف ابنك موهبته فين، فكل اللي عليك انك تفتح له سكك وتسيبه يشوف ويجرب لحد ما يلاقي نفسه في الحته اللي ربنا وهبه فيها. فهي واضح ان عندها ميول فنيه يعني من النتيجه اللي شفناها في الكورال النهارده يعني الحمد لله. انا النهارده كنت بغني في الحفله اللي هي احنا كنا عاملين اغاني ل 6 اكتوبر، كنا بنحبها قوي، كنا في اساس الحفله دي يعني احنا كنا عاملينها علشان ان احنا نكرم يعني ونشكر كل الضباط والمحاربين اللي ماتوا في حرب 6 اكتوبر. خليت الكوكتيل الوطني وغنيت صوت بلادي انا مع الكوكتيل الوطني، وغنيت قديمه بندردش، و
صورة وأحلف بسماها وبتربها. أنا اتبسطت جدا إن أنا شاركت في الحفلة دي يعني، وخاصة إن هي في نادي الأهلي، أنا من عشاق النادي الأهلي، وخاصة كمان إن هي أغاني وطنية والمصر بمناسبة 6 أكتوبر، ودي حاجة فرحتني جدا. أشوف ده إن أنا فرحت بيه جدا، وسعيت إن أنا طبعا أكون موجودة فيه، لأن النادي الأهلي نادي عظيم وأنا أهلاوية جدا، فبحبيت إن أنا أكون موجودة فيه، خاصة مع إدارة محترمة. ميس ابتسام طبعا عملت معانا مجهود فظيع، والموسيقيين كده، فانا اتبسطت جدا بيه. احنا كلنا كل اولياء الامور عملوا مجهود جامد مع اولادهم، يعني حتى انا كنت بلغي 80 للكوره و80 لحاجات تانية كتير عشان خاطر الدور اللي هم عملوه جامد، ودي حاجه كويسه ان هم عملوها هنا في النادي بصراحه يعني، ومجهود جامد معاهم، وبشكر جدا مدام ابتسام على مجهودها معاهم، وكلنا تعبنا معاهم عشان يطلعوا بالشكل ده، ويا ريت يبقى في اكتر من كده حفلات تانية ويستمروا في كل ده ان شاء الله. انا من قدامى اعضاء النادي الاهلي، ومبسوطة جدا ان في نشاط زي ده ثقافي وفني، وحلو ان الموضوع ده يستمر ويبقى كل فترة كده بمناسبة صراحة او من غير حتى مناسبة يبقى في تدعيم للنشاط الفني، سواء يبقى في حتى ندوات ثقافية، مش ضروري كله يكون غنى. وبصراحة ميس ابتسام عملت شغل جامد وبذلت مجهود جبار، خاصة مع الاطفال الصغيرين. اهلا وسهلا بحضراتكم، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله، فقره مهمه جدا لان الضيف اللي معانا النهارده وبصراحه جاي في توقيت مهم جدا، واحنا بنتكلم عن الكره المصريه ومسابقه الدوري العام وانتظام المسابقه، وواحد من الناس اللي موجودين في المطبخ ومن اهل البيت بمعنى ادق، دكتور ياسر عبد العظيم، عميد كليه التربيه الرياضيه في جامعه الزقازيق السابق، ورئيس منطقه الشرقيه لكرة القدم، مراقب ومنسق بلجنة المسابقات في الدوري الممتاز، ومحاضر بالاتحادين المصري والإفريقي لكرة القدم. دكتور ياسر أهلا بيك، منور الدنيا، وفرصة عظيمة أنك موجود معنا في حدث زي ده وفي توقيت زي ده مهم في الكرة المصرية. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أنا متشكر جدا على الدعوة الكريمة، وشكرا جزيلا يعني، وأنا يشرفني أن أكون معاكم في قناة النادي الأهلي. طيب، فرصة طيبة أستضيفك النهاردة وأتكلم معاك بقى في المشاكل اللي موجودة في الكرة المصرية. ودايما المراقب أو المنسق أو رئيس المنطقة ايده في المطبخ اكتر من اي حد بيبقى مسؤول تاني، او حتى في اللجان او في الاتحاد حتى بشكل عام، لان المناطق او المراقبين دايما موجودين في المطبخ، دايما موجودين في الملاعب، دايما موجودين وسط الانديه. الكره المصريه ايه الازمه اللي فيها او ايه المشكله اللي فيها؟ مشكله الدوري الممتاز، تنظيم المسابقه، في مشاكل في القسم الثاني والثالث والرابع، الازمات دي ايه سببها وتتحل ازاي؟ لا هو انا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، التنظيم ووضع آليات وأسس لإخراج نظام محترف في كرة القدم في جمهورية مصر العربية محتاج شغل كبير جدا، مش بس من اتحاد الكرة أو اللجنة اللي بتدير، مش بس من المناطق، مش بس من اللجنة الأولمبية، لا محتاج شغل على مستوى حتى الدولة وعلى مستوى قناعة الدولة وقناعة مؤسسات الرياضة وقناعة وزارة الرياضة بضرورة وجود نظام مسابقات محترم ومنظم وثابت على مستوى كل الدرجات، بداية من الدوري الممتاز وانتهاء حتى بالاسم الرابع وانتهاء بمسابقات الناشئين. في كل العالم الدوريات منتظمة جدا، أعداد الفرق في على مستوى الدوري الممتاز أو الدرجة الأولى بتبقى أعداد معروفة بالنسبة لكل دولة، لها عدد، الاسم الثاني له عدد، الاسم الثالث له عدد، الرابع هو شكل هرمي أصلا، القاعدة بتزيد جدا تحت وبتضيق جدا فوق. احنا ده مش صعب ان يتعمل على فكره خالص خالص، بالعكس، انما مشكله ده ان احنا عندنا ضعف شديد في البنيه الاساسيه للملاعب كره القدم على مستوى من اول الدرجه الثانيه وصولا الى الدرجه الرابعه. طب يبقى واحد عندك مشكله في التنظيم والبنيه الاساسيه. عندنا البنيه الاساسيه تمام. بالنسبه للانديه الاسم الثاني والثالث والرابع، الملاعب اللي بتلعب عليها المباريات، الامكانيات حتى الانديه الماديه وامكانياتهم اللوجستيه حاجه في منتهى الصعوبه، ده لا يفرز في النهايه كره قدم حقيقيه على فكره. يعني انا برضو يمكن بقالي فتره طويله جدا مش عندي يعني فكره ان
يعني ليه مركز شباب يلعب كرة حتى الدرجة الثانية؟ يعني ايه مركز شباب ينافس في كرة القدم حتى مستوى الدرجة الثانية اللي هي قبل الممتاز على طول؟ لا مركز الشباب ده حاجة تانية خالص وفكرة تانية خالص وموضوع تاني خالص. مراكز الشباب باعتبارها مؤسسات أقيمت في ظرف تاريخي معين، لها دور توعوي، لها دور اجتماعي، لها دور تثقيفي، لها دور رياضي وصحي، سواء في المدينة أو في القرية على فكرة. يعني أنا ما أقصدش مراكز الشباب في القرى، لا أقصد مراكز الشباب في القرى وفي المدن. هذه المؤسسات عليها دور كبير جدا في توعية الشباب بقضايا مهمة جدا للبلد وقضايا مهمة جدا للشباب نفسهم. انما انه يلعب كره قدم تنافسيه حتى الدرجه الاولى او اللي هي الدرجه الثانيه اللي بنسميها يعني الاولى اللي بعديها الممتاز، حتى الدرجه الاولى في مراكز شباب تصل الى هذه الدرجه، لا امكانيات المركز الشباب تسمح الماديه ولا اللوجستيه ولا حتى امكانيات حتى الادوات والممارسه الرياضيه ولا الملعب ولا 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 اي بنيه اساسيه تستطيع انها تدعم ده. وفي نفس الوقت احنا بنطلب ان احنا عندنا كره قدم محترفه، لا طبعا كره قدم محترفه يبقى في انديه محترفه وفي لاعبين محترفين وفي اداريين محترفين وفي مجالس امناء لهذه المؤسسات محترفه. الموضوع مختلف جدا على فكره وموضوع شائك وصعب وكبير جدا جدا. الاول لنقي المناخ العام لمن يمارس كره القدم بشكل احترافي، ده في الاساس ينقى هذا المجال تماما، ينقى تماما ويصبح يبقى عندنا مستوى اول مستوى ثاني مستوى ثالث وقاعدة أساسية بقى اسمها قاعدة الهواة لكل من يريد ممارسة كرة القدم تحت مظلة الهواية للصحة العامة وللمردود الاجتماعي يعني لسبب حتى يعني شغل أوقات الفراغ بالنسبة للشباب وإلى آخره. عندما كرة قدم محترفة محتاجة تنقية لكل المناخ وكل الأتموسفير اللي بتمارس فيه كرة القدم في مصر، محتاجين إعادة تسمية إعادة هيكلة لكل البنية الأساسية للملاعب الموجودة. يعني على الاقل احنا عندنا في مصر كام مدينه مثلا في كل المحافظات، مدن كبيره كل المحافظات فيها المفروض ملاعب وفيها فيها مراكز شباب مثلا عارف. انما احنا لو جينا عملنا مثلا زي انجلترا وعملنا في كل مدينه عندنا ملعب استاد كبير جدا يخص هذه المدينه وهذه المدينه تمارس كره القدم مش بشكل بقى مراكز الشباب، لا هذه المدينه لها فريق بيمارس كره القدم هذا الفريق بيمارس القدم بشكل احترافي، هذه المدينة المفروض ان هذا النادي هو نادي محترف وبالتالي مجلس ادارته محترف وبالتالي له دعم تاني يعني الموارد المالية والاستثمارية اللي بتخش لهذا النادي محترفة ومختلفة تماما. وبالتالي بتلاقي الموضوع اختلف جدا لان هتلاقي مثلا في مدينة الزقازيق هتلاقي فيها نادي الشرقية مثلا، مش نادي الشرقية بتاعنا، لا ده نادي محافظة الشرقية، نادي محافظة الشرقية ده المفروض ان هو نادي مش نادي بقى يخص المحافظة ويخص مدير الشباب والرياضة، لا ده هو نادي يعني مسؤول عنه مجموعة من رجال الأعمال اللي أساسا يعني بيدعموا هذا النادي بشكل أو بآخر وهم اللي بينتخبوا مجلس الإدارة وهم اللي بينتخبوا رئيس النادي لفترة وهم اللي بيجيبوا مدربين وهم اللي بيشتغلوا وبيدعموا وبيستثمروا فلوسهم بشكل حقيقي. يعني ما أقصدش إن الدولة تعمل في كل، لا مجموعة رجال الأعمال الموجودين في كل المحافظات تبنوا هذه الفكرة، تبنوا تعملوا أندية محترمة في كل المحافظات، اعملوا مجالس امناء ليها تدفعوا فلوس وهتستثمروها وتكسبوا على فكره نفسه في كره القدم بشكل حقيقي. وفي نفس الوقت انتوا فلوسكم ما ضاعتش لانكم هتكسبوا بعد كده فلوس كتير قوي لان الصرف على كره القدم بيجيب فلوس كتير بس يكون موجه هذا الصرف في بشكل صحيح مساره الصحيح وفي اتجاهه الصحيح. طيب الدوري الممتاز حضرتك اتكلمت على القسم الثاني والثالث والرابع متعلق بالبنيه التحتيه والبنيه الاساسيه وده عكس الدوري الممتاز، الدوري الممتاز بيتلعب على ملاعب كبيره وملاعب معروفه وملاعب حتى بيتلعب عليها مسابقات افريقيه واستضافت قبل كده بطولات كبيره وبطولات دوليه. الدوري الممتاز مختلف، ممكن يكون الاجواء متعلقه بالكره المصريه بشكل عام، لكن المشاكل اللي بيواجهها الدوري الممتاز، يعني حضرتك مراقب في المباريات، بتنزل في المباريات كمراقب. بالظبط. ايه الازمات اللي موجوده في الدوري؟ ايه دور المراقبين او ايه دور لجان المسابقات؟ يعني حضرتك اللي بتكتب تقارير بترفعه لجنه المسابقات. بالظبط. دورك ودور لجنه المسابقات ودور الاتحاد او دور اللجنه المؤقته عشان المسابقه تبقى منتظمه، عشان المشاكل اللي ممكن تواجهها ازاي يتم تفاديها ووضع حلول ليها؟ لان مش عايزين عشوائيه تاني. والدور ده بيجي بدايه من المراقب، الحكام، لجنه المسابقات، لجنه الحكام، اللجنه اللي بتدير الاتحاد. انا معاك، اولا دور لجنه المسابقات دور مهم جدا وبتجتهد فعلا لجنه المسابقات انها تعمل مسابقه منتظمه وبتكلف بعض الناس المختصين يعني او المتخصصين للتنسيق لمنسق المباراه او مراقب المباراه، ولجنه الحكام بتجتهد في انها تعين الحكام المنسقين لكل مباراه.
الملعب ومدى مناسبته لإقامة المباراة وبحسب طبيعة الفريقين اللي بيلعبوا والملعب ده بتاع سين أو بتاع صاد، كل ده بيبقى مخطط ليه سلفا وده موجود فعلا. إنما أنا عايز أقول حاجة، إن إحنا يعني شوية شوية عندنا يعني أنا مثلا ساعات ببقى في مباراة مع كل قرار للحكم هناك اعتراض من جهاز فني، مع كل قرار، كل قرار سواء له او عليه تلاقي في اعتراض، لو له يسكت، لو عليه بيعترض، نفس الكلام الجهاز الثاني. طول ال 90 دقيقه هناك اعتراضات متبادله على قرارات الحكام، وده مش عايز اقول انه يعني شويه بيقلل من جمال ومن روعه ومن متعه كره القدم. كره القدم نشاط موجود لامتاع الناس، نشاط موجود عشان الناس تستمتع بالمشاهده واللعيبه يستمتع بالاداء، وفي نفس الوقت الدوله تستفيد بحاجات كثيره جدا من الناحيه حتى الماديه ومن ناحيه مساهمه كره القدم في الاقتصاد الوطني اصلا. انما عشان كره القدم تبقى مجال للحقد والكراهيه والبعض الامور ده مش مطلوب خالص. فعشان كده عايز اقول لك ان بتبقى في احتكاكات، قالوا المراقب عليه دور كبير طبعا في انه يهدي هذه الاجواء، عليه دور كبير في انه يخرج بالمباراه بشكل كويس، عليه دور كبير في ان الفريقين يلتزموا بنظام المباراه وبتقاليدها الاساسيه، انهم يصطفوا، الفريق المضيف يسلم على الفريق الضيف، وبكده السلام الوطني بيعزف، وفي نفس الوقت الشكل العام للمباراه بيبقى شكله كويس. الخروج عن النص بيسجل طبعا في كل التقارير اللي موجوده دلوقتي. الاتحاد من فضل مش من دلوقتي على فكره، من قبل كده عامل سيستم، انت دلوقتي انا من على الموبايل ببعت التقرير على الـ على الـ على الايميل، على السيستم بتاع الاتحاد، على النظام الالكتروني اللي في لينك بالنظام الالكتروني طبعا. فانا على طول بفتح الصفحه بتاعتي وببعت التقرير كاملا على اللينك بتاع على الموقع بتاع الاتحاد. في لغايه دلوقتي اتلعب حوالي 5 اسابيع من الدوري، كنت موجود في مراقب اي من المباريات او في مباراه كنت موجود فيها؟ كنت موجود الزمالك والمقاولين اللي فات على طول، بس من خلال 5 اسابيع. لا ما هي بتبقى يعني الدور، يعني ما بتبقاش هي بتبقى، انا كنت مكلف بمراقبه الاهلي والزمالك قبليها، مباراه القمه اللي اتاجلت. عرفت امتى؟ لا عرفت قبل اول ما تحددت المباراه قبليها باسبوع كده، كلمني حد من لجنه المسابقات وقال لي انت مكلف بمراقبه الاهلي والزمالك بس لسه ما تحددش الملعب. ما تحددش الملعب؟ كان سؤال لسه ما تحددش الملعب. وبعدين الجدول موجود في استاد القاهره. ما هو ده اللي كان قال لي، يعني اللي وصلني يعني لسه ما تحددش الملعب. وبعد كده قالوا لي احتمال تكون في برج العرب، فعلى اساس بعد كده قالوا لي المباراه اتلغت، ثم انا عارف المباراه اتلغت بس. فكلفت بالاهلي بالزمالك والمقاولين. طب قالوا لك امتى ممكن تكون المباراه في برج العرب؟ يمكن قبل المباراه، قبل الازمه كده ما تحصل بثلاث ايام حاجه كده. يعني قبل المباراه في 7 ايام قالوا لك انت هتبقى مراقب مباراه الاهلي والزمالك. طبعا. وقبلها ب 72 ساعه انت هتبقى مراقب المباراه، بس ممكن تكون في برج العرب. ممكن تكون في برج العرب بالظبط. بالظبط. انا بس بحاول اعرف ايه اللي حصل في الساعات الاخيره، لان لغايه اللحظه دي لا، بصرف النظر ده موضوع يعني شويه شائك وموضوع في متغيرات كتير قوي مش احنا في مجال الخوض فيها يعني. طيب اللوائح بقى يا دكتور ياسر، هل اللوائح بتساعد المراقب في كتابه تقريره، ولا اللوائح السنه دي لسه مش معروفه للجميع ففي ضبابيه في المشهد؟ لا هو لا في لا طبعا لجنه المسابقات عندها لوائح لكل الدرجات على فكره، من الدوري الممتاز حتى الاسم الرابع. تمام. وهي المفروض انها بتختار الانديه وبتختار المناطق، والمناطق بتختار الانديه. لازم تختار الانديه. بتختار المناطق، والمناطق بتختار الانديه اللي تبعها. عارف وكل نادي طبعا بيروح الاتحاد بيستلم لائحه، لائحه المسابقات عشان يلتزم بيها. فطبعا لا في لوائح طبعا، مفيش مسابقه بدون لوائح، لا في لوائح، ولوائح على فكره ملزمه وبتطبق بشكل كويس وبشكل، ومخالفه اللوائح لها عقوبات، مرادف ليها عقوبات اكيد بقى عقوبات. طبعا. ففي طبعا في 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 لوائح، وعلى مستوى الدوريات اللي بدات سواء الدوري الممتاز او الدرجه الثانيه او الدرجه الثالثه، حتى لو اللائحه مثلا بتاع الاسم الثالث لسه ما وصلتش، فانت ملتزم باللائحه بتاع الاسم الثالث السنه اللي فاتت لان فيها نفس العقوبات ونفس البتاع، على ما بتيجي اللائحه الجديده وبتلتزم بيها، لان ما بتختلفش كتير يعني. الا في موضوع الصعود والهبوط وبتاع وكده العدد وعدد الفرق والكلام ده. بالظبط. طيب عايز اعرف بقى الدور او الفكره، الجزء الاكاديمي في الرياضه وفي الكوره تحديدا، لانك حضرتك كنت عميد كليه التربيه الرياضيه. بالظبط. فده جزء اكاديمي مهم جدا، وعلى المستوى العملي نزلت الملاعب واشتغلت كمراقب او حتى محاضرات تدريبيه او دورات تدريبيه او كمحاضر في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. بالظبط. ايه الدور الاكاديمي مع الدور العملي في الكوره؟ لا انا عايز اقول لحضرتك الكوره والرياضه بشكل عام موضوع يعني ما هوش بعيد ابدا عن نظريات العلم المتعارف عليها.
في كل العلوم الإنسانية وفي كل العلوم الساينس، العلوم اللي لها بعد علمي وبعد، لأن الرياضة هي مجال بيستمد تطوره من علاقته بهذه العلوم. يعني هتقولي الكيمياء لها علاقة بالرياضة، أقول لك لها علاقة كبيرة بالرياضة. تقولي الفيزياء لها علاقة بالرياضة، أقول لك لها علاقة كبيرة في الرياضة. طب علم النفس له علاقة بالرياضة، أقول لك طبعا له علاقة كبيرة بالرياضة. طب التشريح له علاقة بالرياضة، له علاقة بالرياضة. الميكانيكا، ميكانيكا لها علاقة بالرياضة، لها علاقة يعني وطيدة بالرياضة. فأنا عايز أقول إن إحنا عندنا مشكلة، مشكلة إن إحنا بنعتبر الرياضة حتى هذه اللحظة في قطاع كبير جدا في الشعب المصري بنعتبرها لعب، لعب ولهو. بالصناعة. يعني بنعتبرها مجرد شغل أوقات فراغ وحاجات كده. بس دلوقتي لا، الرياضة بقت رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني في أي دولة في العالم. كرة القدم بالذات بقت يعني حاجة كده إيه، مضخة بتضخ فلوس في اقتصاد الدول بشكل بشع. بشكل بشع يعني. لما تيجي تشوف رونالدو مثلا راح اليوفنتوس من ريال مدريد، يعني كسب من وراء اليوفنتوس 45 مليون يورو من وراء انتقاله بس، رغم ان دفع فيه فلوس كتير جدا، عوضها وكسب 45 مليون يورو في بند واحد، في بند واحد في تسويق تيشيرته بس مثلا، في تسويق التيشيرت بس. فاحنا عندنا يعني في افكار كتير قوي غايبه عننا، بنتعامل معاها بسطحيه جديده جدا. خلينا نرجع لموضوع علميه بقى الرياضه وعلاقتها بكره القدم يعني. وبرضه على فكره الاستثمار ما هو شكل من اشكال العلم في الرياضه، شكل من اشكال المعرفه في الرياضه. لما نيجي نشوف الـ على اي اساس المدربين بيبقى مع المجموعه بتاعته، على الاقل حتى الولد الصغيرين، الولد الصغيرين، الولد الصغير ده اللي هو في مرحله النشء يعني، المدرب بيطلب منه بعض الاداءات يعني البدنيه والمهاريه والخططيه وحاجات كده، وبيعلمه وبيكرره ويصلح له اخطائه. العمليه دي في حد ذاتها هي عمليه مقصود بيها تعديل سلوك الولد من حاجه هو ما بيعرفهاش، ما بيعرفش يعملها، لحاجه هو بيعرف يعملها. فهي عمليه تعليم وتعلم بالاساس يعني. موضوع المدرب ومعاه اولاد ناشئين صغيرين، مواليد ايا كان، مواليد 2005 2007 2010، هو بيعلمه. هذا التعليم هو عمليه تربويه بالاساس، لان فيها حد بيعلم وحد بيتعلم، وفي فيدباك وفي تغذيه مرتده، وفي الولد بيفكر وبيفهم وبيسترجع وبيأدي وهكذا. كل ده بيدينا ان اللي بيشتغل لازم يكون عارف ان في بعد عقلي في موضوع التدريب الرياضي عند الولد وعند المدرب. هو مش الموضوع انه اداء بدني وخلاص، اداء مهاري وخلاص، اداء خططي وخلاص. طب هات لي مدرب في مصر بيعلم الولد كيف يفكر في موقف لعب معين، ازاي يفكر يعني. جات له الكوره استلم هيعمل ايه؟ لازم هيفكر في حاجه اسمها التفكير المسبق، ان الولد بيتعود في مواقف اللعب المتكررة والدائمة الحدوث في الملعب، ان كل ما حصل الموقف الفلاني انا بتصرف التصرف الفلاني. دي كلها عمليات عقلية على فكرة. وبالتالي احنا ما برضو بنركز على البعد العقلي في عملية تعليم وتعلم الولاد المهارات الاساسية الولاد الصغيرين. لما نيجي نشوف الجهد، حجم الجهد البدني اللي بيبذل واللي بيعمله المدربين مع الولاد الصغيرين، هتلاقيه بيفوق جدا حدود استيعاب الولد من الناحيه البيولوجيه ومن الناحيه العمريه. ولد عنده 8 سنين، المفروض انا بصيغ الوحده التدريبيه بشكل يحتمل الولد اللي عنده 8 سنين. يعني ما بقاش لود عليه عالي، ما بقاش فيه تاثير كبير على عضلاته وعلى مفاصله، ما بقاش فيه صعوبه في انه يفهم المطلوب يؤديه خططيا. يعني كل ما يقدم للولد في مراحل عمريه صغيره لازم يكون يناسب عمره ويناسب سنه ويناسب حالته العقليه ومستوى نضجها، وبالتالي هيفهم وهيأدي بشكل جيد. ده بالنسبة لعلاقة مراحل النمو بما يقدم من إجراءات تدريبية في كرة القدم عند الولاد الصغيرين. في عندنا مثلا في مصر عندنا معامل مثلا في الأندية وحتى على مستوى الأهلي والزمالك، بناخد الولاد ندخله معمل ونعمل له قياسات المستوى مثلا الكفاءة البدنية بشكل صحيح، ونشوف مثلا الدفع القلبي شكله كام، كمية الأكسجين الموجودة في الملي في السنتيمتر المربع، قراحة البرايم والقطاع الناشئين. أنا بتكلم على ده. هل عندنا معامل بندخل ولاد نسله الكفاءة البدنية بتاعته والكفاءة الفسيولوجية بتاعته بشكل حقيقي، عشان بعد كده أحط برامج تدريب تناسب المستوى الفسيولوجي ومستوى احتماله فسيولوجيا مثلا.
هل عندنا يعني بعض الكوادر اللي تقدر تدخل وادي المعمل وتعمل له قياسات؟ هل عندنا مثلا معامل للتحليل الحركي، جهاز واحد صغير مزود مجموعه من الكاميرات، الولد ادى اداء معين في الملعب، الاداء ده لو الزاويه بتاعه رجله هو بيشوط ما كانتش 46 سم ده كانت 45 تعتقد درجه ولا 45 درجه موجود؟ ها تعتقد لا مش موجود؟ لا مش موجود طبعا. يعني انا عايز اقول لك ايه، التحليل الحركي حتى الولد ادى اداء بارع جدا، بس هو لم يسفر في النهايه عن تسجيل هدف مثلا، لان الزاويه كانت منفرجه شويه، المفروض كان بيشوط والزاويه حاده شويه. عندي اجهزه التحليل الحركي، فبقيس انا وبقيس انا المقدار الزاويه المناسبه في الموقف ده عشان تطلع الكوره بالدقه دي وهكذا. احنا هل عندنا حد دلوقتي في الانديه ومراكز الشباب، لا سيبك مراكز الشباب خالص، على الانديه في الانديه حتى على مستوى الدرجه الممتازه يعني الدوري الممتاز، الفيست اللي بتلبس اللي فيه كل اللي بيقيس كل المتغيرات الفسيولوجيه اثناء، انا بشوف معظم يمكن بعض الانديه جابته بيراميدز وغيره، يمكن الاهلي وغيره وهكذا، انما في مين التقني اللي هيترجم هذه البيانات الى نتائج وهيدي ريبورت، هيدي تقرير للمدير الفني والجهاز الفني ان فلان عنده نواقص في كذا وكذا وكذا وكذا، فلان ده محتاج ننمي عنده التحمل العام لانه على فكره بيتعب بسرعه جدا ومؤشرات التعب عنده واضحه وظاهره، فمحتاج ننمي صفه التحمل العام اللي هو التحمل او تحمل الدوري التنفسي، ان الولد يقعد يستمر في العمل والاداء والجري في الملعب دون الشعور بالتعب وهكذا. ما عندناش يعني المفروض يبقى عندنا فنيين في ده، وكل انديه العالم كده على فكره، وكل لعيبه الكوره اللي في اوروبا وفي امريكا اللاتينيه وفي اسيا كلهم دلوقتي قدراتهم البدنيه وقدراتهم الفسيولوجيه وقدراتهم العقليه المرتبطه بمستوى سنهم ومستوى طولهم ووزنهم، كل ده مرايه كامله موجوده. احنا يعني لما بنشتري لعيب من اي حته، اي نادي بيشتري لعيب من اي حته، ممكن فجاه تلاقيه بيلعب اول ماتشين ويبقى مصاب. طب انت عملت قياسات لا اجراءات طبيه حقيقيه عشان تتاكد من سلامته البدنيه والصحيه وهكذا؟ يعني في دلوقتي الامور بقى فيها وعي اكتر، وقت الانديه تلجا لده اكتر، بس قبل كده ما كانش فيه ده خالص. بتشيل لعيب على انه بس كان مهاري شويه وبيرقص حلو فخدته، وفي الاخر تبص لايه بقى خلاص اتصاب وقعد. فانا عايز اقول لك ان لا الكوره دلوقتي كل المدربين في كل الدنيا لو ما عندوش بعد فلسفي ورؤيه ما بيبقاش ناجح. بص كل مدربين اوروبا، بص لهم كلهم، مش شرط يكون خريج جامعه على فكره، ومش شرط يكون يعني خريج اوكسفورد ولا خريج، لا خالص، ده بس عندهم فهم لمعطيات تدريب لاعبي كره القدم بشكل فلسفي وبشكل مختلف. وعلى فكره مش هو لوحده اللي بيشتغل معاه، جهاز مكون من 20 30 واحد، ده اخصائي نفسي، ده اخصائي تحليل حركي، ده اخصائي فيسيولوجيا، ده اخصائي تشريح، طبعاً. ده اخصائي كذا، ده اخصائي ادوات وملابس، ده اخصائي مش عارف ايه، ده اخصائي حتى المشكلات اللحظيه اللي بتنشا 30 في بيصل بعض الانديه ل 32 و35 كمان واحد. المدير الفني هو الواجهه، هو الواجهه، هو معاه يمكن حد قريب المساعد او بتاع اللي بيتشاور بعض وبيتكلموا، انما كل دول دواعم، كل دول عمل بيدي زخم. انا فاكر التصريح قبل كده لارسن فينجر المدير الفني لارسنال سابقا، قال الجهاز الفني ده احنا بنعتبره شركه. بالظبط، شركه بمعنى ان الهيد كوتش ده المدير الفني هو المسؤول عن الشركه، لكن الشركه دي شامله بقى كل الاختصاصات اللي بتشتغل مع المدير الفني، ما بين مساعد، ما بين سكاوتنج، ما بين جهاز طبي، ما بين جهاز اداري، جهاز معاون، جهاز طبي، جهاز تغذيه، كل المدرب حراس، كل دول شغالين، وحتى السكاوتنج لوحده ممكن يكونوا 10. صحيح 10 اشخاص، فدول كلهم يعتبروا شركه، والمسؤول عن الشركه دي هو المدير الفني. بالظبط، والنادي لما بيتعاقد ما بيتعاقدش مع مدير فني، بيتعاقد مع هذه الشركه. صحيح صحيح، فالناس في اوروبا وصفتها بالشكل ده. طبعا، وعشان كده احنا حتى لو تلاحظ عندنا بدا في السنوات الاخيره يبقى عندنا محلل اداء ما كانش عندنا قبل كده، بقى عندنا مش عارف مخطط احمال ما كانش عندنا قبل كده، بقى عندنا معد بدني وعلى فكره تغذيه، بقى عندنا حد اخصائي تغذيه ما كانش عندنا قبل كده وهكذا يعني. بس الحاجات دي بدات عندنا متاخر، وفي نفس الوقت بدأنا احنا شويه مش بعمق ومش بفهمها العلم الحقيقي خالص. احنا بادئينها كمسميات، انما لو جيت قلت لي مثلا الراجل اللي قاعد بيحلل الاداء، المفروض مثلا عندك الفرقه بتاعتك وعندك باك يمين وباك شمال وعندك مساكين وعندك لعيبه خط وسط وعندك فراوده وعندك مهاجمين، عندك الباك يمين طالع راجع وعمل مجهود كبير قوي، طالع راجع طالع راجع، المفروض انت بتحسب له هو عمل يعني قطع كم كيلو متر في المباراه، تحمل السرعه اللي بيعمله على طول ده على الخط، ده تحمل السرعه، ده صفه بدنيه على فكره، عملها عمل كام كيلو في الاخر وعملها بكم مره،
وبتطلب من المدرب في الوحده في التمرين بكره انه يبعده عن السرعات القصيره والتردديه دي، لانه بذلها امبارح كتير قوي، وبالتالي مجموعه العضلات اللي اشتغلت في الاداء ده مجهده جدا، وبالتالي اعمل له حاجه عكسي ده خالص. وهنا الموضوع يعني صياغه الوحدات التدريبيه بشكل يناسب كل، يعني انت عندك خلاص المحللين الاداء طلعوا باحصائيات كبيره جدا، خلاص انا راجل باك يمين طلعت ورجعت طلعت ورجعت طلعت ورجعت، وبالتالي انا تحمل السرعه ده خلاص بكره انا مش هاخد تحمل سرعه خالص، انا هاخد حاجه ثانيه خالص، هاخد حاجه ثانيه خالص، اخد حاجات بقى الاسترتشات واطالات ومرونه ومش عارف ايه وبتاع وكده عارف، انما ابعد عن ده. لا عندك سنتر فيرود مثلا كان لعيب المهاجم بتاعك يطلع كل بعد كل كورنر ويطلع وينزل ويطلع وينزل ويطلع وينزل، وبالتالي برضه القوه المزه بسرعه اللي هو الصعود ده انت بذلت فيه مجهود كبير جدا، ما جيش بكره في التمرين برضه خليك تطلع وتنزل، ما ينفعش. هنا دور محلل الاداء انه بيصيغ او بيدي كونكلوجن للجهاز اللي الهيد كوتش بيديله، بيقول له فلان بيستبعد منه كذا وفلان بيستبعد منه كذا وفلان بيستبعد في الصفات البدنيه، على فكره عارف الصفات البدنيه يعني في اللياقه البدنيه، ابعدوا عن التحمل السرعه، ابعد ده عن قفز بسرعه، ابعد ده عن كذا، وبالتالي يبقى كل واحد له فرديات معينه هو بعيد عنها. ده جزء من رساله الدكتور حضرتك عملتها في طرق تدريب الناشئين في جامعه موسكو؟ ده تقريبا مش جزء بس، هي فكره من رساله الدكتوراه، هي فكره. هو انا كنت شغال في موسكو على انا كنت شغال على الناشئين بتوع نادي سبارتاك موسكو. تمام. دول كانوا عينه البحث بتاعي. الناشئين اللي في نادي سبارتاك موسكو. وكان طبعا امكانيات النادي ضخمه جدا. وعدد الناشئين كتير جدا والمراحل العمريه مختلفه جدا. انا كنت بعمل تطور المستوى القوه المميزه بالسرعه كصفه بدنيه اللي بتكلم عنها دي. تمام. ان اللعيب بيسيب الارض ويطلع اعلى مسافه لفوق، او بيسيب الارض ويروح اطول مسافه لقدام، او بيسيب الارض ويروح اعلى اطول مسافه للجنب اليمين، او بيسيب الارض ويروح اطول مسافه للجنب الشمال او للخلف. دي القوه المميزه بالسرعه، على فكره دي ملح الطعام في اللياقه البدنيه، القوة المميزة بالسرعة. ومفيش نشاط رياضي يستغني عن القوة المميزة بالسرعة ابدا. تمام. انا بس عايز اسالك سؤال، لو انا جبت اي باحترامي كل الناس على فكرة كل الناس سؤال سهل الاول ولا صعب؟ لا 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 ده انا مجرد بس في سياق الكلام يعني. تمام. باحترامي كل الناس وكل من يعمل في مجال التدريب الرياضي، انا يعني نفسي كل اللي من يعمل في هذا المجال يفهم معنى وفكرة أن الفوز في الرياضة وفي كرة القدم تحديدا دائما يبقى للأقوى والأعلى والأسرع. ده مثلث الإنجاز. أنت عايز تقول إن دي نظرية؟ طبعا ده مثلث الإنجاز في الرياضة. وفي الكرة تحديدا. القوة المميزة بالسرعة هي الأقوى وهي الأعلى وهي الأسرع. إذن هي ملح الطعام بالنسبة للإنجاز في كرة القدم. أنا نفسي يعني المدربين في دورات طبعا بتعمل صقل ليهم وكل حاجه ومعظمهم حتى الشباب منهم دلوقتي بقى يحضر، واللجنه الفنيه بذل مجهود كبير بصراحه، والدكتور محمود سعد عامل مجهود كبير، بس انا نفسي هم بالاضافه للدورات اللي بيعملها الاتحاد الافريقي مع الاتحاد المصري اللي هي الرخصه الدوليه السي والبي والايه، طبعا الفتره الزمنيه بتقضيش انه ياخد كل معطيات التدريب الرياضي والباك جراوند بتاعها والخلفيات العلميه ليها. لا هم المفروض يقروا اكتر، حتى اللي اذا كان حد فيهم مش تربيه رياضيه فيتثقف برضه في 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 يقرا كتب التدريب الرياضي، يقرا كتب علم النفس الرياضي، يقرا كتب التشريح الوصفي الوظيفي للرياضيين، يقرا في الميكانيكا الحيويه للرياضيين وهكذا، لان هتديله فكره كبيره جدا عن استخدامات هذه النظريات في تطوير مستوى اللاعبين. لما يجي مثلا يعمل اختبار عايز يشوف مثلا الاولاد مين اللي بيطلع اعلى مسافه لفوق، المفروض ان هو بيعرف في اختبار بيقيس ده، على الاقل يبقى معاه مساعدين شغالين يقولوا لهم حددوا لي مستوى الصعود لفوق عند كل ولاد، عشان انا دلوقتي الكور اللي في الهواء دي كلها عايز تبقى بتاعتي. عايز استحوذ عليها. ده بقول لك 40% او دلوقتي كان يمكن قلت شويه نسبه بتحاول 30% من عدد التمريرات في المباريات وخصوصا في الدوري بتاعنا بتبقى كرات في الهواء. طب انا عايز استحوذ على الكرات اللي في الهواء، اذا لازم عندي قوه بذل بسرعه مختلفه. تمام. عايز عندي الولد يعمل تكف وارتقاء لاعلى بشكل احسن. فنفس المدربين شويه يهتموا بعناصر اللياقه البدنيه ويفهموها فهم حقيقي ويحطوا تدريبات بدنيه معينه ومقننه وموجهه لتطوير الصفات البدنيه دي، عارف. والصفات البدنيه طبعا بتشكل في الاخر منظومه اللياقه البدنيه. منظومه اللياقه البدنيه دي هي اللي بتحسم نتائج المباريات على فكره، مش المهاريين على فكره، الاقوى هو اللي بيحسم على فكره، الاقوى في الكوره هو اللي بيحسم، الأقوى مش المهاري. الاسرع هو اللي هيحسم مش المهاري.
الاعلى هو اللي هيحسب الشمات. انت مهاري جدا بس الكوره مشتركه بيني وبينك وهي فوق مثلا ارتفاع 2 متر وانا طلعت وحطيت وانت طلعت لحد كتفي مين اللي فاهم وانت مهاري جدا عني. اذا الصفه البدنيه اللي حسمت فالصفات البدنيه وكل اوروبا دلوقتي اهتمت بالصفات البدنيه. هي نظريات في الكوره هي نظريات في الكوره وهي نظريات في الرياضه وفي كل الانشطه مش في الكوره بس على فكره وفي كل الانشطه يعني. طيب ارجع بقى لجزئيه الدوري ومنطقه الشرقيه والمراقب ودور المراقب. الفتره الجايه في توقف للدوري، هل بيبقى في محاضرات للمراقبين؟ هل بتطلعوا على لوائح وبتشوفوا الجديد؟ هل بيبقى في حلقه وصل ما بين المراقب مع المنطقه ولا مع الاتحاد؟ كيفيه العمل في هذا الشان؟ لان على فكره الجزئيه دي من الجزئيات الخطيره جدا لانتظام شكل اي مسابقه. لا هو لجنه المسابقات طبعا بتعمل اجتماع بالمراقبين وكنا في اجتماع قريب على فكره يعني، وكان برضه قبل كده مع الكابتن الحاج عامر برضه كان بيبقى في اجتماعات دوريه. طبعا اجتماعات دوريه مش اجتماع يعني في بدايه الموسم وبس. لا 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 اجتماعات دوريه يعني مرتين في كل كل دور من ادوار الدوري يعني. يعني في الدور الاول في اجتماعين، الدور الثاني في اجتماعين، لان لو في مثلا بعض الامور اللي استجدت خاصة بقانون اللعبه، ساعات الاتحاد الدولي كان بيغير بعض الامور فبيديك برضه فكره عن ان الامور التعديلات بيها طبعا التعديلات الجديده. وفي نفس الوقت برضه بيبقى في يعني تاكيد على دور المراقب لان هو ترمومتر نجاح المباراه. هو اللي بيتعامل مع الامن بشكل مباشر، هو بيتعامل مع المنسق الامني بشكل مباشر، هو بيتعامل حتى مع كل القيادات اللي موجوده، بيتعامل مع الفريق اداره الاستاد اللي فيه المباراه بشكل مباشر، هو بيتعامل مع الاعلام بشكل مباشر، وبالتالي لازم يكون على درايه بكل حاجه لها علاقه باخراج المباراه بشكل جيد. فكل ده بيبقى موضوع فيه بعض التوعيه وفي بعض الارشادات وفي بعض كذا. يمكن مع اللجنه الجديده والاخ حسام الزناتي عمل اجتماع برضه كان اجتماع كويس، وجاب حد من الاتحاد الافريقي تقريبا برضه شاب مصري كده كويس اتكلم برضه فيه على بعض الامور الخاصه بالمنسق عام المباراه وبمراقب المباراه. زي ايه مثلا؟ يعني ايه الادوار اللي بتتكلفوا بيها او بيبقى فيها ارشادات ليه؟ الاول طبعا المفروض ان انت بتروح قبل المباراه بفتره، ممكن تروح قبل المباراه بيوم على فكره، يعني مثلا انا مكلف بمباراه في بيتر سبورت المفروض اروح مثلا، انا مكلف الاثنين الماتش يوم الاحد مثلا اروح يوم السبت، تعاين المكان تعاين الملعب وعاين غرف خلع الملابس وعاين غرفه المراقب وعاين غرفه المطور الصحفي واشوف مين اللي هيبقى مسؤول على استقبال الضيوف، واشوف مين باب المقصوره مؤمن بشكل كويس والضيوف الموجودين هيبقوا ازاي، اشوف ارض الملعب صالحه ولا كل ملعب تجهيزات المؤتمر الصحفي هتبقى موجوده لا، كل الامور دي المفروض ده دور المنسق او المراقب يعني. لان احنا برضو عندنا احيانا الوضع يكون يعني شويه مش يعني ما هو ما بيستدعيش انك تروح قبلها بيوم، فانت بتروح قبل المباراه بساعتين او بثلاثه. تمام. تروح قبل المباراه بساعتين او بثلاثه تتاكد من كل هذه الاجراءات وتتاكد من سلامه كل هذه الاجراءات، تتاكد من كل حاجه سواء يعني حتى لو مباراه منقوله تلفزيونيا بتاكد مين القنوات اللي هتنقل، بتاكد من الصحفيين مين اللي معاك كارنيه ومين اللي معهوش عارف، ومين اللي من حقه موجود في الملعب واللي مش من حقه موجود، حاجات كتير بتبقى بتلعب دور كبير قوي. المراقب لها دور بس هل في ادوار تانية المفروض بيكون في اشخاص تانية موجودين مع المراقب في المباراه؟ يعني دايما بلاحظ في الدوري المصري المراقب وبس، قليل جدا لما بلاقي ان في منسق امني. لا فيه بس في المباريات الكبيره وبيبقى موجود بس هو، وفي مراقب حكام على فكره، مراقب الحكام بيبقى موجود في الملعب في المدرج، موجود في المدرج طبعا، موجود في المدرج بس بيقيم الحكم. والمنسق الامني برضه موجود في كل المباريات 90% غالبا كل المباريات اللي انا راقبتها كان فيها منسق امني، كان فيها منسق امني فيها. بعيدا عن الاهلي والزمالك ده اللي اقصده. طبعا يعني مثلا انبي ودجله بيبقى فيها منسق امني يعني، لان اصل الماتشات اللي برضه حتى لو بدون جمهور بس الفرقتين اللي ليهم خلفيه جماهيريه كبيره وحتى لو الموجودين في المقصوره مش عدد كبير بس البطوله احترافيه، ده بيستدعي وجود منسق امني طبعا. انا 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 لا ما اقدرش اكذب لان ما راقبتش مثلا دجله والداخليه مثلا وكان في منسق امني ولا لا. طب كنت معظم المباريات اللي حركت ايه؟ يعني معظم المباريات اللي خدتها يعني خدت ماتشات كتير، الاهلي والزمالك وانبي والاسماعيلي والمصري والمقاولين، لا خدت ماتشات كتير طبعا. طب على مدار المواسم اللي فاتت يعني. بالظبط كده. بالظبط. طب مباراه زي الاهلي والزمالك لما بتشتغلها كمراقب للمباراه، الاطار العمل اللي بتشتغل فيه والناس المعاونه او الناس اللي بتشتغل معاك؟ لا هو احيانا بيتعين للاهلي والزمالك اتنين مراقبين مش واحد بس. مش واحد بس. وده بيبقى مطلوب. انا راقبت الاهلي والزمالك اللي كان نهائي كاس مصر اللي الزمالك كسبه. تمام.
من حوالي 3 سنين تقريبا. الزمالك في برج العرب ورياضه الاهلي والزمالك بتاع الدوري السنه اللي فاتت واللي الاهلي كسب. فلا هو 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 برضه متخصص بقى مباريات قمه. لا لا بالصدفه بالصدفه بالصدفه. انما هو يعني هو عبء مباراه الاهلي والزمالك عبء طبعا. هو بيع المراقب عبء كبير جدا على فكره. طب لو اثنين مراقبين التنسيق بيبقى ازاي؟ هل كل واحد مختص في فرقه معينه بيكتب فيها تقرير ولا الوضع بيبقى لا بنتفق على السياق العام وفي نفس الوقت كل واحد بيدون ملاحظاته وبنتفق بقى مين الاشطر في التكنولوجيا هو اللي يدخل التقرير وهكذا يعني. انما او ممكن احنا الاثنين كل واحد يدخل التقرير بطريقته يعني في صفحته يعني انا المشتركات واحده يعني له صياغه واحده لان هو له صفحه وانا ليا صفحه تمام وبالتالي عادي هو كل واحد بيخش بيدخل تقرير. انما انا عايز اقول لك هو مش بس ماتشات الاهلي والزمالك على فكره ماتشات. انا مره راقبت الاهلي والزمالك والمصري في برج العرب وكان يميها برضو الدنيا متوتره جدا وكان تقريبا وحصلت برضو مشكله في المباراه وحصلت مشاكل. هنا الدور العبقري للمراقب انك مش هتخش تفض خناقه بس على الاقل بترصدها رصد حقيقي وموضوعي عشان كل مخطئ ياخد جزاء. طبعا ترصدها رصد حقيقي وموضوعي. احيانا قرار حكم او تقرير حكم بيجي عكس تقرير مراقب احيانا لان هو الحكم بيبقى جوه الملعب ممكن مثلا لعيب شتمه وهو طرده. طب هو شتمه وطرده انت ما عرفش قال له ايه هو اصلا. هو بيكتب هو قال له ايه على فكره. المراقب بيكتب هو اللي قصدي الحكم بيكتب اللاعب قال له ايه. اللاعب قال له ايه طبعا تمام. انا طردته ليه كذا تمام. فانا بيبقى عندي في التقرير طرد سبب الطرد سلوك غير رياضي سبب الطرد انذار تاني خلاص خد انذارين في الماتش وخرج سبب الطرد مش عارف بصق على زميله ايا كان. فانما تلجا انت الحكم عشان تعرف هو طرد ليه عشان تحطها جوه التقرير في خانه بتسال الحكم تساله طبعا بس. فهو وممكن الحكم بيكتب بعض الامور يقول لك مثلا ايه فلان شد فلان من كذا وفلان عمل كذا حاجات انت ما شفتهاش هو شايفها جوه الملعب. بس في مره حصل تضارب في واقعه معينه حكم كتب لا غالبا بيبقى تقرير مراقب وتقرير الحكم منسجمين غالبا يعني. لان انا ايام الحاج عامر كان دايما بلاحظ ان هو يقول لك بنعاني لما بيجي لنا التقارير بالذات تقارير الحكام بتبقى عكس الاحداث اللي بيكتبها المراقب. لان الحكم ساعات بيكتب امور هو شايفها اكتر جوه الملعب انت شايف من بره فانت يعني خدت الموضوع بشكله الخارجي وكتبت. يعني انا مره مثلا كتبت وشفت كان الاهلي والانتاج الحربي الاهلي والانتاج الحربي وكان لسه عماد متعب بيلعب وجاب جون ولما حصلت مشكله في اخر المباراه لو تلاحظ من سنتين ثلاثه من سنتين او ثلاثه حصل مشكله كبيره وخناقه كبيره. فانا يعني كنت قريب جدا من الواقعه قريب جدا 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 ويمكن حتى صور نزلت على المواقع انا وكان انا بحوش يعني انا موجود في وسطهم يعني كان انا بحوش بالظبط. فالدرجه حتى الله يرحمه محمد السباعي كان هو اللي بيذيع ويقول لك يعني لو مش الدكتور ياسر عزوز موجود كانت بقت كارثه. ما معناه يعني الله يرحمه السباعي الله يرحمه الله يرحمه فهو خريج تبارك الله زازيب بالمناسبه على فكره يعني. ف الواقعه دي انا كتبت فيها تفصيلات كثيره وكنت متوقع مثلا اللعيب الفلاني هيعاقب واللعيب الفلاني هيعاقب عقاب اشد او اقل وهكذا. ففوجئت مثلا ايه ان لا في لعيبه عوقبت وفي اداريين عوقبوا طبعا عارف بايقاف مباريات 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 لا في حد كان عامل كان فعلا يستحق الايقاف ما لفش خد حاجه خالص. مش عشان حاجه يمكن مثلا يمكن تقرير الحكم انصفه ممكن يكون تقرير الحكم ده اللي انا اقصده بالظبط كده بالظبط ممكن يكون تقرير الحكم انصفه. فممكن الاسترجاع ده في يعني ممكن اثناء المباراه الحكم عنده خلفيه للاحداث اللي ممكن تحصل بعد المباراه. ازاي؟ يعني مثلا الواقعه اللي حصلت بعد نهايه الماتش كان ليها سبب جوه المباراه فالحكم عارف سببها. لا هو جون واعتراض عليه وبتاع ومش عارف ايه وهيصه وخناقه وجري ورا بعض وكلام يعني ايا كان بس بيحصل ساعات بيحصل طبعا. فهتلاقي مثلا ايه يمكن المشترك بين التقرير وبين التقرير الحكم هو اللي خد عقوبه. لو هو اللي كاتب حاجه معينه وانا ما كتبتهاش استبعدوها. لو انا كاتب حاجه وهو ما كتبهاش بيستبعدوها ممكن. ده انا ما اعرفش تفاصيل بالظبط بس ده ممكن. انا ما كان في لعيب بعينه مش عايز اقول اسمه ايه ده يعني لازم الحكم والمراقب تقريرهم لو في شخص واحد هنا بيتخذ القرار. يعني انا بقول مثلا محمد بصق على زميله الحكم ما كتبهاش ما خلاص ما يتاخدش عقوبه غالبا غالبا يعني. ولو الحكم كتب والمراقب ما كتبش برضه غالبا بالظبط الا اذا كانت موثقه بالفيديو واتشافت بقى خلاص ده دلوقتي حتى الوصول للسوشيال ميديا مش فيديوهات موثقه او الشريط الاساسي طبعا فدلوقتي بقت السوشيال ممكن ممكن للحكم يكتب والمراقب يكتب على فكره
ما شافهاش بس في حد وثقها، حد صورها. لا اصل طالما ما اتصورتش اللجنه اللي بتاخد العقوبه او بتاخد القرار، هنا القرار بالنسبه لها مش هيبقى اكيد، لان هي لقيت الحكم كاتب بس المراقب ما كتبش او العكس. فبيبقى عندها شك او ذريعه كده ان لا مش اكيده طالما ما حدش اكد المعلومه. طبعا. حضرتك كمراقب مع فكره ان اللجنه تاخد بالسوشيال ميديا اي فيديو مرفوع على السوشيال ميديا طالما مش شريط المباراه الاساسي؟ مع لا. الفكره دي؟ لا. ليه؟ لانها فكره غير رسميه اصلا يعني. انما هو غير رسميه؟ طبعا يعني. عايز اقول لك ايه، انت يعني اصل هو الهدف من كره القدم زي قلت المتعه. تمام. وان المتعه سواء لمن يمارس كره القدم او من يشاهد كره القدم او من يدير كره القدم. تمام. هو موضوع ممتع كله اكيد عارف. ف اذا كان تقرير المراقب وتقرير الحكم لم يدينوا فلان بس فلان وهو طالع عمل اي حركه لا شافها المراقب ولا شافها الحكم ومصور صورها ولا شيت المباراه الاصلي جابها ايه الداعي ان انا الجا الى صوره غير رسميه خارج اطار شرعيه المباراه اصلا او فيديو طبعا واخد عليه عقوبه او اعمل عليه مشكله. فاللي انا اقصده هو الالتزام بشريط المباراه كما يصورها التلفزيون المصري او كما تصور لان انت هتحتاج كمان ناس لان انت ما بتقدرش تقول مختصين في التقنيه يقول لك اذا كان ده صوره حقيقيه او فيديو حقيقي ولا صوت متركب ممكن فوتوشوب مثلا. فانت بتلجا الى المصدر الرسمي للمباراه وهو تصوير التلفزيون المصري بس. ده راي شخصي يعني. انما المصورين ممكن فيهم ناس مبدعين جدا ولاد هايلين جدا بيصور لنفسه حاجات مش عارف ايه، لا واحد عامل حركه معينه بصوره كويسه يخش بيها مسابقه يخش بيها بتاع، ده موضوع ثاني. انما ما اخدش فيه هنا في 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 المباراه وفي احداثها وفي تقريرها. هل في اجتماع المراقبين تطرقتوا للموضوعات ديت او قلتوا وجهات نظركم في الموضوع ده؟ طبعا. لا اتكلمنا مثلا يعني على ان ما بقاش حد موجود جوه الملعب الا اذا كان تبع وكاله انباء او تبع جرمان او تبع موقع رسمي وعنده تصريح رسمي وعنده كذا. وجودهم في الملعب بيبقى في المكان الفلاني وبعيد عن كذا، وفتره وجودهم قبل المباراه بتبقى كذا، بعد احيانا هم حتى بعد المباراه بيتسابقوا على المديرين الفنيين بيتسابقوا مع المديرين الفنيين عشان ياخدوا احاديث سواء من المدير الفني او من بعض اللعيبه النجوم وبتاع، وده برضه بيخل بالشكل العام عارف. هو بيعمل سبق اعلامي عشان يوديه القناه بتاعته. انا ممكن اعطل المدير الفني عليه انه يجي المؤتمر الصحفي مثلا، فيضطر المدير الفني انه يجي متاخر. تمام. فيعني حاجات كده. طيب دكتور ياسر، اخر سؤال واختم معاك. قريت بيان اتحاد الكره وحضرتك جاي في الطريق عشان الحلقه. قريت طبعا. بكل امانه وبكل صراحه، متفائل ولا في بعض المسميات في البيان قلقتك من اللي جاي؟ شوف انا يعني خلينا موضوعيين جدا يعني. ايوه. انا لا الوم النادي الاهلي ابدا في بيانه ولا الوم اتحاد الكره ابدا في بيانه. ليه بقى؟ لان كل طرف من الطرفين له حقوق وعليه مسؤوليات تجاه كره القدم يعني. الاهلي له حقوق كتير وعليه مسؤوليات كتيره جدا لكره القدم المصريه. اتحاد الكوره له حقوق كتير جدا وعليه مسؤوليات جامه. تمام. على مستوى كل الانديه واللي بتمارس كره القدم سواء من الدوري الممتاز حتى الدرجه الرابعه. تمام. اللي انا عايز اقوله اتحاد الكوره او اللجنه الموجوده لجنه محترمه تدير كيفما تشاء، لجنه مكلفه بالاتحاد الدولي، المفروض انها لجنه محترفه على فكره. لجنه محترفه طبعا. وساب وجوده بتسيير اعمال كره القدم في مصر حتى واجراء انتخابات لمجلس جديد. تمام. وبالتالي هم من حقهم انهم يحطوا كل الضوابط اللي في الاخر الاتحاد الدولي مش هيلومهم عليها على فكره. انما هو عمره ما يحط بعض الامور اللي تضعه في مازق مع الاتحاد الدولي اللي مكلفه. اكيد. وبالتالي احنا ممكن نفهم ده على انه تعنت ضد الاهلي او ضد الزمالك او ضد كذا او ضد كذا. الاهلي من حقه يحافظ عن حقوقه، الزمالك من حقه يدافع عن حقوقه وهكذا. اذا تعرضت هذه الحقوق مع الواجبات اللي مسؤول عنها اللجنه الخماسيه بتحصل مشاكل، او مع اللي موجود الواجبات اللي موجوده في اتحاد الكوره بتحصل مشاكل. وبالتالي بيان الاهلي كان بيان محترم، وبيان اتحاد الكوره اللي طلع النهارده يدافع عن حقوقه ويؤصلها ويؤكد عليها. وعلينا ان احنا خلال الفتره التسيير الاعمال دي نحترم المسؤوليات، يعني كل طرف يحترم مسؤولياته. والهم من كل ده نحترم اللوائح، ولكن طبعًا اذا طبعًا وجدت ان شاء الله واذا لم تكن هناك فيها اي تضارب. اكيد باذن الله. باذن الله. دكتور ياسر عبد العظيم انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق لك وفي الفتره الجايه. ودور المراقبين في المباريات مهم جدا جدا، ولسه المشوار طويل. لسه. وان شاء الله ما يكونش في احداث في الفتره الجايه لا تعكر صفو الدوري. صفو الدوري باذن الله. ان شاء الله. خلينا نتمنى ربنا سبحانه وتعالى عندنا كره قدم حقيقيه نلعبها زي كل العالم بيلعبها باذن الله. وعايز اختم معاك، كره القدم وجدت للمتعه
مش للتناحر والتنافر ولا أكيد. والمشاكل اليوميه ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا دكتور ياسر. فقره كانت مهمه جدا مع دكتور ياسر عبد العظيم، وبصراحه وجوده النهارده معانا في التوقيت ده وفي الاحداث اللي احنا بنعيشها مهمه جدا، لان احنا سمعنا اراءه في موضوعات ناس كتير ما بتتكلمش فيها، دور المراقب، دور الحكم، التقارير اللجان بتاخد بقى ايه بالظبط، رايه كمان في فكره السوشيال ميديا والفيديوهات اللي هي بعيده عن الشريط الاساسي للمباراه. كل الاحداث دي على فكره مهمه جدا، لان الموسم لسه طويل وفي احداث كتير هتحصل، فمهم جدا نوثق الكلام ده واحنا لسه مستمرين في الدوري العام. كمان الجزء بقى المتعلق بالجزء الاكاديمي بالنسبه للعيب او بالنسبه للاعب الكوره او حتى بالنسبه للرياضي، ده مهم جدا، لان الجزء الاكاديمي مع الجزء العملي مهم جدا عشان الرياضه او الكوره تبقى صناعه، وده اللي بيحصل في اوروبا. الناس كلها في اوروبا بتشتغل على ان اللعبه عباره عن صناعه، الصناعه دي بتجيب فلوس، مداخيل ماليه، في النهايه بتبقى ميزانيات دول بتقوم على هذه الصناعه في دول كتيره جدا بتعتمد على الرياضه وكره القدم كمصدر ومدخل اساسي لميزانيه اي دوله. كل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في المرحله القادمه، توقف دوري، اجنده دوليه، استعداد مختلف للمرحله الجايه، لكن ان شاء الله الرزنامه والاجنده للنادي الاهلي بعد 25 نوفمبر تكون انطلاقه قويه على نفس القياس اللي بدأ به الأهلي إن شاء الله بداية هذا الموسم، والنادي الأهلي إن شاء الله هذا الموسم يحقق كل الطموحات اللي ترضي جماهيره، إن الجماهير النادي الأهلي دايما عارفة إيه الطموحات في الفترة الجاية، دوري، بطولة إفريقية، وكل البطولات بإذن الله تكون نصيب النادي الأهلي. بعد الفاصل زميلي العزيز عمر ربيع ياسين والفقرة الحوارية الأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، وفي استضافته أحد نجوم ولاعبي النادي الأهلي السابقين، تابعوها في هذه الفقرة. شكرا والتقي بكم على خير إن شاء الله في حلقات أخرى قادمة من برنامج الأهلي الليلة. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الفقره الحواريه الثالثه مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي هنتكلم معاه بقى شويه في كوره، وهنتكلم معاه فنيات، وهنتكلم معاه على التوقف الدولي اللي جاي سواء لمنتخب مصر الاولمبي المشارك في بطوله الامم الافريقيه المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020، او حتى مشوار منتخب مصر في تصفيات امم افريقيا القادمه ان شاء الله. طبعا نجمنا اللي مشرفنا ومنورنا هو الكابتن ابو المجد مصطفى نجم النادي الاهلي. كابتن برحب بحضرتك. حبيبي عمر، ربنا يخليك. حضرتك ايه، كله تمام؟ الحمد لله تمام بخير، ربنا يخليك. عامل ايه في المطره؟ والله الحمد لله خير. طبعا يا كابتن توقف اكيد يعني بعد احداث وبعد ازمات اخيره، لكن خلينا نتكلم دايما في المستقبل ونتكلم في الجانب الايجابي من التوقف الخاص بالمنتخبين، المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. في البدايه شايف التوقف هل هو ايجابي ولا هو سلبي في التوقيت الحالي؟ يعني طبعا هو اكيد هيكون ايجابي للمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، لكن طبعا هيبقى سلبي طبعا على الدوري وانتظام البطوله، ويمكن كانت من اهم الحاجات اللي الناس كانت بتتكلم عليها او سلبيات اللي كانت بتتكلم عليها السنه اللي فاتت والموسم اللي عدى، فكره ان البطوله مش منتظمه، فانت الاداء الفني للعيبه وللانديه ما بيبقاش في المستوى اللي الناس بتتوقعه او النجاح اللي انت بتتوقعه في من خلال البطوله، وده طبعا سبب التوقفات الكتيره، وده بيأثر طبعا بالسلب على الاداء الفني للفرق وللعيبه. لكن انت في ظروف دلوقتي طبعا في تصفيات الاولمبيات ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله ان شاء الله من 8 ل 25 نوفمبر، فطبعا يعني بتبقى غصب عنك ان انت عندك لازم يحصل طاق في الفتره اللي جايه عشان تقدر تجهز اللعيبه، وخلاص البطوله ان شاء الله هتبدا، فمتهيالي يعني دي يعني بيبقى غصب برضو عن الناس او الاداره اللي موجوده ان انت تقدر توقف، او دي حاجه مش بايدك ان انت تقدر توقف في اي وقت. يعني كابتن ابو المجد، انا كان معاك كابتن احمد ابو مسلم من نفس الجيل العظيم اللي حقق الميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم في الارجنتين، فسالته واخدته على ناحيه المنتخب الاولمبي، وانا دلوقتي وانا مع حضرتك اكيد طبعا عايز اتكلم في جزء خاص بالمنتخب الاولمبي، بما ان حضرتك يعني لعبت بطوله افريقيا حصلت عليها، لعبت بطوله كاس عالم للشباب، لكن مع كابتن شوقي في نفس التوقيت، كابتن شوقي لعب بيكم تصفيات اولمبياد ولم يحالفكم التوفيق والحظ ولم تتاهلوا، كان عندكم يعني ما كنتوش موفقين في الفتره دي،
هل حضرتك شايف حتى لو فتره بعيده هل حضرتك شايف ان كابتن شوقي يعني ممكن كتير ما يكونش اتكلم في النقطه دي لكن ممكن يكون كابتن شوقي استفاد من تجربه المنتخب في التصفيات في الوقت الحالي بالرغم من انها كانت تصفيات ومجموعات لكن دي بطوله امم افريقيا هل الكابتن شوقي ممكن يستفيد ويعرف كانت اخطائه فين وعدم تاهله ممكن يستغل ده مع المنتخب الاولمبي وبما ان حضرتك يعني لعبت فممكن تتكلم معايا وكمان تقيم التجارب اللي كابتن شوقي جربها في الفتره الاخيره. بص عمر يعني انا شايف ان الفترات مختلفه وكانت الظروف مختلفه يمكن احنا في الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها مع كابتن شوقي غريب يمكن الجيل بتاعنا قعد فتره كبيره جدا بنتمرن مع بعض وبنلعب ماتشات وديه والتجمعات بتاعتنا كانت او الاحتكاك بتاعنا كان قوي مع منتخبات قويه في افريقيا وفي اوروبا وفي امريكا فانت كان الاعداد بالنسبه للمنتخب دوت كان من البدايه انا شايف ان هو كان اعداد جيد كابتن شوقي غريب يمكن كان عامل حاله محترمه جدا وبيتفرج على لعيبه مصر كلها ولغايه لما استقر على المجموعه بتاعتنا ويمكن احنا السبب نجاحنا ان احنا قعدنا مع بعض فتره طويله يمكن حفظنا بعض يمكن الحمد لله كان الفتره ديت كنا بنلعب على مستويات عاليه فيمكن ده اللي فادنا واحنا كنا لسه اولاد صغيرين كنا بنلعب فرق كبيره وبنلعب منتخبات كبيره فكان فكره الرهبه او الاحتكاك الحمد لله احنا عديناه من بدري عشان كده لما بدات تلعب تحت ضغوطات البطوله او على المستوى العالمي كان بالنسبه لنا الموضوع عادي جدا وكان بالنسبه لنا الحمد لله ادينا بشكل كويس وعملنا حاله الحمد لله الناس يعني اتكلمت علينا بشكل كويس وعلى ادائنا وعلى اللعيبه في الفتره ديت لكن اختلفت شويه لما بدانا نعدي مرحله الشباب ودخلنا في مرحله المنتخب الاولمبي من ناحيه يا كابتن اختلفت من ناحيه ان انتوا فوق ان هو بدا ميداليه برونزيه فممكن شويه يكون الموضوع فرق معاكم مش كل المجموعه في الفتره ديت كملت في المنتخب الاولمبي يمكن كابتن شوقي عمل برضه احلال وتجديد للفرقه في الفتره ديت وانا شايف كانت من الحاجات السلبيات اللي حصلت طبيعي ان انت واخد بطوله او واخد ميداليه مركز. عالميه او مركز طبيعي نحافظ على المجموعه ونحافظ على القوام بتاع الناس انا شايف الفتره اللي بعد المنتخب الشباب ده ما حصلش يمكن دخل عناصر كتيره على الفرقه وكانت المده مش طويله يعني كانت الفتره مش طويله فانت ما قدرتش تاقلم المجموعه اللي داخله مع الناس اللي كانت موجوده من منتخب الشباب فيمكن ده اللي حصل في الفتره ديت دروب في المستوى ويمكن النتائج ما كانتش على المستوى المطلوب ويمكن ما نافسناش اصلا في المجموعه بتاعتنا فدي كانت مشكله. هل حضرتك شايف ان فوزكم بالميداليه ممكن يكون غير الاحلال والتجديد ممكن يكون عمل نوع من انواع الغرور شويه عند لعيبه المنتخب الاولمبي فخلى الموضوع بالنسبه لهم سهل او خلى تصفيات يعني احنا اخذنا برونزيه في كاس العالم ده ممكن يعني فاكيد احنا نصعد للاولمبياد فده جه عليكم بالعكس لا ولا الموضوع كان فعلا ملوش علاقه غير بشويه سلبيات بسيطه في الفريق زي حضرتك قلت احلال وتجديد بعد المجموعه اللي حققت نجاح بالظبط يعني انا شايف ان يعني الفتره ديت ما كانش فيه غرور لا ما كانش فيه فكره غرور ولا اي حاجه هي كانت كل المشكله ان انت لما دخلت بالمجموعه ديت جديده على المجموعه القديمه يمكن زي ما قلت لك الفتره ما كانتش طويله للتجهيز او الفتره ما كانتش كافيه عشان اللعيبه ديت تتاقلم مع بعض او تكون تحت السيطره يعني يمكن دي انا شايف ان دي كانت من السلبيات في الفتره ديت و ان كان في الفتره دي كمان عدد كبير عمر اللي دخل ما كانش عدد قليل يعني ابرز اللعيبه يا كابتن لو تفتكر كان كابتن عمرو زكي كان اعتقد كان لسه معاكم في اول تجاربه عمرو دخل محمود شيكو صح تقريبا صح مجموعه كبيره دخلت في الفتره ديت طب انت رضا متولي معاكم برضو ولا كانت صعد من منتخب الكابتن حسن تقريبا بس ولا ما لعبش لا ما لعبش اه ما لعبش يعني مجموعه طب يا كابتن هل حضرتك تابعت الاستعداد الاخير للمنتخب الاولمبي حتى اخر مباراه امام جنوب افريقيا يعني بصراحه بامانه هل حضرتك شايف ان مستوى منتخب مصر الاولمبي يؤهله
للصعود ضمن ثلاث مراكز يكونوا موجودين في اولمبياد طوكيو. وهل حضرتك شايف ان الكابتن شوقي حتى مع اختلاف الزمن واختلاف اللاعبين واختلاف السنين الطويله اللي عدت عليه الكابتن شوقي شايف ان هو ممكن يتعلم من بعض الاخطاء اللي ارتكبها في عدم صعود منتخب مصر الشباب في العصر بتاعكم الجيل الذهبي ده للاولمبياد وممكن يستثمره ويكرر زي ما نجح في كاس العالم وفي افريقيا ينجح على مستوى الاولمبياد ويصعب المنتخب؟ بص عمر يعني حسابيا البطوله على ملعبك مجموعه صعبه جدا انا فاهم غانا ومالي لكن انت برضو انا شايف من وجهه نظري ان انت معاك منتخب محترم معاك كابتن حته ارضك احنا خرجنا من دور 16 قدام جنوب افريقيا في منتخب مصر في الامم الافريقيه يعني دي كانت فتره دي كانت فتره بالظبط وليها ظروفها لكن انا بتكلم على منتخب اولمبي بتكلم على لعيبه عندها من الخبرات ان هي تقدر باذن الله توصل الجهاز الموجود وكابتن شوقي طبعا اكيد يعني من المدربين الكبار اللي يقدر يتعامل في الظروف ديت ويقدر يتعامل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوضع دوت. وخلي بالك هي فكره ان انت تلعب تصفيات في شكل مجموعات انا شايف ان ديت كويسه. يعني يا كابتن النظام القديم اللي حضرتك كنت بتقلك يعني شايف كان اصعب شويه البطوله اصعب ولا التصفيات اللي لا التصفيات كانت اصعب لكن البطوله متهيألي اسهل شويه. انت عندك مجموعتين بيصعد منهم اول وثاني واول وثاني يلعبوا قبل النهائي وقبل النهائي اللي يصعدوا نهائي خلاص وصلوا بالظبط لكن ثالث ورابع واحد بس منهم واحد اللي منهم بيصعد زي اولمبياد طوكيو بالظبط. فانا شايف من وجهه نظري دي اسهل عشان بطوله وفي هدف قدامهم وهي حصول على بطوله كاس الامم ولا حضرتك انت بيبقى عندك فرصتين ان انت اصلا بتطلع اول وثاني واول وثاني وبتلعب في التصفيات بيبقى عندك فرصتين ان انت لو ما طلعتش اول مجموعه هتطلع تاني ولو ما صعدتش نهائي ممكن التصفيات في الاول كان بياخد الاول بس تمام كان بياخد الاول بس فدي كانت اصعب كده فدي كانت اصعب لكن دلوقتي انت عندك فرصه ان انت تقدر لو ما دخلتش في اول مجموعه ممكن تتاهل تاني مجموعه فتبدا يبقى فرصتك اعلى فانا شايف ان دي اسهل شويه انا شايف الحمد لله اللعيبه يعني القدرات الفرديه بتاعتهم انا شايف المنتخب الاولمبي في قدرات عاليه اللعيبه كلها بتلعب في الدوري الممتاز واللعيبه كلها عندها من الخبرات وعندها من الحافز ان هو يقدر يعدي ان شاء الله الدور ويوصل ان شاء الله باذن الله للتصفيات وان شاء الله باذن الله يوصل باذن الله للاولمبياد. فانا شايف ان المنتخب تقييمي ليه الفتره اللي فاتت التجارب اللي اتعملت يعني انا شايف ان هي ناجحه بنسبه كبيره لكن كابتن شوقي غريب انا عارف يمكن طلع كان ليه تصريحات ان لسه برضو في عده ملاحظات على المنتخب وشغالين عليها فبتمنى لهم طبعا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه التوفيق وان شاء الله باذن الله يحاول يعني الهدف ان هم يوصلوا ان شاء الله. كابتن ابو المجد عايز اتكلم شويه عن النادي الاهلي وحضرتك تابعته مع مستر ريني فايلر بعد اربع ماتشات كانوا سبورت والزمالك وسموحه واسوان والنادي الاهلي يمكن بسم الله ما شاء الله يعني والانتاج الحربي كمان خمس مواجهات فانا بتكلم على اداء مميز وكل اشاد بمستر ريني فايلر عايز اعرف راي حضرتك في تقييمه بشكل عام للاداء هل حضرتك شايف انه مدير فني فعلا جاي يصنع تاريخ ومجد لنفسه وحضرتك عارف طبعا النادي الاهلي يعني بيعلي اي مدرب طبعا مفيش مدير فني بيعدي على النادي الاهلي وبيعلي الاهلي هو اللي بيعلى المدير الفني طبعا فانا حضرتك شايف ان مستر ريني فايلر ماشي في نفس النهج وماشي بنفس سياسه النادي الاهلي والفكر والثقافه اللي موجوده حتى عند الجمهور بص الانطباع اللي انا خدته عليه من اول يوم جه يشتغل في النادي الاهلي هو من المدربين اللي عارفه قيمه النادي الاهلي تمام وعارفه ان النادي الاهلي ما بيرضاش غير بالبطوله فمن البدايه لما اطرح اسمه ان هو يبقى موجود وبدا يشكل الجهاز بتاعه يمكن اصراره ان الجهاز اللي معاه معظمه يبقى كله
يعني كل سويسري بالظبط. فده حتى مدرب حراس المرمى، ودي يمكن لاول مره بتحصل في النادي الاهلي على ما اتذكر، ان هو يجيب كل الجهاز اجنبي. بالظبط، وبرده دي حاجه تحسب للنادي الاهلي ان هو يقدر يوفر له كل الامكانيات اللي تقدر تخليه ينجح، ودي طبعا دي يعني مش غريبه على النادي الاهلي. انطباع بقى الفني اللي جوه الملعب، انا شايف ان هو نجح بشكل كبير جدا، يمكن لعب ست مباريات، كسب الست مباريات بالظبط. فغير الاداء المقنع طبعا، زائد الحاجه الصعبه اللي حصلت في الفتره ديت، ان هو ما بيستقرش على تشكيل ثابت، بيغير في الفرقه باستمرار. ممكن تلاقي تشكيل الماتش دوت غير الماتش الثاني غير الماتش الثالث. عايز اضيف على النقطه دي يا كابتن، المرونه التكتيكيه اللي موجوده عنده، هل دي حاجه ممكن تزعل اللعيبه شويه؟ حضرتك عارف اللعيبه دايما بتحب تكون رجليها في الملعب على طول، لكن مرونته التكتيكيه هل حضرتك شايف ان لعيبه الاهلي تقدر تستوعبها على طول، وتقدر ان وهو كمان يقدر ان هو يفهمها للعيبه؟ في حاجه اسمها مرونه تكتيكيه، مش شرط اللي يلعب، احنا عندنا 3 ماتشات في الاسبوع مثلا، فمش شرط كل لاعب يلعب 3 ماتشات، انا عايز اوزع الحمل البدني على اللعيبه كلها اللي موجوده. هل حضرتك شايف تفسيرك لمرونته التكتيكيه دي عامله ازاي، وازاي تعامله مع اللعيبه في حته ان هو يوصل لهم ان انت مش كل ماتش هتلعب بسبب المجهود البدني وبسبب ضغط الماتشات، ان انت في نص عندك بطوله زي ما احنا شايفين بطوله مش مستقره بالزبط. ممكن يكون عندك ماتش مؤجل النهارده، ماتش يتلعب بكره، الدنيا مش واضحه لك، فبالتالي عندك ماتشات افريقيا وسفر بالساعات رايح جاي، فكل ده هو بيفكر فيه. فتعليقك على حته المرونه التكتيكيه دي ازاي؟ بص، هو اول حاجه لازم يكون هو من البدايه يشتغل على النقطه ديت مع اللعيبه، عشان يقدر يوصل للعيبه ان في وقت انت ممكن ما تلعبش الماتش الثاني عشان اريحك لحاجه ثانيه. فانا شايف ان هو لغايه دلوقتي هو نجح في دي، ان هو فكره تدوير الفرقه او اللعيبه في المباريات، انا شايف ان دي مش حاجه سهله، وشايف ان هو اشتغل كويس ونجح في ادارتها. ان انا ما حسيتش في المباريات اللي لعبها النادي الاهلي ان اللي بيخش من بره على الفرقه لسه بياخد وقت عشان يخش ويأدي وكده، لا، انا شايف ان هو نجح في ديت مع اللعيبه، وقدر يوصل الفكره ديت، وانا شايف ان ديت حاجه نجحت اللعيبه الفتره اللي فاتت، ان انا ابقى في استعداد ان انا ما بديش ايحاء للعيب ان انت موجود باستمرار او ان انت هتكون موجود في كل الماتشات. بالعكس، انا لو انت ما اديتش بالشكل اللي انا عايزه او بالطريقه اللي انا عايزها او بالتكتيك اللي انا محتاجه في كل مباراه، انا عندي حلول، وديت حاجه انا شايف ان هي ناجحه بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت، وودت حلول للنادي الاهلي وانعكست حتى على الاداء والنتيجه. يعني انت وصلت بتكسب 4 وبتكسب 5، فده ده 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 حاجه شايف ان هي نجحت الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. وزي ما قلت لك عمر، مش سهل على اي مدرب ان هو يقدر يوصل الفكر دوت لاي لعيبه، ومش سهل على اي لعيب ان هو يوصل بالفكر دوت او ان هو يبقى عنده القناعه ان انا مش 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 هلعب باستمرار. فدي حاجه طبعا تحسب له، ودي حاجه تحسب للجهاز الموجود طبعا، وانا شايف ان لغايه دلوقتي هو ناجح بشكل كبير جدا في ادارته للشكل العام الفتره اللي فاتت مع الفرقه. يعني طيب، لعبت مع كام مدرب يا كابتن في النادي الاهلي في الفريق؟ لعبت مع 3 مدربين. مين هم فاكر يا كابتن؟ لعبت مع مستر ديكسي، ماشي، الماني، مستر جوزيه طبعا، ولعبت مع مستر مانو جوزيه، ولعبت مع مستر بونفرير. طيب، مين اكثر مدرب اتالقت معاه وعمل طفره في مشوارك الكروي؟ اول سنه كانت مع مستر ديكسي. يعني مين اللي عمل طفره للكابتن ابو المجد في مستواه؟ المدرب اللي اثر معاك جدا واللي انت لحد دلوقتي بتقول ده ليه فضل عليا، بالثلاث مدربين او انت تالقت معاه كنت في قمه تالقك في الناحيه الباك رايت. زي ما قلت لك، المدرب الاولاني مستر ديكسي، يمكن هو كان مديني حريه شويه في الناحيه الهجوميه، كان بيديني الثقه على طول، وكنت الحمد لله الفتره ديت
كنت بلعب بصفة مستمرة، فيمكن دي كانت من أحسن فترات لي مع النادي الأهلي في وجود مستر. طيب أنا بسألك السؤال ده علشان خاطر رمضان صبحي وحسين الشحات كانوا موجودين هم الموسم الماضي، يعني بس الشكل اختلف تماما، يعني تماما يا كابتن، فهل حضرتك شايف ان فعلا المدير الفني ممكن يكون حتى نفسيا وفنيا يؤثر على اللعيب بالشكل الايجابي الملحوظ اللي احنا شايفينه؟ حسين الشحات كل مباراه يا اما بيسجل يا اما بيصنع، رمضان صبحي نفس الكلام بيصنع وبيهدف، تحركاته مختلفه، الفينشنج بتاعه على المرمى بقى مختلف، رمضان صبحي بقى يشوط بقى، يعني بعض النواقص اللي كان جمهور الاهلي معتقد ان هي ما بقتش موجوده في رمضان بقى يشوفها، وزي ما يكون رمضان فيرجن مختلفة ونسخة مختلفة تماما من رمضان صبحي. وأيضا حسين الشحات واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي، هل فعلا يا كابتن المدير الفني هو يعني رمانة الميزان أو العامل النفسي الأول والأكبر على اللاعب في تطوير مستواه وكمان حالته النفسية جوه الملعب؟ يعني أكيد طبعا، يعني أكيد المدرب بيبقى ليه دور كبير جدا على توظيف اللعيبة جوه الملعب وعلى الوصول بيهم لأحسن حالاتهم، ودي طبعا بتبقى يعني شطارة المدرب ان هو يقدر يوظف اللعيبة ويستخدمهم في الوقت المناسب. لكن انا برضو عايز اقولك على حاجة عمر، ان لو انت فاكر رمضان صبحي السنة اللي فاتت لما دخل معنا الاهلي دخل متأخر، وانا كان وجهة نظري ان هو ما كانش بالشكل المنتظر منه او الحاجة المتوقعة منه، ان هو برضو ما كانش جاهز بدنيا في الفترة ديت، فيمكن برضو دخوله متأخر مع الفرقة خد وقت كبير جدا عشان يوصل لحالته، ان رمضان من الناس اللي بتعتمد على القوة البدنية بتاعته عشان يخرج مهارته عشان يقدر يعمل الفارق في المستوى. يعني نفس الكلام حسين الشحات يمكن برضو كان لسه جاي جديد مع نادي الأهلي ودخل في 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 وقت برضو كان ظروف ضغط الماتشات وضغط الدوري، ويمكن السنه اللي فاتت طبعا انت شفنا كلنا ان الدوري كان ما كانش مستقر وكانت في ضغط مباراه افريقيا مع البطوله العربيه مع الدوري العام، فيمكن رمضان برضو يمكن حسين الشحات الناس كلها اتكلمت عليه ان هو من الصفقات طبعا اللي هي مش ما أدتش بشكل كويس اول ما جه، لكن الحمد لله يمكن انا من اول الناس اللي انا قلت ان حسين جاي وان هو محتاج وقت بس ان هو يقدر يتاقلم مع الفرقه بشكل كويس، حته الثقه والشغل مع الفرقه هتفرق معاه الفتره اللي جايه، ويمكن دوت لما حسين خد ماتشات كتيره جدا ولعب مع النادي الاهلي أداؤه اختلف، ويمكن كل ماتش عن ماتش مستوى بيزيد ويمكن بقى عنده ثبات حتى في المستوى بشكل كبير جدا. فأنا شايف إن طبعا زي ما أنت قلت المدرب عليه عامل كبير جدا، زائد الثقة اللي أنت بتديها للعيب أو إن أنت القناعة اللي أنت بتبقى عندك من ناحية اللعيب إن اللعيب ده فعلا لعيب كويس وهيفيدني، فيمكن دوت هو اللي بيفرق مدرب عن مدرب. ممكن في ناس تبقى بتنتقد عمر، لكن المدرب مقتنع بقدرات عمر فبيقدر يسنده وبيقدر ان هو يديله في ماتشات ويديله في 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 فنية في حاجات فنيه تفيده فبيصبر عليه فدي بتفرق معاه، ففي الاخر المستوى بيفرق فبينجح في رؤيته للعيب. فيمكن رمضان وحسين من اللعيبه طبعا اللي فارقين جدا مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، وبتمنى لهم يا رب التوفيق ان شاء الله. رؤيتك يا كابتن الفنيه اللي جايه او ايه هو المطلوب من النادي الاهلي فنيا خلال الفتره القادمه؟ من خلال توقف طويل المدرب مش هيكون مع لعيبه منتخب مصر الاولمبي، مش هيكون مع لعيبه منتخب مصر الاول، ايه اللي مطلوب من النادي الاهلي بعد التوقف عند بطوله افريقيا وبطوله الدوري؟ طبعا يعني زي ما قلت لك في البدايه ان اي توقف بيجي بيبقى مش في صالح الانديه، خاصه التوقفات الطويله بتبقى يعني خاصه النادي الاهلي بادئ بدايه كويسه في الدوري، يمكن انا شايف ان دي ممكن تضره بشكل كبير جدا فكره التوقف الطويل دوت. لكن فكره ان تجهيز اللعيبه او تعويض اللعيبه بالماتشات الوديه او
بالنواحي الفنيه اللي هيشتغل عليها المدرب ممكن تقدر تحافظ بشكل كبير جدا على مستوى الفرقه ومستوى اللي وصلت له اللعيبه الفتره اللي فاتت. زي ما قلت لك اكتر حاجه بتضر اللعيبه التوقف الكبير اللي هي الماتشات الرسميه دي بتجهز اي لعيب. فيمكن التوقف ده طبعا انا شايف ان هو مضر طبعا، لكن شر لابد منه طبعا غصب عنك المنتخب طبعا. طبعا غصب. طيب تقييم حضرتك لبطوله الدوري العام يعني بشكل عام، خصوصا الانديه اللي اول مره بتشارك في بطوله الدوري السنه دي بعد صعودها من دوري الدرجه الثانيه، لكن هي انديه طبعا زي اسوان نادي عريق، نادي طنطا نادي عريق، نادي مصر لسه سنه اولى دوري ممتاز، راي حضرتك في ادائهم؟ كمان النهارده بيفوز اسوان على انبي بنتيجه 1-0 الكابتن مجدي عبد العاطي بالرغم من قله الامكانيات الا انه بيأدي بشكل كويس او جيد مع نادي اسوان. اسوان طنطا اف سي مصر، رايك في ادائهم الموسم ده؟ يمكن طبعا هي يعني المشكله اللي هتقابلهم ان هم طبعا قله الامكانيات الماديه اللي موجوده. يمكن انا تابعت تصريحات الثلاث مدربين قبل الدوري ما يبدا، يمكن كلهم كانوا بيعانوا من قله الامكانيات الماديه، ان هم مش قادرين يجيبوا اللعيبه. يمكن كابتن محمد صلاح حتى لما كان موجود في اف سي مصر قبل ما يمشي كان الخلاف كله ان هو كان محتاج لعيبه تقدر تلعب معاه في الدوري الممتاز وتأدي معاه بشكل كويس، ان الدوري الممتاز يختلف عن الممتاز به. فالنادي طبعا ليه امكانياته المحدوده اللي يقدر يتحرك فيها، يمكن كابتن محمد صلاح ما قدرش يكمل عشان النقطه ديت. شايف ان هم برضو يعني على قد الـ الامكانيات المتاحه. انا شايف هم يعني الانديه دي هتعاني بشكل كبير جدا. البطوله بقت صعبه جدا، عندك دلوقتي عدد الفرق اللي عندها امكانيات ماديه وامكانيات فنيه بقت كتيره جدا. التوقف ده يا كابتن يفيد الانديه زي طنطا واسوان واف سي مصر؟ يعني هم يعني انت عارف لما انت بتبقى محتاج مثلا بتبدا بدايه وتحتاج وقت عشان تصحح اخطائك، ويمكن الوقت كمان هيخدمهم ان المده طويله. فيقدر يتكلم في حوالي 3 أسابيع تقريبا بالظبط. وبرضه هو بالنسبه له شاف كل الفرق في الدوري الممتاز وعرف طرق اللعب وعرف امكانيات كل فرقه، فديت يقدر هو يستفاد بالوقت التوقف دوت في ادارته للفرقه ويشوف اخطائه ويعرف يوظف لعيبته بشكل كويس. طيب كابتن، هل حضرتك شايف اداء التحكيم ازاي في الخمس ماتشات اللي اتلعبوا او الخمس جولات اللي اتلعبوا او الاربع جولات ونص بما ان النص ما كملش؟ هل حضرتك راضي عن اداء التحكيم ولا لسه في بعض الاخطاء اللي موجوده اللي ممكن نشتغل عليها خلال فتره التوقف اللي هي هتبقى ايجابيه بالنسبه لبعض السلبيات وسلبيه لو حد عنده ايجابيات وعايز يكمل؟ بص، انا هو من الواضح طبعا عشان قله الماتشات اللي اتلعبت مش واضح ان في مشكله كبيره، لكن ولا مستوى الحكام يا كابتن؟ خلينا نقول ان مستوى الحكام اتطور شويه يعني، او بداوا ياخدوا بالهم من اخطائهم، بدا لجنه الحكام كابتن جمال يشتغلوا على يعني ايه، عايزين ممكن نتكلم شويه كده بتفاعل على الحكام. هل حضرتك شايف ان بداوا يكون في تطوير من ادائهم ولا عشان زي ما حضرتك قلت لسه البدايه ولسه مش باين؟ بص عمر، ما انا زي ما بقول لك فكره ان قله الماتشات اللي اتلعبت ما تقدرش ان انت تقيم الحكام بشكل كبير، خاصه ان برضو كان عندنا يعني في ماتشات اخطاء بصراحه واضحه لكل الناس ويمكن اثرت على نتائج فرق، زي مثلا ماتش الاتحاد. انا فاكر ماتش الاتحاد و ماتش الاتحاد ودجله اعتقد ودجله لكن في ملعب اسكندريه خلص 1-1 1-1. يمكن برضه كان في ضربه جزاء ماتش المصري والمقصه بالظبط. فبرضه يمكن من الحاجات اللي اثرت برضه في نتائج الفرق ديت، انت عارف ان كل فرقه بتدور على الثلاثه بونت وكل واحد بيتعلق في الاشياء عشان عارف ان البطوله صعبه وعارف ان الدوري لو ما لحقتش تجمع من البدايه هتعاني في وانت شغال في الفتره اللي قدام. لكن انا عايز اقول برضو ان الحكام ادائهم زي اداء اللعيبه، ممكن يبقى موفق في وقت واوقات تانية ما يبقاش موفق، لكن انا شايف ان في تطور وشايف ان في برضو ان الناس بتتعامل لغايه دلوقتي على مسافه واحده، ويا رب ده يكمل. ان اكتر حاجه
كانت مشكله الفتره اللي فاتت، هي في فكره ان الناس كلها بتحس ان الحكام بتجامل الفرق على حساب فرق تانية، فيمكن ديت كانت هي اللي عامله المشكله. وشايف ان الحكام لو وصلت لمرحله ان هو يلعب ومش شايف الفرق اللي قدامه، هي البطوله بصراحه هتنجح بشكل كبير جدا. ويمكن الحكام عنصر اساسي في اللعبه، هو اللي بينجح البطوله، يعني هو اللي بينجح الشكل. وفكره الاخطاء العاديه دي وارده وطبيعيه في الكوره. طيب لو سالتك كابتن اسئله سريعه كده، حصاد للاربع جولات او الخمس جولات اللي ناس لعبت اربعه وناس لعبت خمسه، قلت لك افضل فريق، ممكن تقول لي مين افضل فريق في الاربع خمس جولات اللي اتلعبوا؟ افضل فريق في الفتره اللي فاتت نادي الاهلي. نادي الاهلي. هل عشان حضرتك موجود معنا؟ لا 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 لا، نتائجه. طيب تمام. افضل مدير فني، تعتقد ان مين افضل مدير فني خلال الاربع خمس جولات اللي في الاخر اللي اتلعبوا دول؟ يعني برضو عشان النتائج. فايلر؟ لا فايلر. طب لو دخلنا مدرب كمان معاه، هل حضرتك في مدرب لفت انتباه حضرتك وقدر يعمل ممكن نقول فارق او طفره في الدوري، ولا لسه الدنيا ما بانتش؟ هو مش طفره، بس انا يعني طبعا كابتن ايهاب جلال انا شايف من المدربين اللي هم ليهم شخصيه وليهم اسلوب لعب وفلسفه. رايك في الكابتن مجدي عبد العاطي مثلا؟ كابتن مجدي عبد العاطي رغم من الظروف ان هو كان كسبان من القصه، يمكن مباراه الاهلي خارج تقييم تماما، كسب انبي النهارده، وممكن يكون يعني اكتر فريق من الفرق اللي هي طبعا طنطا حقق اكيد انتصار واف سي مصر، لكن انا بتكلم على ان اسوان موضوع عنده كابتن الامكانيات الماديه صعبه جدا في معاناه، واضح ان كره القدم الماديه كابتن بيتحكم فيها بشكل كبير جدا. بالظبط. طيب افضل لاعب او افضل اثنين لعيبه او افضل ثلاثه لعيبه من وجهه نظرك كابتن ابو المجد خلال الفترات الاخيره؟ يعني انا شايف حسين الشحات. حسين الشحات طبعا. انا هفكرك رمضان صبحي. لا هل انا شايف حسين شغال بشكل كويس قوي. تمام. شايف هل كابتن من اللعيبه ممكن مثلا لعيبه ممكن تكون منتخب اولمبي مثلا رايح في الزمالك زي حمدي فتحي؟ بصراحه حمدي فتحي كويس. اللعيبه اللي انا شفتها الفتره اللي فاتت بيأدي بشكل كويس جدا وبثبات وحاجه محترمه في نص الملعب. طيب لو قلت لك على المنتخب، قلت لك دور المنتخب، يعني عايز اخد راي حضرتك في الفتره اللي جايه، شايف دور المنتخب تصفيات امم افريقيا شايفها ازاي؟ ويعني ايه هو اللي مطلوب مننا تجاه الكابتن حسام بدري واتجاه المنتخب الوطني، وايه اللي مطلوب من الكابتن حسام البدري تجاه المنتخب الوطني؟ بص يا عمر، خلينا نتفق ان طول ما انت ما عندكش بطوله منتظمه دي مش في صالح المنتخب. ان انت عمرك ما هتجهز لعيبه المنتخب في الفتره بتاعه المعسكر بتاعه المنتخب اللي بيلعب في الماتش. بتبقى فتره قصيره جدا. كابتن حسام البدري اكيد ما بيشتغلش بالشكل زي ما بيشتغل مع فرقه في الدوري. الوضع مختلف، فانا شايف الدوري في البدايه لازم انتظم بشكل كبير جدا عشان اقدر اللعيبه ديت لما اجي اشتغل معاها بالفكر بتاعي يقدر يستوعب بسرعه. لكن انت ما بتخلي الماتشات بعيدة جدا على فترات، وكل شوية توقف، وكل شوية ما فيش حاجة منتظمة. أنا شايف إن دي هتضر المنتخب الفترة اللي جاية، إن أكبر احتكاك للعيبة ماتشات الدوري. كابتن أبو المجد بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتني ونورتني واستمتعت جدا جدا بكلام حضرتك. ربنا يخليك يا عمر. شكرا، ربنا يخليك. ويعني أنا سعيد جدا لما ببقى معاك. أنا اللي بكون أسعد يا كابتن، ربنا يخليك. طبعا وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثالثه مع واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن ابو المجد مصطفى، لاعب الجيل الذهبي لمنتخب الشباب الحاصل على بطوله افريقيا والميداليه البرونزيه في بطوله كاس العالم في الارجنتين. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. خلاص مفيش دوري، النادي الاهلي بقى يستعد كده لبطوله افريقيا، يستعد ايضا لبدايه الدوري اللي هيكون بعد بطوله الامم الافريقيه للشباب المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. كل التوفيق ايضا لمنتخب مصر الاول ومنتخب مصر الاولمبي خلال الفترات القادمه، كل الدعم ليهم طبعا. ان شاء الله نشوفكم على الف مليون خير في حلقه جديده. تصبحوا على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.